في الاي تي بتاع النهارده يا جماعه لازم يكون عندنا قدر كافي من الفهم للنتورك، وطبعا الحته بتاع التي سي بي اي بي ادريسنج والانفراستراكشر بتاع النتورك والكلام ده كله. ليه؟ لان الكلاود دي سيلف سيرف، يعني انت لو عاوز تجرب حاجه او حضرتك عاوز تجربي حاجه او تعلموا حاجه مش هتلاقوا حد يعمل لكم الكلام دوت، او لو لقيتوا حد هتتعطلوا لغايه لما يبقى فاضي يعملها لكم، او هتصفوا في الدور لو هو اوبريشنز عشان تعملوا الكلام دوت. الفيديو دوت هيوصلكم للحد الادنى وزياده شويه عن اللي انتوا عاوزين تعرفوه، ويعرفكم ازاي تتصرفوا في الموضوع بتاع التي سي بي اي بي والنتورك وتبقوا فاهمينه. دي اهم حاجه في الموضوع. نخش في الانترودكشن بتاعه التي سي بي اي بي. طبعا الناس كلها يقول لك احنا هنشتغل نتوركينج ولا ايه النظام؟ من يعني انا عكس السواد الاعظم اللي موجود في الشرق الاوسط اللي يقول لك انك انت لما تخلص تخش تاخد سي سي ان اي بتاعت سيسكو وتاخد المايكروسوفت سيرفر ادمنستريشن، عشان من غير دول ما ينفعش تشتغل في الاي تي. انا طبعا عكس الكلام ده خالص، ولكن معرفه التي سي بي اي بي مهمه، لان كنت لما تخشوا اي دبليو اس هتشتغلوا هيبقى عندكم انك انت قومت نود قومت فيرتشوال ماشين وعايز تعرف الاي بي ادرس بتاعها ايه، او هتعمل اتش تي تي بي او هتكونفيجر السكيورتي بتاعتها، فعارف تفهم البورتس وتفهم يعني ايه سورس ادرس ويعني ايه ديستنيشن ادرس. هندي لك بلوك بتاع اي بي ادريسز ونقول لك قسمه، انت عندك في تير للابلكيشن، في تير للويب، في تير للداتابيز، في ابلكيشن ثانيه عاوزين لها برضو جزء من الاي بي ادريسز ولازم نفصلهم عن بعض، يبقى لازم تفهم ازاي تقسم لو اديتك بلوك من الاي بي ادريسز. فبندي لكم يعني ابسط البسيط في الاي بي ادريسنج والنتوركينج، بحيث ان كنتوا لو قعدتوا في ميتنج او حد طلب منكم حاجه زي كده ما تقولوش لا والله اصلا انا ما اعرفش اي حاجه في الكلام ده، ما ينفعش. يعني لازم يكون عندي اقل القليل في الموضوع ده. عشان نفهم تي سي بي اي بي ويعني اي بي ادريسز اللي هي موجوده على تليفوناتنا والايباد وعلى الابل واتشز وعلى الراوترز بتاعت البيت وعلى اللابتوبس وعلى الديسك توبس اللي موجوده في المكاتب، لازم نفهم يعني ايه اي بي ادرس، وما ينفعش نفهم الكلام ده الا لو فهمنا يعني ايه حاجه اسمها باينري نمبرنج سيستم. في شورت كات لو انا مش عاوز اكبر دماغي ومش عاوز اتعلم الباينري نمبرنج سيستم، اه في، ولكن عندك الاثنين، انت بقى اختار عاوز تتعمق ولا عاوز انك انت تكون الحاجات السطحيه اللي بتخلص وخلاص. عشان نفهم الباينري نمبر سيستم او نظام العد الثنائي، لازم احنا كلنا شغالين بالديسيمال وكلنا بنفهمه. 10 زائد 10 يساوي 20، اضربهم في 3 يبقوا 60، اقسمهم على 4 يبقوا 15، كلنا عارفين الكلام دوت بنتعامل بيه بالليل والنهار، وحتى الفلوس والكرنسيز اللي بنشتغل بيها كلها مبنيه على الديسيمال، 100 في 10 ب 1000، 1000 على 20 ب 50 اند سو اون. جوه كل الاجهزه بتاعتنا من اول الموبايل فون لغايه البرينتر لغايه اللابتوب لغايه الواي فاي اللي شغال عندنا في البيت، التلفزيون السمارت اللي بيشبك على الواي فاي، الكلام ده كله، كل الكلام ده جواه احنا شغالين باينري نمبر سيستم. يعني ايه باينري نمبر سيستم؟ ببساطه شديده الباينري نمبر سيستم معناها ما فيهوش الا رمزين فقط، واحد وزيرو، يعني عشان كده بنقول عليه ثنائي. طب ليه اللي احنا متعودين عليه بنقول عليه عشري؟ عشان هو عنده زيرو واحد اثنين لغايه لما تكمل لغايه تسعه. لو عديت دول هتلاقيهم ان هم 9 سيمبلز زائد 1 يعني 10. في 10 رموز فسميناه نظام العد العشري. لما يكون في رمزين بس بنسميه نظام العد الثنائي. طب ليه ما عملناش كده جوه الاجهزه؟ قال لك لان ده بيمثل جوه الاجهزه بمنتهى السهوله. في فولتج جوه السيركتس اللي موجوده يبقى كده ده 1. سواء بقى بوزيتيف فولتج او نيجاتيف فولتج. وبعدين ما فيش فولتج يبقى معنى كده ان ده 0. فاسهل حاجه ان احنا لو بعتنا سيجنال يبقى دي 1، ما بعتناش سيجنال يبقى دي 0. يبقى الكمبيوتر يقدر يفهم لو انت عملت 1 0 1 0 يبقى انت بعت سيجنال ما فيش سيجنال ما فيش، هيفهمها ويقدر يترجمها. ده سبب ان هو دوت احسن حاجه في الدنيا بالنسبه لنا جوه الاجهزه. لكن زي ما قلنا كلهم جوه بيستخدموا الباينري نمبرنج، تمام؟ ولما بنستخدم الديسيمال نمبرنج في الابلكيشنز بتاعنا، انا شغال على كالكوليتر فكتبت 10 في 35، انا كتبتها كده قدام، ده اللي انا بفهمه، ده الانترفيس بتاعي. هل جوه بتخش 10 في 35؟ لا، الكلام ده بيترجم جوه الباينري جوه الكالكوليتر، وبتتعمل عمليه الضرب ويطلع النتيجه وتتحول مره ثانيه قبل ما تتعرض لك اللي هو الناتج الديسيمال او العشري اللي انت بتفهمه. 10 في 35 350، لكن في تحويله حصلت جوه وانت مش داريها. طب الديسيمال بتاع 204 لو انا عايز اكتب زيه بالباينري يبقى شكله عامل ازاي؟ ده يبقى شكله، لكن هنتكلم عن التفاصيل كمان شويه.
زي ما احنا بنسمي هنا ده بنسميه ديجيت، هنا بنسمي كل رقم يعني ده بنسميه ليه؟ عشان هو ديسيمال ديجيت، فاختصارها ديجيت. احنا هنا بنتكلم على باينري ديجيت اختصارها بت، يبقى كل واحد من دول اسمه بت، سواء كان واحد او زيرو ملوش دعوه بالقيمه، كل واحد من دول منفصل عن الباقيين اسمه بت. يبقى انا عندي هنا قدامي كده في 8 بتس، وال 8 بتس بيبنوا لي حاجه اسمها بايت. احنا كلنا متعودين ان الفايل ده السايز بتاعه 20 كيلو بايت. ال 20 كيلو بايت معناها ان هم عندك الكي بيترجم ل 1024 عشان نكون دقيقين، ولكن احنا ممكن نقول 1000 وخلاص، احنا بنستخدمها دايما للتقريب، بنقول ان الكيلو بايت هو 1000 بايت والبايت 8 بيتس. وايه هي البيت؟ هي عباره عن باينري، يا اما 1 يا اما 0، كل واحده من دول اسمها بيت. الحته بتاعت الاي بي ادرس محتاجينها ليه؟ انا عندي دلوقتي، احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها ويب ابلكيشن، في ابلكيشن في مكان ما، قد تكون اون بريمسز قد تكون في الكلاود، وعليها ويب سايت بتاع حاجه اسمها دولفينات www.dolphinet.com موجوده هنا، ال HTML بتاعه وال PHP لو هو ده الباك اند ولا بايثون ولا غيره، كل ده موجود هنا جوه السيرفر ده. طب الناس تخش على الكورسات ديت عشان تشتغل عليها، تشوف الكورسات، تقرا الكورسات او تقيم الكورسات، تشوف نضحك عليهم ولا هي فعلا كويسه. عاوزين يوصلوا لها عن طريق الانترنت، اوصلها ازاي؟ انا عندي جهاز، انا قاعد مثلا دلوقتي في الكويت او قاعد في السعوديه، ودولفين ايد ديت في نورث امريكا. انا ازاي هوصل من هنا لهنا؟ قال لك خلاص الانترنت هتوصلك. طيب تمام، انا معايا قاعد واحد في نفس المكتب فاتح التليفون بتاعه بس عايز يروح على cnn.com، الانترنت هتعرف منين ان ده عاوز يروح lcnn.com، والانترنت هتعرف منين ان التاني عاوز يروح لdolphin8.com؟ فقال لك طيب نظبطها ازاي؟ قال لك خد ابسط حاجه في الدنيا، ايه هي؟ البريد. احنا ازاي بنوصل، او التليفون ازاي بنوصل في البريد لما جينا نبعت، عايزين نبعت ظرف نبعته لحد، نبعته ازاي؟ نكتب فيه ايه؟ ازاي ساعة البريد يعرف ده رايح فين ويوديه في المكان الصح؟ انت بتكتب يعني على حسب البلد اللي انت موجود فيها، بتكتب لو احنا في امريكا ولا في كندا ولا في دول اجنبيه، بيكتبوا على الشمال فوق فروم، مين المرسل، والعنوان الكبير اللي هو واخد معظم الشاشه او معظم الانفلوب ده رايح لفين؟ يعني تو فلان الفلاني فروم فلان الفلاني، وده ممكن يكون موجود في امريكا وده ممكن يكون موجود في كينيا، ويحط الستامب بالقيمه الصح لان ده انترناشونال. خلاص انت بتروح ترميه في صندوق البريد اللي موجود عندك في الحي، تيجي العربيه بتاعت لو احنا في امريكا يو اس بي اس مثلا البوستال سيرفيس بيجمع بيفتح البتاع، بياخد كل الظروف اللي موجوده فيه، ما بيعملش حاجه، بيحطهم ده البريد اللي لقيته، يلف على الصندوق الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، هيروح داخل مسلم الحاجات دي على الفرز، سواء بقى كانت بتحصل بسكانرز او بتحصل مانيوال ايا كان. الصندوق اللي رايح على كينيا هيترمي فيه الظرف دوت بعد ما يتاكدوا ان البوستج سليم، تمام؟ لو كان العمليه دي اوتوميتد معناها السكانر اللي بيحصل ده هيبص على العنوان وبعدين يبص على الطابع، هل الطابع صح ولا لا؟ لو الطابع مش صح يروح عامل عليه يترجع عشان insufficient postage، انت ما حطيتش الطابع صح. لو الطابع تمام هيعمل له راوتنج على البوكس او الجروب بتاع الرسائل او الكيس او الشوال او ايا كان اللي رايح لكينيا. طب انا في الكلام دوت فين بقى التو والفروم؟ قال لك هو ده بالظبط الحاجه بتاعتنا، ان يبقى عندنا اي بي ادرسز، ان لازم اي حد شابك على الانترنت لازم يكون عنده اي بي ادرس، ما ينفعش ما يبقاش عنده اي بي ادرس. طيب نرجع للموضوع بتاع البريد تاني، هل ينفع ان احنا نكون ساكنين، نفترض ان محمود ساكن في فيلا في شارع النسايم رقم 35، تمام؟ وده شارع النسايم اهو الهواء فيه زي الفل، هل ينفع الفيلا اللي بعد محمود على طول تبقى كمان 35؟ فزي ما بنقول كده، لو عملنا 35 وده اللي كان رايح له في كينيا، يبقى انت هيسلم ل 35 الظرف للراجل ده ولا للراجل دوت ولا لل 35 اللي على وسط الشارع؟ ما ينفعش، لازم يكون في يونيك ادرس. طب لو كانت عماره ابارتمنت بيلدينج، معناها ان في حاجه اسمها ابارتمنت نمبر، هل ينفع ان يكون عماره فيها مثلا 205 في الدور الثاني ويكون في 205 في الدور ال 15؟ It doesn't make sense، صح؟ يبقى لازم يكون يونيك. نفس الكلام بيحصل في التليفونات، هل ينفع ان انا اروح اخد سيم كارد من let's say AT&T ولا من فيرايزن ولا من فودافون ويكون نفس الرقم بتاعي حد ثاني مستعمله؟
It doesn't make sense. يعني هو الحاجات دي كلها مبنية على ان يكون في يونيك نمبرز. ليه؟ عشان بيحصل راوتينج جوه السيستم دوت، يبقى يقدر يعرف يرن عند محمود مش يرن عند محمود وعيسى، لان عندهم نفس الرقم بالغلط. ما ينفعش يبقى في غلطات في الكلام ده. نفس الكلام بالظبط على الورلد وايد ويب. كل اند بوينت، اند بوينت دي ممكن تبقى تليفون، ممكن تبقى تابلت، ممكن تبقى راوتر عندي واي فاي في البيت، ممكن يكون ان انا شابك بالتليفون على شبكه الموبايل وعندي داتا فواخد اي بي ادرس منه. كل حد بيشتغل على الورلد وايد ويب لازم يكون يونيكلي ايدنتيفايبل، لازم اقدر اعرفه واكون ما يعني يعني مش اعرفه على فكره 99% هو دوت قاسم. لا ما ينفعش، انت لازم تكون تعرفه ان ده 100% هو ده قاسم او هو ده محمود او هو ده عمر. لو انت مش عارف الكلام ده معناه انك انت ممكن تبعت معلومات او حد يكون بيكلم محمود، ومحمود الرقم بتاعه دوت كمان موجود مع حد تاني وبالصدفه كان اسمه محمود. قالوا يا محمود ده على فكره انا خدت الفلوس وخبيتها في المكان الفلاني. طب ما انت كده شركه الاتصالات بهدلت الدنيا. فعشان نعمل الكلام ده لازم يكون عندنا يونيك ايدنتيفيكيشن لكل حد موجود، زي البطاقات الرقم القومي، زي الباسبورات، زي الكلام ده كله، كل ده لازم يكون يونيكلي ايدنتيفايبل. فالانترنت لازم تضمن الكلام ده برضه. ليه؟ لو ما ضمنتش الكلام دوت معناها ممكن انا اكون ببعت اوصل لدولفين اد، تيجي دولفين اد ترد يروح باعتينها لحد تاني خالص في مكان تاني. طبعا ده ما ينفعش يكون ده الكونسبت، لان هو كله بالانالوجي بتاعت الانفلوبس والادريسز والكلام ده كله. ايه اللي انا محتاجه هنا عشان اكون يونيكلي ايدنتيفايبل؟ محتاج يكون عندي اي بي ادرس مش متكرر. طب الويب سيرفر بتاع دولفين اد وبتاع سي ان ان دوت كوم ما ينفعش يبقى عندهم اي بي ادرس متكرر، بل لازم يكون عندي كمان هنا في اي بي ادرس برضه يونيك وما ينفعش يكون متكرر في العالم كله. في العالم كله يعني اي حد شابك على الانترنت ما ينفعش يكون عنده نفس الاي بي ادرس. طيب انا موجود في البيت وانا عندي واي فاي في البيت وانا شابك على الواي فاي، هل معنى كده ان انا عندي هنا اي بي ادرس ايدنتيفاير من الانترنت؟ قال لك لا، هنا مش لازم، بس لازم يكون الراوتر بتاعك عنده اي بي ادرس الانترنت تعرف توصل له. والراوتر بقى يوزع بقى يرجع لك لللابتوب بتاعك ولا للتليفون او التليفون بتاع مراتك او الايباد بتاع ابنك. يعني الراوتر هيوزع عارف اللي وراه، لكن الاي بي ادرس اللي على الراوتر must be identifiable ولازم must be unique في الانترنت. مين اللي بيضمن الكلام دوت؟ السيرفيس بروفايدرز. لما انا بشبك على اتصالات اول ما بشبك الراوتر بتاعي عليها بتروح مديه للراوتر بتاعي اي بي ادرس وتضمن ان في الداتا بيز بتاعتها ان دوت اتعلم عليه انه مستخدم، ما ينفعش ان حد تاني ياخده. طب جيت انا بعد سنتين سبت البيت دوت وفصلت الكونكشن، يحصل ريليز للاي بي ادرس بتاعي يرجع للداتا بيز ان هو بقى متاح. فممكن لو يوزر تاني نقل سواء في نفس البيت او بيت تاني يدوا له الاي بي ادرس مش مشكله. تمام؟ فحته اليونيكنس دي اللي بيضمنوها السيرفيس بروفايدرز. طب هل ينفع اي حد يشبك لابتوب او راوتر كده ويشتغل مع نفسه ويحط اي اي بي ادرس؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان في حاجه اسمها انترنت ريجستريز موجودين على الانترنت، ودول مسؤولين عن انك انت تاخد منهم الببليك اي بي ادرس. ليه بنقول عليها ببليك؟ لان هي دي اللي هي متعرفه على الانترنت واللي ينفع تستخدم على الانترنت. في نورث امريكا اسمها ايانا، في اوروبا الهيئه المسؤوله عن توزيع الببليك اي بي ادرس على الشركات والهيئات اسمها رايب. في اسيا باسيفيك، استراليا او اسيا والكلام ده كله اسمها ابنك. يبقى في ريجستريز موجودين على الانترنت مسؤولين ان هم يحكموا مين اللي استعمل الرينج الفلاني بتاع الببليك اي بي ادرس على الانترنت، واللي بعده واللي بعده واللي بعده اند سو اون. تمام؟ يبقى ما ينفعش ان اي حد يقول انا هشبك على الانترنت وهستخدم الرينج ده ومحدش يقدر يوقفني. لا، هيوقفوك سيرفيس بروفايدرز بتوعك، هيعملوا بلوك لاي ترافيك جاي من عندك لانك انت ما وريتهمش اي دوكيومنت تبين انك انت المالك او المصرح ليك من واحده من الهيئات دول انك تستخدم الرينج ده. يبقى انا عندي اي بي ادرس بقى مميز هنا واي بي ادرس بقى مميز هنا. الانترنت مسؤوليتها ايه بقى؟ هي المحولجي، هي الراوتر اللي بيقول انت جاي منين؟ انا جاي من الامارات وعايز اروح على سيرفر موجود في امريكا. يقول لك تمام خلاص، انا بقى عن طريق السيرفيس بروفايدرز اللي موجودين دول اتصالات، وبعدين بريتش تيليكوم واصله مع فيرايزون في امريكا مع اي تي ان تي مثلا، دول كده هو انت لو عديت على دول هتعرف توصل للراجل الطيب ده، ولما يجي الرد نمشيه في الاتجاه العكسي يرجع لك الرد، ونعرف ازاي انك انت رحت صح بالاي بي ادرس المناظر لدولفين اي دوت كوم، نقدر نترجمه
ونعرف ايه هو الاي بي ادرس بتاع دولفين دوت كوم، ونقدر نعرف الاي بي ادرس بتاعك. ده معناه ان الرساله اللي مبعوثه من عندك من هنا وهي طالعه واللي هتوصل لغايه هنا دي فيها معلومتين لا يتجزأوا، مين المرسل زي الظرف، ومين المرسل اليه. المرسل هو اللي بعت الريكوست او اللي بعت الرساله، المرسل اليه دولفين ايد دوت كوم. دولفين ايد يوصلها الرساله، الرساله مكتوب فيها مين اللي بعتها وهي هي ليه جات لي، عشان هي كانت مبعوثه ليا انا دولفين ايد. لما يجي الرد يرجع يبقى سهل جدا في الاتجاه العكسي، يبقى المرسل اليه هو مين؟ المرسل اليه هو اللي بعت لي الرساله، زي ما علي بعت لمحمد، محمد لما يجي يرد هيرد على علي مش هيرد على سعيد. والمرسل في الحاله دي هيتغير يكون اللي هو دولفين ايد دوت كوم. يبقى الكلام ده كله موجود جوه الاي بي باكيتس اللي بتتبعت باك اند فورث، واحنا شغالين على تليفوناتنا وبنخش على السوشيال ميديا وبنخش على الفيسبوك والانستجرام ونبعت ونستقبل والكلام ده كله بدون اي غلطات، والايميلات رايحه جايه ومفيش غلط فيهم، وكل دوت لان احنا في تي سي بي ستاك موجود على التليفون في الاوبريتنج سيستم، موجود على اللابتوب، موجود على السيرفر، موجود على الايباد، ده اللي بيهندل الكلام دوت، ويبقى معروف مين هو الكلاينت بحاجه اسمها البورت هنتكلم عليها كمان شويه، يبقى راحت ورجعت تاني. تمام؟ يبقى انا محتاج هنا لاكثر من حاجه في الجزئيه بتاعتي دي. ايه هم الاكثر من حاجه دول؟ يبقى انا محتاج هنا يكون عندي اي بي ادرس على الكلاينت، محتاج يكون عندي اي بي ادرس على السيرفر، ومحتاج في النص يكون عندي امكانيه حاجه اسمها اي بي راوتنج او اي بي فوروردنج. يعني بناء على المعلومات الاي بي اللي موجوده في الرسائل، مين السورس، مين الديستنيشن، ايه الابلكيشن ورايح فين، لاني ابلكيشن، عن طريق الكلام ده الانترنت بتعمل اي بي راوتنج وتقدر توصلني من مكان لمكان وترجع لي الريسبونس مره ثانيه. تمام؟ يبقى انا محتاج كلاينت وسيرفر ومحتاج الاي بي راوتنج موجود على الانترنت. طب الاي بي ادرس محتاجينهم ليه؟ خلاص احنا فهمنا بقى احنا محتاجينهم ليه دلوقتي، وقلنا ان هي زي الحاجات الثانيه اللي هي البريد والتليفونات والكلام ده كله، بتعرف مين المرسل من الطرفين بتوع الكوميونيكيشن بمعنى اصح. طيب لما نقول تي سي بي اي بي ده اختصار لايه؟ اختصار لحاجه اسمها ترانسميشن كنترول بروتوكول انترنت بروتوكول. في ناس بيقولوا عليه اي بي بس، في ناس بيقولوا عليه تي سي بي، يعني في طرق كتير تتكلم عليها، بس احنا بنتكلم هنا على ان ده المسمى الفعلي بتاعه يعني. تمام؟ وقلنا زي بالظبط زي المقارنه بتاعه العناوين والبشر، بيبقى فيه برضو انه في الحته بتاعه ان انا الاجهزه والكلاينتس محتاجين يكون عندي اي بي ادريسز، ولو انا شابك على الانترنت لازم يكون يونيكلي ايدنتيفايبل، ما ينفعش يتكرر ولا في اي حته في العالم. يعني لو انا في مصر هل ممكن استخدم نفس الاي بي ادرس بتاعت الانترنت في مكان تاني؟ الاجابه هي لا، لان مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار ده من زمان، او وزاره المعلومات دلوقتي والاتصالات، هي اللي عندها الرينج اللي الوكيتد لمصر، وهم اللي بيبداوا يعملوا الوكيشن جوه مصر. الاي بي ادريسز في منها نوعين، في نوع اللي هو اللي ظهر من الثمانينات ده اللي اسمه الاي بي فيرجن 4، وفي نوع اللي هو طلع بعد كده في اواخر التسعينات في اوائل 2000 اللي هو الاي بي في 6. ليه؟ لما حسوا ان الرينجات اللي عماله هنا عماله تتاكل، الناس اللي داخله على الانترنت والشركات والهيئات والجامعات اند سو اون كتروا كتير، قالوا لا ده الاي بي في 4 هنيجي عند لحظه كده ويخلص وهنبقى ورطنا، فراحوا مخترعين الاي بي في 6 اللي هو الانهانسمنت بتاعه عشان يديني اي بي ادريسز اكتر بكتير جدا. لما عملوا الاي بي في 4 قالوا احنا مستحيل هنستخدم الكلام ده كله، الانترنت اثبتت العكس ان هو تقريبا من زمان بيقول ان هو خلاص هيخلص. الاي بي في 6 لما عملوه بيقولوا احنا عندنا كفايه جدا، الله اعلم ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، ايه اللي هيحصل بعد 20 30 سنه من دلوقتي؟ هل هيبقى في اي بي في 8 ولا هيبقى ايه الموضوع؟ اي ادرس في الاي بي في 4 من خصائصه ان هو فيه 32 بيتس لونج. حد ممكن يقول لي ده يبقى كام بايت؟ يعني هو كل بايت فيه 8 بيتس، يبقى 4 بايتس. تمام؟ وده الاكزامبل بتاع اي بي ادرس، يبقى انا عندي 8 بيتس دوت 8 بيتس دوت 8 بيتس دوت 8 بيتس. لو حد يقول لي لا دي مش بيتس اللي انت بتقوله دوت، اقول لك يا عم ماشي، بس احنا كاتبينها دلوقتي بالديسيمال نوتيشن عشان بس يعني ناخد شكله، لكن بعد شويه هتلاقينا بنفك الكلام ده، ممكن نفك ال 8 بيتس بتوع كل واحد فيهم هو ايه بالظبط. بنحتاج حاجه اسمها سبنت ماسك هنتكلم عليها كمان شويه، هنعرف احنا بنحتاجها ليه. والاي بي ادريسز ممكن يكونوا بابليك او برايفت، يعني في الاي بي في 4
في public ranges تستخدم على الانترنت، وفي برايفت رينجز تستخدم في البيوت مثلا او في الشركات جوه الشركات. اي حد فينا لو عنده واي فاي راوتر في البيت، لو جيت لو حد بص على الاي بي ادرس اللي موجود على اللابتوب بتاعه او اللي موجود على التليفون بتاعه او الكلام ده كله، غالبا هيلاقي ان هو من الرينج اللي هو 192 168، وبعدين بيكون دوت 1، وبعدين الارقام هنا بقى بتتغير من اول واحد لغايه 254. يعني لو انا شغال ومثلا ولادي شغالين باجهزه في البيت والتليفون سمارت واصل على الواي فاي وعندي البرينتر واصل على الواي فاي وعندي اللابتوب بتاعي وبتاع مراتي وبتاع عيالي والكلام ده كله، في 10 20 جهاز في البيت، هتلاقي انهم كلهم واخدين رينج ده، والرينج ده من ضمن الحاجات البرايفت. لكن الراوتر بتاع يعني الراوتر الواي فاي بيدي للاجهزه اي بي ادريسز من الرينج دوت، لكن الراوتر اللي شابك على الانترنت عنده هنا في بابليك اي بي ادرس، دول برايفت. لكن البابليك اي بي ادرس اللي شابك على الورلد وايد ويب ما ينفعش يبقى برايفت. الاي بي في 4 في منه كده وفي منه كده. البابليك لو انت شابك على الانترنت غصب عنك لازم يكون بابليك. لو انت برايفت يبقى لازم يكون في جهاز بيخبي البرايفت وما يطلعوش، ويقول ان انا المساله دي جايه من عندي انا بالبابليك بتاعه، ولما يرجع يغير العمليه تاني. هنعرفها قدام حاجه اسمها نتورك ادرس ترانزليشن. طيب الاي بي في 6 قال لك لا معلش بقى، ده مش ديسيمال نوتيشن، ما بيتكتبش بالشكل ده. امال بنكتبه بايه؟ قال لك احنا عاوزين حاجه تكون مجعلصه كده وتدينا ارقام كبيره. فهنشتغل بنظام العد السادس عشري الهكسا ديسيمال. يعني باينري مش كويس، ديسيمال مش كويس، لا ده هنخش للي بعد كده كمان. طب ايه الهكسا ديسيمال؟ ليه قلنا ان هو سادس عشري او 16؟ لان هو بيبقى فيه الرموز من 0 ل 9 دول 10، وبعدين عندي A B C D E F عندي 6 تانيين، فبقى 6 و10 16 رمز يستخدموا في كل اي بي ادرس. طب طوله قد ايه؟ قال لك الناس لما قعدوا مع بعض قال لك ده 32 ما كفاش، طب ما تيجي نعملها 128، ادوا اربعه. مستحيل بقى البشر بقى هيوصلوا ولا الاجهزه ولا الاي او تي ولا الكلام ده كله للقيمه دي، انا اشك طبعا. يعني هم بمنظورهم سنه 2000 عملوا الكلام ده، لا كان حد بيتكلم على اي او تي ولا على سنسورز في كل حته ولا الكلام ده كله. هنا كان اربعه فيلدز اللي موجودين، هنا قال لك لا احنا نعمل 8 فيلدز، وبدل ما كل واحد فيهم 8 هيبقى 16. ومثال لي زي ما انتم شايفين الجمال اللي قدامكم ده. تمام، يبقى انا عندي ادي فيلد 2 3 4 5 6 7 8، واي واحد فيهم ممكن يبقى فيه اربع رموز، لان كل واحد فيهم 4 بيتس، والاربع رموز ممكن يكونوا من الزيرو للتسعه او من الاف، يعني ممكن يكونوا كلهم حروف، ممكن يكون كلهم ارقام. المهم ان مش هلاقي فيه مره الاقي فيه زي او هلاقي فيه اكس، مفيش الكلام ده، هو اي بي سي دي اي اف ومن زيرو لتسعه. وادي ال 128 يبقى ده 16 و16 و16، لو ضربت 16 في 8 128. هل في برايفت؟ لا ما فيهوش برايفت، بس بيحتاج برضه لسبنت ماسك. هم قالوا بقى طالما احنا هنوصل بقى بالرقم دوت، احنا عندنا تريليونات وتريليونات من الاي بي ادريسز، خلاص خليهم كلهم بابليك وخلاص. هم كانوا بادين هنا كده، وبعدين لما لقوا نفسهم اتزنقوا اخترعوا الحته بتاعت البرايفت، عشان يقول لك جوه الشركات وجوه المكاتب وجوه البيوت مش عايزين الناس تستخدم بابليك، لان احنا كده هنورط بسرعه وهنخلص بسرعه. فبس عشان ياجلوا المصير المحتوم فقالوا ان احنا هنشتغل ببابليك وبرايفت. هنا كله بابليك، مفيش اي حد تاني بيعمل اي حاجه تانية. طالما احنا بنقول كل الاي بي ادريسز بابليك، معناها انك انت لازم توصل للهيئه المسؤوله في البلد اللي انت فيها او في المنطقه اللي انت فيها، وتاخد منهم تصريح، لان هم لازم يدوا لك رينج ويتكتب باسمك عشان ما حدش ياخده مره تانيه. استخدام الاي بي في 6 جوه شركه جواها بس مش هطلع اي بي في 6 على الانترنت، اعمل اللي انت عايزه. لكن متى ما عملت اي بي في 6 وفي احتمال انك تطلع على الانترنت بقيت في ورطه. ليه؟ لانك انت لو استخدمت اي حاجه من دماغك اي بي في 6 جوه الشركه وجيت تطلع على الانترنت بقى عندك مشكله، لان هم كلهم بابليك. فاللي انت عملته ده احتمال يكون حد مستخدمه في الدنمارك. ساعتها لازم تعيد تعريف كل الاي بي ادريسز اللي موجوده عندك. تمام، فكده بقى عندنا خلاص. يبقى احنا كنا قلنا بقى كل الاجهزه اللي موجوده على الانترنت او موجوده في البيوت او موجوده حتى لو لوكال في برايفت نتوركس، كل دول هيستخدموا اي بي ادرسز. يعني انا قاعد ورا الواي فاي بتاعي اللي في البيت لازم يكون عندي اي بي ادرس برايفت، اوكي ماشي، بس لازم يكون عندك اي بي ادرس، لازم يكون ليك عنوان، لان اي جهاز بيوصل لك، يعني لو انا عندي اللابتوب بتاعي انا دلوقتي جوه البيت انا واصل على الواي فاي، طيب
الراوتر اللابتوب بتاعي عنده اي بي ادرس، وانا عايز اطبع حاجه من هنا وايرلس على البرنتر. لو انا ما عنديش اي بي ادرس او البرنتر ما عندوش اي بي ادرس، الواي فاي راوتر هيعمل لك ايه؟ يعني انت بتقول ان انا عايز اطبع الورقه دي، ماشي حاضر، اطبع لك فين؟ على البوتاجاز في المطبخ ولا في الثلاجه؟ ما انت لازم تقول لي انت رايح فين؟ فالاي بي ادرس موجود بغض النظر عن انت في برايفت نتورك او في بابليك نتورك. هتطلع على الانترنت ليها اعتبارات وليها شروط، انك انت لازم يكون في يا اما عندك بابليك او الجهاز الوسيط اللي بينك وبين الانترنت يكون عليه بابليك. الموبايلات، الايبادز، اللابتوبس، اي حاجه بتشتغل اي بي لازم يكون فيها الكلام ده. السمارت تي في اللي في البيت. تمام؟ وممكن اي حد يلاقي اللابتوب بتاعه مثلا، لو انا عندي ويندوز في كوماند، لو انا رحت على البرومبت سي وعملت اي بي كونفج لازم يطلع لك الاي بي ادرس الموجود عندك. لو عملت، لو انا على ماك او اس او لينكس، اي بي كونفج جيت انترفيس ادرس اي ان 0 هيقول لك ايه هو الاي بي ادرس اللي عندك. تليفون، لو رحت على المنيوز، دخلت على النتوركس، دخلت على الاي بي ادرس، هيقول لك ايه هو الاي بي ادرس اللي عندك. طيب خلينا نشوف الموضوع بتاع الباينري والديسيمال. يعني احنا كنا بنقول ده الايكوفالنت بتاع ده وده الايكوفالنت بتاع ده. طب الكلام ده يعني هو كيمياء ولا موضوع بسيط ولا ايه بالظبط؟ انا عندي لما بنيجي نتكلم على اي رقم، لو قلت لاي حد فيكم اقرا لي الرقم دوت كام، مثلا يعني الرقم ده كام يا جماعه، غير ان احنا كلنا عارفين الارقام، يعني هل في كان في لوجيك احنا اتعلمناه في المدارس واحنا صغيرين من وراه ولا لا؟ المكان ده أحد بنسميه ايه؟ ايوه، عشرة المكان ده بنسميه عشرات ايه؟ مئات هنا الملايين، هنا عشرات الملايين واحنا ماشيين، صح؟ يبقى مظبوط. معنى كده ان كل مكان هنا ليه ويت، ليه وزن، والرمز اللي موجود بنضربه في الوزن يطلع القيمه. يعني ايه؟ انا هنا دي بقول 901، ليه قلت ان هي 900؟ عشان المكان ده الوزن بتاعه، ان ده هنا الاحاد، العشرات، او اللي هو اليونتس، التنز، الهندردز، فده عباره عن 10 في 10، عشان كده احنا قلنا عليه مئات، ده الوزن بتاعه. الرقم اللي موجود هنا يتضرب في الوزن، يبقى انت ساعتها لما قلت 900 وبديت تضيف على حاجات، عشان ده 900، ده لوحده كده 900. طب الرقم ده ليه ما قلناش عشرات؟ عشان هو رغم ان هو ليه وزن 10 بس مضروب في صفر، ما بيتاخدش للاسف. طب ليه قلنا واحد ما قلناش واثنين وثلاثه او اربعه؟ لان الرقم ده وزنه واحد والرمز بتاعه برضه واحد. يبقى في الحاله دي، طب انا هنا ليه قلت ان هو 300,000؟ اقول له لان هنا دي 10 في 10 في 10، يبقى دي الالاف. هنا اربع مرات، يبقى دي عشرات الالاف. وهنا مئات الالاف. يبقى لما عندي ثلاثه والوزن بتاعها مئات الالاف اللي هي 10، قص كام بقى هنا؟ 2 3 4 5. بدل ما بنكتب 10 في 10 في 10 في 10 خمس مرات، قالوا في حاجه يا جماعه اسمها اكسبوننت، اللي هو الاس والاساس، ده كله ممكن يتكتب بالشكل ده، 10 اس 5 اللي هو مئات الالاف. طب واللي قبله 10 اس 4 معناها ايه؟ عشرات الالاف. طب واللي قبله الوزن بتاعه 10 اس 3، يبقى دي خانه الالاف. 10 اس 2 خانة المئات، 10 اس 1 خانة العشرات، 10 اس 0، 10 اس 0 بواحد دي خانة الاحاد. يبقى انا لو اديت لاي حد فيكم رقم زي كده بسهوله جدا هيقول لي الايكوفالنت بتاعه. تمام؟ فده احنا متعارفين عليه ومتفقين عليه. لو جيت اقول طب انا وصلت للرقم ده، لو انا قلت رقم ابسط شويه 9 3 5، بسهوله جدا 935. عرفت منين يا عمي؟ ولا خليها 8 حتى 835، لان ده عباره عن 8 في 100. طب وانت ازاي قلت ان هي وي 35؟ يعني ليه جمعت؟ لان احنا بنجمع اللي قبليها، 3 في 10 اللي هي 10 اس 1 زائد 5 في الوزن بتاعها اللي هو احد. فلما اجمع دول يبقى 835، ده اللي احنا بنعمله. طب هل الكلام ده ينفع ينسحب على الباينري؟ قال لك طبعا، واحنا بنلغي فيه ليه لو ما كانش ينسحب على الباينري؟ بس خد بالك في حاجه، احنا كنا هنا بنقول الاوزان ايه؟ الاوزان هنا كنا بنقول 10 اس 0 للمكان الاولاني، 10 اس 1 للثاني، 10. ليه كنا بنقول 10؟ ليه كنا بنقول 10؟ ما كناش بنقول 9، ما كناش بنقول 15. الاساس بتاعك ايه في الديسيمال؟ انت عندك 10 رموز، يبقى الاساس بتاعك 10. طب ناخد بقى نفس اللي احنا اتكلمنا فيه بالظبط ونسحبه على الباينري. الباينري الاساس بتاعنا كام؟ اثنين، ما عنديش الا زيرو وواحد.
يبقى بدل ما كنت هقول بقى ان كل مكان ليه وزن 10 اس كذا، لا ده انا هشيل ال 10 واحط 2 والباقي كله صح. ف2 اس 0 بدل 10 اس 0، يبقى ده ايه؟ يبقى دوت المكان الاولاني. طب الويت بتاعه ايه؟ قال 2 اس، اي حاجه مرفوعه على الاساس للاس 0 تبقى بواحد، 10 اس تريليون اس 0 بواحد. طيب السكند الويت بتاعه ايه؟ قال لي خلاص احنا اتفقنا ان هنشيل كل العشرات ونحط، يبقى ده الوزن بتاع المكان، ونحط مكانها اثنينات. ليه؟ عشان ده باينري. بس الويتس هتختلف لو شلت ال 10، يعني 10 اس 2 غير 2 اس 2. فقال لي طب خلاص احسب لي بقى الويتس وخلاص ما توجعليش دماغي بالاثنينات بتاعتك دي. اقول لك طب خلاص تمام، بنبدا من الزيرو، ثاني واحده هتبقى 2 اس 1 يعني 2، اللي بعدها هتبقى 2 اس 2 يعني 2 في 2 يبقى 4، اللي بعدها 2 اس 3 يبقى 8، ال 2 اس يبقى 16. كاني بقول ان الويت بتاع كل واحد في الثاني كنت بقول ان هو واحد، اضرب اللي بعديه في 10 يبقى ده الويت الجديد، اضرب الويت اللي قبله على طول في 10 يبقى ده الويت اللي بعده، اضرب اللي بعده على طول في 10 يبقى ده الويت اللي بعده، واحنا ماشيين هنا احنا بنضرب في 2. لو بصيت كده هتلاقي 1 2 في 1 ب 2، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 8، 2 في 4 يبقى ده دي الويتس بتاعتنا. طب عايز حد فيكم يقول لي لو انا عندي رقم باينري خلاص هنقول هنا 1 0 1 0 واحد واحد، خلينا صعب عليكم شويه. ايه اللي انا محتاج اعمله؟ انا كنت بعمل ايه في اللي قبل كده؟ اللي قبل كده كان اصعب، الديسيمال اصعب. ليه؟ لان الديسيمال كنت انت بتقول لو انا اديتك رقم 1 3 5 7 12 مثلا، انت محتاج انك انت تشوف الويت بتاع ده كام وتضربه في الرقم، والويت بتاع ده كام وتضربه في الرقم، والويت بتاع ده كام وتضربه في الرقم، وده كمان وده كمان وده كمان. هنا ما عنديش الكلام ده، انا عندي يا صفر يا واحد، يا تاخده يا ما تاخدوش. هنا لازم تضرب وتشوف ده يسوى قد ايه، واللي بعده يسوى قد ايه، واللي بعده يسوى قد ايه، تجمعهم كلهم اصعب، الديسيمال اصعب بس احنا متعودين عليه. هنا مفيش، هنا يا اما تاخد الويت وتجمعه يا اما ما تاخدوش. انت 101 10 خلاص، يبقى ده معايا، ده معايا، ده مش معايا، ده معايا، ده مش معايا، ده معايا. بسيطه جدا، اجمع 32 زائد 8 40 زائد 2 42 زائد 1 43، الرقم المكافئ 43. خلينا ناخد مثال تاني بتاع الثمانية، يعني عشان يبقى زينا زي اللي هي الاوكتت بتاعت الاي بي ادرس. ده واحد اثنين، ده معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. خلينا أقول لكم رقم كده. بالراحة بدون أي لخبطة، ده اشطب عليه، ده اشطب عليه، ده اشطب عليه، ده اشطب عليه، اجمع لي الويتس الثانية. هي الموضوع ماشي كده، وده اللي بيعمله الكمبيوترز، الكمبيوترز او النودز او التليفونات او الايبادز او الكلام ده كله، هم اللي بيعملوه ايه؟ بيشوف الديسيمال بتحول الى باينري، وبعدين بناء عليه بيقدر يفهم بجمع كل اوكتت في الاي بي ادريسز، يقدر يعرف فين يعني ايه الرقم بالضبط، ايه الرقم المكافئ اللي ده يا جماعه. ده 100، الاثنين دول مع بعض 192 زائد 16 208 زائد 2 210. 10 تمام؟ طب لو حطيت كلهم وحايد الرقم يبقى كام؟ من غير حسابات، حد يقول لي من اللي احنا اتكلمنا عليه. لو كلهم وحايد الرقم هيبقى كام؟ 255. مش احنا قلنا ان اقل رقم ممكن تحطه هنا انك تحط كلهم اصفار. اكثر رقم انك تحطهم كلهم وحايد، نتاكد. 128 زائد 64 192، 192 زائد 32 224 زائد 16 240 زائد 8 248 زائد 4 252 زائد 2 254 زائد 1 255. الباينري ريبريزنتيشن خلاص احنا بقى بنحط، يعني اللي احنا عملناه ده بنحط هو يعني شكله متقدم شويه بس انتوا دلوقتي عارفين اي جزء من اجزاء الاي بي ادرس. 8 دول، ال8 اللي على الشمال او اللي على اليمين او اللي في النص، الويت بتاع المكان الثامن 128، الويت بتاع المكان الاولاني واحد، وكل واحد وانا ماشي بقى من الشمال لليمين بقسم على 2، من اليمين للشمال بضرب في 2. فيبقى انا عندي 1 2 4 8 16 32 64 128. حط لي اي تركيبه هنا من وحايد وصفار وانا اقول لك المكافئ ليها ايه. اديني بس ثانيتين هجمع الارقام، هعرف فين اللي هاخدهم معايا واللي مش هاخدهم معايا هيبقوا بره، هجمع اللي هاخدهم معايا وبدل الرقم المكافئ.
ناخد عليها. اهو مثال اهو من غير ما ابين الكلام ده، حد يقول لي الرقم ده يا جماعه يطلع كام؟ افتكروا ان الويت هنا واحد، الويت هنا 128، والويتس اللي في النص وانت ماشي كده تضرب في اثنين، يعني ده اثنين ده اربعه ده ثمانيه وانا ماشي كده لغايه 128، الرقم ده كام؟ ثمانية حد ده مش ثمانية معايا، ده مش معايا، ودول كلهم مش معايا عشان كلهم صفار، يبقى هو الواحد الوحيد والويت بتاعه 8، هو 8. تمام؟ طيب ادي مثال تاني، حد يقول لي الرقم ده كام يا جماعه؟ انا دول كلهم مش معايا، 4 و8 12. ماشي 2 صعبناها شويه، ده الويت بتاعه كام؟ زائد 12 يبقى 78 76 76 زائد 192 زائد اسف 128، و14 204 فده يكافئ زي ما حطينا الباينري اللي جنبه كده، يطلع في الاخر عندي ال 204. تمام؟ ال 204 برضه تتكتب بشكل ازاي؟ يعني في مليون طريقه، عايز تعملها في جدول، عايز تحسبها، عايز تقول الويت اللي هاخده والويت اللي مش هاخده، احسبها زي ما تحسبها، مش فارق الموضوع ازاي، المهم في الاخر ان الموضوع بسيط جدا ومش مكلكع. الرقم ده كام يا جماعه؟ 128 معايا، دي 32 2 زائد 1، الاثنين دول على بعض 160 3. تمام؟ دايما هنا دي 64 بس مش معايا للاسف، دي 16 بس مش معايا للاسف، دي 8 بس مش معايا للاسف، او لحسن الحظ مش عارف عشان السهوله، ودي ب 4 مش معايا. انا اقدر اخد بس ال 128 وال 32 وال 2 وال 1 والنتيجه 163. فبصينا كده جمعناهم يطلع 163. هل ينفع اعمل العكس؟ الموضوع بسيط. بنعمله ازاي بقى؟ هنا بيقول لي انت في رقم اهو 191 ده ديسيمال، ينفع احوله الباينر ولا ما ينفعش؟ ازاي؟ حد ممكن يستنبطها قبل ما انا اقول ازاي؟ مش انا لما كنت بحول من باينري لديسيمال كنت بقول ايه اللي انا هاخده معايا وكنت بجمعهم؟ انا لما احول من ديسيمال لباينري لازم اكون بفكك بعمل العمليه العكسيه، مش انا كان عندي شويه مكونات جمعتهم عملوا لي الرقم، اشيل المكونات يعني اطرحهم من الرقم، دي 191 انا هنا حطيت الويت من زيرو، زودت لكم واحد عشان الخبطكم، اللي هو يعني احنا كنا وصلنا لغايه هنا بس وقفنا، هنا قلت لك لا معاك ال 256، هل ال 191 ينفع اشيل منها 256؟ طيب ما ينفعش، يبقى انا هل ينفع اشيل من 191 128؟ ينفع، حط واحد، لما احط واحد انا ما فضلش عندي 191، انا فضل عندي 191 ناقص 128، ليه؟ لان انا شلت منها 128. طب هل في ال 63 اللي فضلوا ينفع اشيل منهم 64؟ طيب هل ينفع اشيل منهم 32؟ يفضل كام؟ 31 بيصفر. بالظبط كده، يبقى انا اقول ماينس 32 اللي انا شلتهم يفضل معايا 31. طب ال 31 ينفع اشيل منهم 16؟ يبقى هنا احط واحد واقول ماينس اللي انا حطيته يبقى يفضل عندي 15. ال 15 ينفع اشيل منها 8؟ هشيل، يبقى شلت منها، يبقى انا اقول اشيل 8 هيفضل 7. حلو، 7 ينفع اشيل منها 4؟ 1، يبقى فاضل كام؟ 3. ممتاز، يبقى انا شلت منها 4 فضل معايا 3. ال 3 ينفع اشيل منها 2؟ واحد واحد بالظبط كده، 1 و1. يبقى ايه الايكوفالنت بتاع ال 191؟ لو هنكتبها بس في 8 ده مش معانا، ده ما يفرقش معانا في حاجه، يبقى انا هقول لك ان هي 0 1 0 1 1 وبعدين 1 1 1 1، ده الايكوفالنت في الباينري لل 191. تعالوا بقى نفهم الحته بتاعه التي سي بي اي بي ادرس بقى دلوقتي، وهنخش في الحته احنا قلنا ان احنا محتاجين سبنت ماسك سواء اي بي في 4 او اي بي في 6، هنبدا نفهم شويه يعني ايه السبنت ماسك وايه لازمته. عندي اي بي ادرس زي كده 192.168.1.2،
نفترض ان ده كان على تليفوني وانا قاعد موجود في البيت شابك على الواي فاي راوتر بتاعي اللي هو عندي في البيت، وفي عندي حد تاني في البيت وعندي البرينتر وعندي التلفزيون وعندي 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 والكلام ده كله. دخلت على الجهاز دوت لقيت ان الاي بي ادرس الموجود عليه 192.168.1.2 ممتاز. طب دخلنا على اللي جنبه البرينتر مثلا، قال لك ان هو في الاخر خالص نفس الاي بي ادرس بالظبط بس في الاخر دوت 4 او دوت 41. دخلنا على الثالث لقيناه دوت 10. يعني الثلاث ارقام الاولانيين دول متكررين بس الرقم ده بيتغير. طيب بالمنطق كده انا عندي عماره فيها شقق. العماره ديت في جزء مشترك لكل شقق اللي فيها اللي هو رقم العماره وهني شارع. يعني معروف ان هي رقم 32 في شارع الدقي مثلا. تمام؟ كل الناس اللي في العماره ديت مشتركين في الجزئيه ديت ان هم رقم 32 في شارع الدقي. بس كل واحده فيهم ليها رقم شقه مختلف. زي بالظبط لما نيجي نقول بقى على النتورك، يبقى انا كلهم جزء من نفس النتورك اللي هي ايه؟ اللي هي الجزء بتاعت النتورك بتاعت الواي فاي اللي الراوتر دوت عمال يديهم اي بي ادريسز منها. لكن في جزء يبقى ده بتاع الهوست بتاع النود، دي لازم يكون يونيك عندي، دي يونيك عندي، يونيك عندي. فقلنا بقى ان اي اي بي ادرس في الدنيا بيتقسم لنتورك بارت وفي هوست بارت. في المثال اللي قدامنا دوت انا عندي الثلاثه اللي بلونهم ابيض وبعدين في واحد لونه اصفر وفي السلاش 24 بالبينك دوت. ايه بقى الكلام دوت؟ السب نت ماسك او الجزء اللي على اليمين ده بيحدد فين النتورك وفين الهوست. ازاي؟ مش احنا عندنا دول 8 ودول 8 بيتس ودول 8 بيتس ودول 8 بيتس. احنا قلنا اي اي بي ادرس في الدنيا عباره عن 32. كويس. ال 24 دي معناها ايه؟ معناها من الشمال عد 24 وقف. لما تقف اللي انت عديته ده هو ده الجزء بتاع النتورك، واللي انت سبته او اللي فضل هو ده بتاع الهوست. يبقى هنا النتورك وهنا الهوست. حد هيقول لي طب وايه لازمتها؟ ما كنت عملتها بالوان وخلاص واحنا نفهم. اقول لك تمام، انت بتفهمها بالنظر، الكمبيوتر هيفهمها ازاي؟ التليفون بتاعك هيفهمها ازاي؟ الراوتر اللي موجود عندك هيفهمها ازاي؟ تمام. الجهاز الثاني لما انت تيجي تبعت من اللابتوب بتاعك على البرينتر هيفهم ازاي انت جاي منين عشان يرجع لك. ما لازم يعرف مين ما انا في عندي ثلاث اربع خمس اجهزه على النتورك، اني واحد فيهم اللي انا هرد عليه؟ يبقى لازم اكون انا بقدر اميز النتورك واعرف ان هي تبعي، يعني هي نفس النتورك اللي انا عليها فيه اللي انا فيها ولا لا. تمام. وبعدين اعرف اني شقه. زي بالظبط احنا قاعدين في العماره ديت وانا عندي واحد صاحبي حبيبي جدا في دورين تحتيه وبيموت في الملوخيه، مراتي طبخت ملوخيه، ببعت الولد ابني هقول له خد يا ابني طبق الملوخيه ده ابعته للجار ده. اول حاجه هيقول لي فين؟ هيقول لي بابا اني شقه. هقول له مثلا 505. خلاص الولد عرف عشان هو ساكن في البيت، هينزل هيخش الاسانسير يدوس على الدور الخامس، هينزل هيبص على الارقام اللي على الحيطه هيعرف 505 فين هيوديها له. يبقى احنا زي ما احنا عايزينها في الحياه بتاعتنا بنحتاجها كمان في النتوركس. يبقى اللابتوبس او التي سي بي اي بي ستاك اللي موجود على اي جهاز ما بيفهمش اللي احنا بنقوله غير لو ادينا له سب نت ماسك. هو بقى يعمل حساباته، يقول يبقى ده النتورك، ويروح حاسب يعرف ايه هو ايه الهوست، ويبدا على كده يحدد معايا في نفس النتورك ابعته على طول ولا في نتورك تانيه فلازم اديه للواي فاي راوتر عشان ده هيوصله لسي ان ان دوت كوم. يبقى السب نت ماسك وظيفته ايه؟ وظيفته انه يعرف لي مين النتورك ومين الهوست عشان الاجهزه تعرف تفهم الكلام دوت. ومن غير ما ادي لهم سبنت ماسك ما يقدرش يفترضوا هل هيفترض ان هو 25 ولا 23 ولا 21 ولا 16، ما يقدرش. والباينري ايكويفالنت بقى، شوفوا بقى الكلام الجميل دوت. احنا قلنا دي 8 ودي 8 ودي 8، يقول له لا معلش اثبت لي بقى ان دي 8. 8 ازاي يعني؟ قال لك والله ال 192 بنمثلها بالباينري 1100 بعدين اربع اصفار، ال 168 ده تمثيلها بالباينري 8 ولا مش 8، عدوا هتلاقوهم 8. ال 1 8 بيتس، حتى يقول لي ال 1 8 بيتس انت بتهرج. اه ما هو محجوز له 8 اماكن، مطرح ما هتحطه وحايد هياثر في الرقم الكلي، لكن لو حطيتهم كلهم اصفار واللي على اليمين بس واحد هيبقى ده رقم واحد. طب لو حطيتهم كلهم اصفار ينفع؟ اه ينفع، وتبقى كلها اصفار. والهوست حاجزين له 8 اماكن، في 8 كراسي في السينما بتوع الهوست. بعت هو في الاخر واحد قعده في الكرسي الثاني وحر، ده دول مدفوعين ومحجوزين له. ف
فالهوست بتاعي هيبقى هو دوت الباينري ايكوفالنت بتاعه. يبقى انا كده كده عندي 8، لو مش هستخدمهم بحط اصفار، لو انا مش محتاجهم هحط اصفار. يعني هنا انا مش محتاج السبعه دولت خالص، هل ينفع الغيهم؟ لا، هم موجودين خليهم فاضيين. ما ينفعش حد تاني هيخش معاه البوب كورن بتاعه ويقعد في كرسي من بتوعك، لا دي محجوزه بتاعتك انت لوحدك. تمام؟ تعرف منين الكلام ده؟ ان احنا عدينا 8 زائد 8 زائد 8، كنا عارفين ان هو الرقم 24. عدينا ثلاث ثمانيات ادي ال 24، يبقى ده نتورك ويبقى ده هوست. طب النودز اللي موجوده هنا ينفع ان هم يختلفوا في الجزئيه ديت؟ ايه رايك؟ هم دلوقتي كلهم في نفس الشبكه، نعم، ورا نفس الواي فاي. هل ينفع ان هم يختلفوا في الجزء الابيض؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هي دي 32 شارع الدق، دي العماره اللي هم ساكنين فيها. طب في حد تاني جاري اللي جنبي، تمام، عنده راوتر من نوع تاني وحاجه مختلفه تمام، هل ينفع انه يختلف في النتورك الابيض في الجزء الابيض؟ ينفع، لان ده 35 شارع مسار، ملوش علاقه بقى بشارع الدقي خالص، ده حاجه منفصله تماما ملهاش علاقه بيه، تبقى زي ما تبقى. تمام؟ وهو عنده هناك السب نت ماسك بتاعه، هل لازم يكون 24 ولا ممكن يختلف؟ الراجل اللي في 35 شارع المسار ده ممكن يبقى 16، ممكن يبقى 18. It's independent network، يبقى كل نتورك ليها سب نت ماسك بتاعها. غيرت من النتورك دي رحت النتورك الثانيه، يبقى ما فيش اي قواعد، ما فيش اي الزام بالنسبه للاولى يتطبق على الثانيه. تمام كده؟ ناخد نفس المثال نفس الارقام، ولكن السبنت ماسك هيقول ان هم يتفهموا بشكل مختلف. ازاي؟ هنا السبنت ماسك بيقول 16، يعني ايه؟ يعني الثمانيه الاولانيين والثمانيه الثانيين هو ده النتورك بتاعته. وده الثمانيه دي والثمانيه دي هم دول الهوست. حد يقول لي انت بتهرج دوت 1 دوت 2 ده هو الهوست. دي له 16 بت والنتورك مديها 16 بت، اقول لك انا حر. طب ازاي بقى الكلام ده؟ يعني الكلام ده يتفهم ازاي؟ هقول لك والله اللي احنا قلنا له ان هو 16، فالجهاز بتاعي الموبايل او التليفون او الراوتر او البرينتر او الكلام ده كله خلاص فهم ان الهوست هو دوت 1 دوت 2. يعني هل لو انا بتكلم على نفس الواي فاي ونفس الاجهزه اللي موجودين اللي احنا كنا بنتكلم عليهم قبل كده، هل ممكن الواي فاي يدي واحد دوت 1 دوت 2 ويقوم يدي للجهاز اللي بعده دوت 2 دوت 210، والجهاز اللي بعده يقول له انت هتبقى دوت 250 دوت 1؟ ايه رايكم، ينفع ولا ما ينفعش؟ هل احنا التزمنا بايه؟ ان كل واحد من دول ما ينفعش احط فيه رقم اقل من صفر، وما ينفعش احط فيه رقم اكبر من 255. هل انا خالفت اي حاجه من الرولز لما جيت احط الهوست التانيين الاثنين التانيين دوت ودوت بالشكل دوت بالنسبه للسبنت دي والماسك ده؟ هل انا خالفت اي حاجه؟ اه، لانه ليه؟ لان ده رينج، حط فيه اي رقم ما بيعديش صفر، ما يقلش عن صفر، ما يزيدش عن 255، ويبقى انت زي الفل، ما عندكش اي مشكله. المهم ايه؟ ما تكررش تدي مثلا جهاز نفس اللي قبله، والوايرلس راوتر مش هيكون اهم. فاهم الكلام ده كويس وعارف ايه اللي الوكيتد وايه اللي مستخدم وايه اللي متاح. لو جينا حطينا الكلام ده بالباينري هيبقى شكله عامل كده. تمام؟ الاجهزه اللي موجوده على نفس الوايرلس لان ديت هل ينفع يختلفوا في الجزء الابيض؟ ما ينفعش. هل ينفع يختلفوا في الجزء الاصفر؟ اكيد. يعني السلايد اللي فاتت والسلايد ديت اللي فهمناه منهم هو حاجتين. السبنت ماسك بيوضح للاجهزه، او حتى لو انا ببص كده فين النتورك، فين الجزء بتاع النتورك، فين العماره، فين رقم العماره، وفين رقم الشقه او اللي هو الهوست. الشقه اللي في نفس العماره ليهم نفس العنوان بتاع الشارع اللي هو 35 شارع كذا. يختلفوا؟ اه يختلفوا. طب ايه الفرق بين دي وبين اللي فاتت؟ يعني انا عندي نفس الارقام هنا، حد يقول لي غير ان هي 16 و24، الاختلاف في 16 و24 هل ال 24 فيها هوستس اكتر ولا ال 16 فيها هوستس اكتر؟ 16 و17 و18 و24 تفرق معايا في ايه؟ اقول لك كل ما زاد الرقم دوت كل ما قل المساحه المتاحه. ما انت فكر فيها بالراحه، احنا بنقول بنعد الرقم ده، بنعده من الشمال ونمشي كده يمين ونوقف عند الرقم دوت، واللي فضل يبقى للهوست. معناها ان كل ما زودت الرقم دوت يبقى انا همشي اكتر من الشمال، معناها هسيب مساحه اقل للهوست، يبقى عندي هوست اقل. لو قللت الرقم يبقى انا همشي مساحه اقل او عدد بيتس اقل من الشمال، يبقى اللي فضل كتير اقدر احط فيه هوست اكتر. يبقى حته السبنت ماسك انت بتحددها،
وانت بناء على عدد الهوستس اللي انت محتاجهم يبقوا موجودين في كل نتورك حدد تكبرها او تصغرها. اي حاجه بتاخد اي بي ادرس بتسمى هوست على النتورك. طيب هنا اهو في مثال تاني بنتكلم على سلاش 23، يعني مش 16 ومش 24. طب 23 معناها ايه؟ قال لك طب انت هتوجع دماغي ليه برضه؟ الموضوع سهل جدا. قول لي فين النتورك وقول لي فين الهوست. هقول لك والله بص 23 معناها ان احنا هنمشي من الشمال، خدنا اول 8، ثاني 8 بقينا 16. هنيجي عند لما يعني نقرب خالص نسيب البت الاخيره او اخر بت في الاوكتل ديت على اليمين، دي هتبقى مع الهوست مش معانا. قال لك يا عم طب وليه اللعبه دي ما كنت ظبطتها 24 وريحتنا ولا 16 وخلصت يعني؟ احنا بنقول لك ان الموضوع ده كله متاح وممكن يتعمل. لو ترجمنا الكلام دوت لباينري معناها ايه؟ معناها الابيض ده كله لازم يكون ثابت على كل النودز او الاجهزه اللي على نفس النتورك ده. لكن الجزء ده غير فيه زي ما انت عاوز وحط على النودز بتاعتك، بس افتكر انك انت ما تكررش واحد انت استخدمته قبل كده. حد يقول لي ممتاز، طب انت قلت لنا لما كان 8 بس كنا ممكن نوصل من 0 لغايه 255 صح؟ وقلت لنا ما تستعملش الزيرو وما تستعملش 255. طب انا لما ضفت الشملول اللي هنا ده لوحده كده متعلق، ده فادني في ايه؟ اقول لك فادك، فادك كتير جدا. لو حطيت القيمه بزيرو خد القيم دي كلها يبقى انت كده معاك 254 اي بي ادرس تستخدمه زي ما انت عاوز. ولو حطيت القيمه دي بواحد يبقى تقدر تكرر من زيرو لغايه 255 وهيبقوا مختلفين عن اللي قبلهم. ليه؟ عشان دول كان فيهم رقم زيرو بس دول كان فيهم رقم واحد. يعني لو انا بترجم الاي بي ادرس مثلا حطيت هنا رقم 254 تمام؟ وهنا في زيرو. بينما حطيت هنا في واحد وحطيت 254 برضه. ايه الفرق بينهم في الديسيمال؟ لو بترجم الكلام ده لنظام عشري هيبقى ده 192 168 زي ما اللي موجود فوق ما بيتغيرش اللي هو ايه اللي هنا، وبعدين دوت 8 دوت 254 ده اللي ابو زيرو. طيب لما حطيت واحد هتفرق في ايه؟ الرقم هنا هيبقى 1001، ده الرقم ده بالديسيمال 9، يبقى هيبقى في رقم تاني اللي هو الاي بي ادرس التاني دوت 254. حد يقول لي ايه ده؟ لحظه لحظه لحظه، انت كده مكرر. اقول له لا مش مكرر، انا عندي هو ده النت، ده النتورك وده الهوست، هل مختلفين ولا نفس الرقم؟ كون ان يبقى في جزء منهم مشترك نفس القيمه ماشي، هل في جزء تاني مختلف؟ يبقى انت كده لو في جزء تاني مختلف يبقى الاثنين مختلفين. فهتقول لي اه لا ده اوله 8 لكن ده اوله 9، خلاص مختلفين ينفع يبقوا تو هوست. معنى كده ايه؟ معنى كده انا ممكن اكرر 254 كاملين هنا و254 تانيين هنا بالسبنت ماسك دوت. ده يدي لك لغايه 254 في 2 يعني كام؟ 308. 508 يوزابل اي بي ادريسز في كل نتورك. طيب في حاجه بقى طريقه سهله ان انا لو عندي رينج عاوز اقسمه، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه سب نتنج. ادي الرينج اهو حدده لي 192 168 240.0. افترض ان هي برتقاله، بطيخه، بيتزا، ومطلوب مني ان انا عاوز اقسم ديت لاربع اجزاء متساويه او لثمان اجزاء متساويه. دايما لما بنعمل السب نتنج معناها بمسك رينج اقسمه لرنجات اقل. ليه؟ ايه السبب في الكلام ده؟ عشان هيستخدموا وينعزلوا عن بعض. لما انا عايز اوصل اربع اماكن مختلفين، واحد في مصر، واحد في ابو ظبي، واحد في الكويت، وواحد في الرياض، ما ينفعش يكونوا في نفس النتورك. يعني ما ينفعش اقول ان انا عندي مبنى في مصر الجديده ومبنى موجود في خلينا نقول في 6 اكتوبر ومبنى في الرياض ومبنى موجود في ليتس سي في الكويت واقول ان هم كلهم في شارع الدقي في القاهره. هو الموضوع زي كده بالظبط، ما ينفعش اقول الكلام ده. دول مختلفين، نتوركس مختلفه، اماكن مختلفه، يبقى لازم كل واحد يكون ليه شارع ويكون ليه عنوان مختلف. طب لو انا عندي خمس ست مباني في نفس الشارع وعايز اعمل فيهم نتورك منفصل، اقدر برضه نقدر. انا بقول بس المثال ده للتقريب. طيب انا المثال اللي عندي هنا دلوقتي 192.168.240.0/24. حد يقول لي معناها ايه الكلام ده؟ فين النتورك؟ فين الهوست؟ وممكن احط كام هوست في النتورك دي؟ يبقى انا عندي النتورك اهي موجوده
ومطلوب مني دلوقتي بقى، قالوا لي ايه بعد ما عرفنا النتورك وعرفنا الهوست، قال لي والله معلش بقى يعني نيجي عليك شويه، قسم لنا بقى الكلام دوت الى 4 اجزاء متساويه. طب لو هم انا عندي من صفر لغايه 255، يعني دول كلهم 256، انا ما بتكلمش دلوقتي على اليوزابل فيهم، بتكلم على عددهم من 1 ل 255، 255 والصفر معاك يبقى 256 رمز مختلفين. لو عاوز تقسم دول على 4، عشان هستخدم واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، 4 نتوركس منفصلين. حد يقول لي يا عم طب انت تقسم ليه؟ ما تاخد كمان 241 و242 و243 يبقى معاك نتوركس مختلفه. اقول له انا مش بكيفي، انا عندي تاسك طلبوا مني مديري دلوقتي او الشركه اللي انا فيها، بيقول لي ما عندناش الا هو الرينج دوت وعاوزين نقسمه على 4 متساويين. معناها ايه؟ معناها عايز اخد حوله من نتورك واحده اعمل حاجه اسمها سب نيتنج، زي في البيتزا بنقطعها لسلايسز. دلوقتي حد بيقول لي قسم لي البيتزا لاربع سلايسز، وادي البيتزا اللي عندي موجوده عايز منها 4 سلايسز متساويين. كل سلايس فيهم هيكون فيها كام رقم مختلفين؟ هنا عندي 256 الرقم الاجمالي. بالماث يطلعوا كل واحده تاخد قد ايه؟ مش بالاي بي ادرس، بالماث بالرياضيات. اعرف ازاي؟ 256 على 4 يطلع كل واحد فيه قد ايه؟ 240 زائد 16 206. تمام؟ طيب انا ما اعرفش اي حاجه عن النتورك، فقررت ان انا هقسمهم بالشكل التالي. قلت هعد من 0 لغايه 63 كده 64 رمز. حد يقول لي لا دول 63 بس مش 64. قلت له طيب تمام، تعالى ناخد الكونسبت، عد من 0 لغايه 9 دول 10 رموز ولا 9 رموز؟ 10. يبقى من 0 ل 63 لو طبقنا نفس الكلام هل هم 63 ولا 64؟ صح، يبقى انا كده خدت اول 64 رمز من ال 256. طب ال 64 اللي بعديهم هتعد، هتلاقي من 64 ل 127، اللي بعديهم من 128 ل 191، اللي بعديهم من 192 ل 255. هل كده خدت كل الرينج ولا لا؟ من 0 لغايه 255. يبقى كده هنا 64 هنا 64 هنا 64 هنا 64 متساويين. بعد كده هيقول لي طب انا عايز الكلام ده تحطه لي في صيغه، مش هم كلهم مشتركين في نفس النتورك؟ طيب حط لي بقى توصيف للرينج ده كسب نت. قال له والله بص هكتبهم لك، هي نفس النتورك وهقول لغايه 0 وكل المتغيرات اللي بعديه دي هتبقى السب نت الاولى. من اول 64 من كل المتغيرات لغايه لما اوصل ل 127 دي هتبقى السب نت الثانيه. يعني انا بقول ايه؟ لما انا هنا اتكلمت هنا قلت 192 168 240 دوت 0، مش 0 كان هو اول رمز فيها صح ولا لا؟ طيب هنا اول واحد 64 فما ينفعش احط 0، يبقى اقول دوت 64. اللي بعده هنا اول واحد دوت 128، اللي بعده هنا اول واحد دوت 192، هم دول السب نت. ايه اللي فاضل هنا؟ هل هستخدم السبنت ماسك 24 عشان اميز كل واحده من دول على الثانيه ولا ما ينفعش؟ لو انا جيت هنا دلوقتي قلت للكمبيوتر ان الكلام دوت سلاش 24 هيفهم ايه؟ فين النتورك وفين الهوست؟ ده كده النتورك صح؟ ويبقى اللي فاضل الهوست. عندي مشكله هنا، انا هنا قسمت وعملتها كتبتها بالشكل دوت، تفرق ايه دي عن النتورك قبل ما اقسمها لو كانت دوت 64 في الاخر؟ هل في اي فرق بين الاثنين؟ هي هتبقى سلاش 26. تعالوا نفك الكلام دوت على شكل باينري. خلينا نقول احنا كنا متفقين كارقام ان من 0 لغايه 63 دول 64، وبعدين بعديهم من 64 ل 127 دول 64، من 128 ل 191 دول 64، ومن 192 ل 255 برضه 64، صح كده؟ كنا متفقين كرياضيات مش كباينري ولا كسبنت ولا اي شيء، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هنمسك اللي من صفر لغايه 63، حد يقول لي لو انا عايز اكتب صفر بالباينري هيبقى في 8 بيتس هيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل زي كده صح؟ طب لو عايز اكتب 63 اللي هو اخر واحد في الرينج دوت، حد يقول لي 63 تبقى، خلينا ناخدها بالراحه، هنا واحد اثنين اربعه 8 16 32. حد يقول لي لو انا حطيت، اسف 32، لو انا عايز رقم 63 احط الارقام دي تمثلها ازاي؟ احط فين اصفار وفين وحايد؟
هل هاخد ال 128 معايا؟ ال 64 معايا؟ ال 64 لا صحيح، كله وانز. تمام؟ طيب انا لو عايز لو عايز امثل ده مع الجزئيه اللي هنا اللي هي ثابته كسبنت ماسك للاي بي ادريسز دول، كنت هقول عنها ايه؟ هل هي سلاش 24 ولا سلاش 26؟ للجزئيه دي بس اللي هو من 063، انا عايز اميزهم بسبنت ماسك والكمبيوتر يفهمها. هل ينفع احطها سلاش 24؟ لو حطيتها سلاش 24 بقول للكمبيوتر ايه؟ انك انت ممكن تحط هنا وانز وده هيكون معنا وده غلط. لو حطيتها لو حطيتها 25 برضه مش هينفع، لان هو ممكن يحط في هنا وانز. بس لو قلت له ان هي سلاش 26 هيفهم الكمبيوتر ان السبنت دي بتتغير بس في دول. لو حطيت هنا واحد او هنا واحد انا رحت في النطاقات، في النطاقات الثانيه، في الرنجات الثانيه دي. طيب خلينا نشوف اللي بعديه، نشوف اذا كان السلاش 26 هتظبط على الكل ولا لا. 64 عايز اكتب 64 زيرو، هاخد معايا ال 64 والباقي كله صفار، صح ولا لا؟ اخر واحد 127، حد يقول لي هيبقى يتكتب ازاي؟ هياخد معايا 28 ولا لا؟ تمام؟ يبقى انا كده هنا برضو لو قلت له ان هي سلاش 26 وقلت له ان السبنت بتاعتك اللي هي بتبدا ب 64 100% الكمبيوتر هيحسبها صح، وهيعرف البدايه فين وهيعرف النهايه فين ومش هيغلط. طيب اللي بعديها ال 128 اخرها 191، 191 اخد معايا 128 ديفنتلي. هل اخد معايا ال 64؟ لو خدت 64 و 128 يبقى 192 معايا ولا مش معايا ال 64؟ زيرو. والباقي يبقى نفس الكلام، سلاش 26 تظبط. ولو قلت له ان السبنت دي هي 128 وحطيت له النتورك يبقى كله تمام. من غير ما نحسب الاخيره هي نفس الكلام، يعني هيبقى عندي واحد واحد والباقي كله وحايد، اللي هي السبنت اللي اسمها دوت اللي هي 26 والسبنت هي دوت 192. تمام؟ يبقى انا لما اكون محتاج، خليني افهم بقى من الكلام دوت، انا كان عندي سبنت ماسك 24 عشان اقسم على اربعه اضطريت اني اغير السبنت ماسك يبقى 26، وحددت السبنتس ان هم يبداوا دوت 0 دوت 64 دوت 128 ودوت 192. يبقى انا عشان اقسم على اربعه لازم ازود السبنت ماسك 2 ويبقى الارقام بتاعتي زي ما احنا حسبناهم كده. طب لو كنت عاوز اقسم على 8 تتوقعوا كنت هعمل ايه؟ طيب انا هنا عشان اقسم على 4 اضطريت اعمل ايه؟ ايه اللي يديني 4؟ 2 اس 2 يعني 0 0 0 1 1 0 1 1، مش هم دول الاختلافات اللي بين الاربعه سبنت؟ يبقى انا عشان اعمل اربعه سبنتس مختلفين اقل عدد من البيتس لازم اخده هو 2، عشان كده زودته من 24 ل 26. طب لو كنت عايز 8 سبنتس يبقى كنت لازم هضطر ان اقول 2 اس 3. ليه؟ 3 بيتس 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ادي 4، بعدين 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. عشان تعمل اربع ثمان رموز مختلفين لازم على الاقل تاخد 3 بتس، ساعتها كان السبنت ماسك هيكون 27. طب لو عايز اعمل 16 يبقى لازم اخد 4 بتس. تمام؟ بس خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، طب انا هخليها 25 ولا 26 ولا 27 ولا 28 ولا مين اللي بيحكمني؟ عدد السبنت. لو انت عاوز سبنت او اثنين 1 بت از انف، يبقى انا كنت اروح من 24 الى 25 كفايه جدا. طب لو انا عاوز 3 او 4، يعني من 3 او 4 يبقى لازم تاخد 2 بيتس، يبقى تروح من 24 الى 26. طب انت عايز 5 الى 8، ما ينفعش تاخد 2، دي تديك ماكسيمم 4. من 5 ل 8 لازم اروح من ال 24 الى 27 غصب عني مش بكيفي، لان ال 3 بيتس هيدوني ال 8 سبنتس المختلفين. عايز 16 او عايز 15 او 14، من اول 9 لغايه 16 ما ينفعش، ال 3 ما ينفعوكش والاثنين ما ينفعوكش.
من 9 ل 16 لازم تروح من ال 24 الى 28. ايه المشكله بقى هنا؟ انك انت كل ما بتزود هنا بتقلل عدد الهوستس اللي في كل سبنت. بس لو انت مغصوب هتعمل ايه؟ ما عندكش حاجه تعملها. طب انا كنت عايز 13، فاضطريت اعمل 16 سبنت مختلفين، خلاص خلي 3 سبير. خلينا نشوف ايه اهو، ده كالكوليتر موجود من شركه اسمها سولار وينز، ده عندهم نتورك مانجمنت وحاجات زي كده، وعندهم فري سب نت كالكوليتر. بيعمل لك ايه؟ تعالوا نشوف اللي احنا عملناه ونتاكد اذا كان الكلام ده صح ولا لا. انا عندي 192.168.240 صح؟ دوت زيرو، ده البلوك بتاعي. يبقى انا حد اداني الكلام دوت وقال لي يا محمود لو سمحت احسب لي، وقال لي الماسك بيتس بتاعتك 24، خلاص انا كده كتبت النيتورك الاصليه او الرينج الاصلي اللي كان عندي. جميل الكلام دوت؟ جميل. انت عاوز تعمل ايه؟ قال لي انا عاوز اعمل 2 سب. لا انا عايز اعمل 3، خلينا نعمل 4 زي ما احنا عملناها في الاول. هيقول لي انت محتاج تستلف 2. كان هو قال لي على طول، كانه بيقول لي ال 24 بتاعتك هتبقى 26. وهيقول لي هيطلع لك 4 سب نتس، كل واحده ما تستخدمش الاولى وما تستخدمش الاخيره، يبقى عندك 62 ادرس في كل واحده فيهم. طب ايه هم السب نتس؟ هو عملها لنا، بص عملها ازاي؟ 192.168.240 0 سلاش 26. طب اللي بعديها 64، طب اللي بعديها 128، طب اللي بعديها 192، ويقول لي في كل واحده فيهم ايه اول ادرس ممكن استخدمه. يعني هنا الزيرو ما تستخدموش وال 63 ما تستخدموش، استخدم من 1 لغايه 62. طب اللي بعديها تبدا عند 64، اول ادرس 65، اخر واحد 126، لان 127 ما بستخدموش. وهيقول لي النتورك ادرس اللي هو بدايه السبنت ايه، ودي اسمه برودكاست ادرس، سبب ان احنا ما بنستخدمش الادرس الاخير في كل سبنت عشان ده بيسموه برودكاست. لو في حد بعت على الادرس ده هيروح لكل الاجهزه اللي موجوده، فده المفروض الابلكيشنز بس تستخدمه، احنا ما نحطوش على النودز بتاعتنا. طيب ماشي تمام، خلاص قسمنا الكلام دوت. حد قال لي لا 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 ده انا غيرت رايي، احنا على فكره محتاجين 6 سبنت. خد بالك هو انا بحط رقم في النص بيغيرها. ليه بيغيرها؟ يعني ليه ما بحط 5 بيقول لي 8؟ بيقول لي انك انت 4 2 بيتس ينفعوك، 5 6 7 8 لازم تاخد 3 بيتس، فمش هيسيبها لي كده. تمام؟ طيب هياخد 3 بيتس. وفي الحاله دي انا كان ده الجديد بتاعي زي ما هو. طب ليه قال لي بقى ان هنا الادرس في السبنت الواحده هيبقوا 30؟ ليه مش 62؟ عشان انا قسمت البيتزا بتاعتي، قسمتها على 8 سلايسز. لما كان قسمتها على 4 كان كل واحد خد ربع بيتزا، دلوقتي كل واحد بياخد ثمن بيتزا، فاكيد الثمن اقل من الربع. نفس الكلام هنا بيتطبق، ان بدل ما كان عندي 62 هيبقى عندي 30 بس. طب ايه هم السبنتس؟ هيقول لي اهم عندك اهم. خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، انا عشان اقسم على 8 لازم استلف 3، وهو قال لي هنا كان صريح معايا جدا، قال لي انت هتاخد من السبنت 3 بيتس. تمام؟ وقسمناها هنا، قال لي تبدا من عند زيرو، اللي بعديها مش 64 بقى 32، اللي بعديها 64، اللي بعديها 96. لو لاحظتوا الفرق بين كل واحد والتاني هو عباره عن ايه؟ 32. طب ليه الفرق 32؟ لانك انت لو قسمت 256 على 8 هيطلع 32، معناها بين كل واحده والتانيه هيبقى في 32. ده بالظبط اللي حصل يعني. ايه اول ادرس؟ ايه اخر ادرس؟ ايه هو النتورك ادرس؟ ايه هو البرودكاست بتاعه؟ فحد مش عاوز يوجع دماغه، ادي عندكم حل اهو، وقايل لكم الباينري فاليو، وقايل لكم الاي بي ادرس كل واحد، وقايل لكم ان هو هياخد الثلاثه دول ال 25 و 26 و 27 هيبقوا هم دول السبنتس، وان هنا هيبقى الهوست. الراجل قايل لكم كل حاجه في كل اوكتيت موجودين. ليه دول ثابتين على طول؟ عشان دول النتورك اللي مش هتتغير، اللي هي ديت اللي هي لغايه 240. يبقى انا لما بعمل سبنت ايه يا جماعه؟ انا باكل، لو انتوا خدتوا بالكم هنا، لما بعمل سبنتنج باكل من السبيس بتاع الهوست عشان اعمل سبنت، ما بغيرش حاجه في النت. لو رجعنا للواحد تاني هنا لقيته ان ده كله هوست. لو قلت له ان انا عايز اقسم ل 2 سبنت خد 1 بت. ليه؟ عشان لو اتحط زيرو هيبقى سبنت، لو اتحط واحد هيبقى سبنت تاني. طب انا قلت له انا عايز 4 سبنت هياخد 2، قلت له عايز اخد 8 هياخد 3، قلت له عايز 16 هياخد 4. يبقى انا بعمل ايه بقى كده؟ انا اللي بعمله دلوقتي ان انا عمال اكل من الهوست
يبقى كده كل سبنت هيكون فيها عدد من الهوست اقل. ليه؟ عشان انت عمال تروح على الهوست عشان تعمل نتورك مختلف، او سب نتوركس اللي هي السلايسز بتاعت البيتزا اللي احنا في المغرب. واضح يا جماعه؟ تمام. فعندنا التول الطريقه اللي احنا بنحسب بيها، اي ايهما شئتم استخدموه زي ما انتم عاوزين. تمام. الكلاسز بتاعت الاي بي ادريسز، في حاجه اسمها كلاس A، في حاجه اسمها كلاس B، في حاجه اسمها كلاس C. تفرق معايا في ايه الكلام ده؟ قال لك في حاجه، انت لما تبص على اي اي بي ادريس حد مديهولك، لو الرقم اللي على الشمال خالص بدا من 1 لغايه 126 ده اسمه كلاس A، لو كان من 128 لغايه 191 ده اسمه كلاس B، لو كان من 192 لغايه 223 ده اسمه كلاس C. يفرق معايا في ايه؟ ولا حاجه. هو ليه في كلاس وبي A وبي وسي؟ قال لك لو كلاس A النتورك اللي موجوده دي معناها ان فيها هوستس كتيره جدا، لان السبنت ماسك الديفولت بتاعها 8. فانت تخيل ان هي دي النتورك ودول كلهم هوست، قال لي بيدي لك ملايين الهوست ولكن عدد النتوركس محدود. لو انا من 128 ل 191، قال لي انت عندك 50 65000 هوست، لان الديفولت سبنت هنا بيكون 16. يعني النص ده للهوست والنص ده للنتوركس. فقال لي عندك بالانس ما بين الهوست وما بين النتوركس. لو رحنا لكلاس سي، قال لي ده بيبقى سلاش اسف 24، ده الديفولت بتاعي، فيبقى عندي عدد هوستس اقل في كل نتورك ولكن عدد النتوركس كتيره جدا. انت بالسبنيتنج ممكن تاخد سلاش 8 وتحوله الى كلاس سي بالسبنيتنج. يعني ايه؟ انا حد اداني رينج قال لي 10.0.0.0.0 سلاش 8، قال لي هو دوت البلوك الاساسي بتاعك، عايزك تعمله لي سبنيتنج بحيث ان كل نتورك يكون فيها لغايه 254 هوست بس. اقول له طيب تمام خلاص 10.0.0.0.0 سلاش 24 دي اول سبنت. ليه عملتها سلاش 24؟ عشان هو قال لي ان انا عايز 254 هوست بس، وانا عارف ان ال 24 لو خدت دول ان ده الهوست هيعمل لي الكلام دوت. بس عندي كام نتورك؟ شوفوا بقى 10.0.0.0 واللي بعديها 10.0.0.0 لا دوت 1 دي اللي بعديها. طب النتورك اللي بعديها دوت 2 دوت 3 دوت 4 ونعد 254، بعدين ننقل على هنا يبقى دوت 1 ونعد 254، بعدين دوت 2 254. عندي ملايين النتوركس ولكن عندي كل نتورك ما فيهاش الا سلاش 24. مين اللي حولها؟ ما دي كلاس ايه. اقول له انا حولتها بالسبنتج، انا عملت الكلام ده، عندي عدد نتوركس مهول لكن جوه كل واحده بس سلاش 4، جوه كل واحده 254 بس. الحته بقى بتاعت السبنتنج عشان نبقى فاكرينها، لو احنا بدينا من اي نتورك حد مديها لي، لو انا رحت زايح كده خابط واخد 1 بت من الهوست ده هيديني 2 سبنتس. لو انا كنت بادئ من 24 هيبقى السبنت الماسك الجديد 25. طب لو كنت بادئ من 20 يبقى السبنت ماسك الجديد هيبقى 21. طب لو كنت بادئ من 19 سبنت ماسك الجديد هيبقى 20، يبقى انا بزود 1 بت على السبنت ماسك لاند. طيب لو انا عايز 4 سبنتس هاخد 2 بتس هتديني 4 سبنتس، لو عايز 5 او 6 او 7 او 8 هاخد 3 بتس هتديني الكلام ده. وكل مره السبنت ماسك بيزيد من الاصلي، هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5، عدد الهوست فيلد بيصغر كل ما انا زودت في السبنتنج، يعني عدد الهوست اللي في كل سبنت. كام هوست هنا؟ لما عملت 25 كان عندي 128، بعدين بقسم على 2 بقسم على 2 بقسم على 2 كل ما اعمل سبنت جديد. يوزابل اي بي ادريسز، سيب الاولاني والاخير استعمل الباقي. تمام. فعندكم يا جماعه التول وعندكم الكالكوليتر اللي موجود، استخدموا المانيوال استخدموا دي، انتوا حرين. هل مطلوب منكم تعرفوا الكلام ده زي ما انتوا عارفين اساميكم؟ لا، لو عندك التول انت مش محتاج تعرف اكتر من كده. بس كل ما عرفت تفاصيل السبنت ماسك وسلاش 32 يعني ايه، وال 28 يديني، يعني انا عارفها دلوقتي من غير ما حد يقول لي. لو قال لي سلاش 28 عارف ان انا عندي 16 اي بي ادرس الاولاني والاخير ما يستخدموش، يبقى انا عندي 14. لو قال لي سلاش 30، سلاش 30 يعني بيديني سيب الاولى والاخيره، يديني اربع ارقام الاولى والاخيره سيبهم، يبقى عندي اثنين بس استخدمهم. لو سلاش 27 عندي 8، سيب الاولى والاخيره يبقى عندي 6 بس. فهو مع الاستخدام بيبقى عارفين، لكن مش مطلوب من حد فيكم انه يقعد يحسب باينري على قلم وورقه، لان في الاونلاين كالكوليتر يستخدم في الكلام ده. زي ما قلنا قبل كده الاي بي ادريسز يا اما بابليك يا اما برايفت. طب هل في رنجات معينه، انا عندي الواي فاي بتاع البيت، هل في رنج معين ممكن استخدمه
او الواي فاي راوترز بيستخدموه عشان عارفين ان ده متاح اي حد يستعمله زي ما هو عايز. قال لي في ثلاث رنجات معروفين، ال 10.0.0/8، 172.16.0.0 ودوت 17 لغايه دوت 31، استعملهم زي ما انت عاوز من غير ما تستاذن حد. مش على الانترنت، احنا بنتكلم على برايفت اي بي ادريس في البيت في الشركه في المصنع، مش على الانترنت. وبعد كده عندي 192.168 من اول واحد لغايه 254، استعملهم زي ما انت عاوز. بيسموهم ايه دول؟ ليهم حاجه اسمها ار اف سي او ريكويست فور كومنت 1980. يعني في ناس قعدوا مع بعض عرفوا الرنجات دول، قالوا يا جماعه ما حدش يدي لاي حد رنج من دول على الانترنت، شالوهم من كل الريجستريز وقالوا بقى اللي يستعملهم يستعملهم زي ما هو عايز. عشان كده الناس بتوع الوايرلس راوترز والكلام ده كله باي ديفولت بيستخدموا، او غالبيه اللي انا شفتهم لغايه دلوقتي في حياتي بيستخدموا الرينج دوت دوت 1، هو ده بيبقى اللي موجود، ويبقى الماسك سلاش 24. ده اللي موجود في معظم البيوت في الواي فاي راوترز، سواء كان من سيسكو من دي لينك من تي ما اعرفش تي لينك ولا ما اعرفش ايه، من اي حد من دول هتلاقي هو ده الرينج المستخدم. في التدريبات بتاعتكم ممكن تروحوا على الاونلاين لابس، الاونلاين لينك اللي كان موجود، او ادي سايدر بلوكس اهي لما استعملوهم زي ما انتوا عاوزين. يعني انتوا عندكم الرنجات ديت موجوده، استخدموها زي ما انتوا عاوزين، ان يبقى ده البلوك الكبير وتخلقوا منه سبنتس، او ده يبقى البلوك الكبير وتخلقوا منه سبنتس، او ده يبقى البلوك الكبير وتخلقوا منه سبنتس زي ما انتوا عايزين. بس كده يا جماعه، اي حد فيكم حد اداله رينج من الاي بي ادريسز قال له قسمه لي السبنتس، لازم اساله ايه الرينج اللي موجود؟ ايه السبنت ماسك الاصلي؟ واللي انت عايزه اقسمه لك على كام؟ انت مديني بلوك عايز تقسمه ل 200 سبنت، ليه؟ عشان عندي 200 فرع. طب هل هيبقى عندك فروع تانية؟ يعني هل بعد ال 200 دول ممكن تزودوا فروع تانية؟ قال لك والله يمكن ربنا يفتح علينا ونوصل ل 1000. تمام، يبقى انا لما اظبط اقسم على 1000، اقسم البلوك ده على 1000. حد قال لي يا عم انت بتستهبل، انت هتقسم على 1000، ما انا مديك البلوك كله وهو عايز 200، حط تعمل على 1000 ليه؟ اقول له الفرع 201 هتجيب له اي بي ادرس منين؟ لو انت ما عملتش حسابه. الفرع 400، الفرع 450، الفرع 998 هتجيب له اي بي ادرس منين؟ يبقى انا لما بصمم بقسم على بعد 5 10 15 سنه ايه الجروث المتوقع. تمام؟ وقسم وما استخدمتش خلاص، ما انت طالما وفيت احتياجاتك خلاص. طيب اديته ال 200 نتورك بتوعه، هل كده انا قسمت صح؟ لا، في سؤال انت ما سالتوش. جوه كل نتورك من النتوركس دي انت محتاج يكون عندك كام هوست او كام نود؟ قام رد قال لي 50. اقول له طيب تمام، في كل نتورك من دول انت قلت هتوصل ل 1000 ل 1000 فرع. في كل نتورك من دول انت هتبدا ب 50، هل متوقع انك توصل اقصى حاجه تتخيلها هتكون كام؟ هيقول لك احنا لو عندنا 100 مليار دولار بيزنس هنوصل ان كل نتورك مثلا محتاجه 100. ممتاز جدا. هل انا هقسمها على 100؟ لا، راح اقسمها له على سلاش 24 اللي تدي له لغايه 254. ليه؟ انا هدوكيومنت الاول، هكتب من ضمن ريكوايرمنتس ان كان مطلوب ان كل نتورك تزيد لغايه 100، بس انا هدي له البراح دوت. لو كان الراجل ده غلطان، انا معايا ايميلات، معايا ايميلات تامني ان هو كان غلطان وان انا ما عملتش حاجه غلط. تمام، بس هو الغلط اللي هو عمله دوت ده مش هيثنينا من ان احنا لازم نحل المشكله. لو انا كنت عامل حسابي للمشكله ديت يبقى انا اوريدي شغال، مفيش مشكله حصلت، هنبعت بس نقول له طب خد بالك انك انت كنت قلت كذا، بس انا على فكره عملت احتياط وحطيت 3 اضعاف اللي انت كنت عايزه او 4 اضعاف اللي انت كنت عايزه. لو انا ما عملتش الحساب ومشيت على اللي هو عايزه بالظبط اللي هو 100، هاجي عند ال 101 ولازم اعمل ري ادرس مره ثانيه للبتاع، او ممكن عند ال 128 126. عند ال 126 لان غالبا انا عملت له سبنتس سلاش 25 دي بتشيل لغايه 126. عند ال 127 يوزر هيبقى عندي مشكله ولازم احطهم على نتورك مختلفه، او اعيد صياغه كل الاي بي ادريسز اللي عندي في الانفايرمنت بتاعته. دي طبعا ماساه. تمام، فناخد بالنا في الحته دي يا جماعه ان احنا يعني الاي بي ادريسز لو مش مزنوقين فيها رح ايديك شويه وانت بتعمل الديزاين عشان ما تندمش بعد كده. طيب خدنا بقى الاي بي ادرس والكلام ده كله، تعالوا نتكلم شويه عن النتورك. يعني احنا التي سي بي اي بي من ضمن النتوركينج، بس خلينا نتكلم باستفاضه شويه على، طب انا عرفت الاي بي ادرس اللي بيتحط على فيرتشوال ماشين، طب لو انا عندي اكتر من حاجه عايزين نتكلم مع بعض هربطهم ببعض ازاي؟ يبقى انا والله اقول لك طب لو هما في مكان واحد
يبقى ممكن تستخدم سويتشنج. لو النتورك هتكبر لازم تعمل سيجمنتيشن، فساعتها لازم تحتاج حاجه اسمها راوتنج. فتعالوا نعرف يعني ايه سويتشنج وراوتنج اللي احنا بنتكلم عليهم. طبعا مش الغرض ان احاول اخلي اي حد فيكم يكون نتورك انجينير، ولكن يكون عندك القدر الكافي من الفهم يعني ايه سويتش، يعني ايه راوتر، لو قعدت في ميتنج في ناس تتكلم على الانفراستراكشر. تمام؟ طيب عشان نبدا نتكلم عن سويتشنج، في حاجه اسمها ال اي ان او لوكال اريا نتورك. يعني ايه لوكال اريا نتورك؟ والله انا عندي عاملين مول تجاري وعاوزين نركب كاميرات مراقبه في المول، والكاميرات دي وايرد، وطبعا في كاميرات وايرلس، لكن الكاميرات اللي موجوده دي هنركبها وايرد لسبب ما. خلينا نقول مول قديم شويه، او الكاميرات موجوده وعايزين نعملها ريوز. طيب الكاميرات هركبهم ازاي؟ يعني ازاي الكاميرا، انا دلوقتي انا عندي كاميرا موجوده في مكان، والكاميرا دي انا عايزها توصل ان في سيرفر بيسجل اللي الكاميرا بتشوفه، على اساس ان لو حصل اي سكيورتي انسيدنت او الكلام ده كله يبقى الفوتج موجود. فدول هيوصلوا ببعض ازاي؟ ازاي يعني دي موجوده مثلا نفترض في الطابق الثالث قدام المحل بتاع اكس موديل او براند، وده موجود في البيزمنت بتاعت المول جوه السكيورتي روم او جوه الفيرتشوال داتا سنتر بتاعنا او الداتا سنتر بتاعنا، او موجوده في الكلاود. يتربطوا ببعض ازاي؟ خلينا دلوقتي نقول ان هم في نفس البيلدنج، يعني موجودين في نفس البيلدنج. وممكن يكون ده كمان يعني هو ريزيدنشال بيلدنج، مبنى سكني، فاحنا حاطين كاميرات في الاليفيتورز، حاطين كاميرات في الممرات، في المدخل، على اساس ان لو حد دخل سرق حاجه، حد ضرب حد، حد اتخانق مع حد، الشرطه هتكونوا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل، مين اللي سرق، يعني افتح لنا الكاميرات خلينا نشوف ايه اللي حصل. فدول يوصلوا ازاي ببعض؟ لازم يوصلوا بحاجه اسمها لوكال ارينا، لازم يكون في شبكه محليه في المكان دوت، بحيث ان دوت ايفنشلي يكون بيقدر يتواصل ويبعت الفيديو للسيرفر او للستورج عشان يسجله. وفي نفس الوقت احنا محتاجين يكون في الكاميرات، في اللي هم بتوع المراقبه دول قاعدين، المفروض ان هم عندهم قدامهم شاشات، والمفروض على الشاشات ديت يشوفوا ايه اللي بيحصل، صح؟ ازاي الشاشات هتقدر تقرا الفيديو فوتج اللي موجود؟ ما هي دي مش هت... يعني مش الشاشه ما بتكونش مربوطه بالكاميرا، الشاشه بتكون متقسمه قدامنا لمثلا 24 25 30 100 زي ما يكون عدد الكاميرات اللي موجوده، ممكن تكون محطوطه على سمارت تي في ولا حاجه متعلقه على الحيط، بحيث ان السكيورتي قاعد شايف قدامه انه كل حاجه نورمال ولا في حاجه الارمينج يعني. فبرضه نفس الشيء لازم يوصلوا عن طريق اللام. فايه هي اللام؟ يعني إيه ازاي يوصلوا الكلام ده؟ قال لي والله اللام بتتكون من سويتش او مجموعه من سويتشات. طب ايه هو السويتش؟ الكاميرا اللي نتكلم عليها دي في ليها نتورك بورت، يعني ليها بلج بحط فيه كيبل طرفه في الكاميرا والطرف الثاني بيروح على السويتش. طبعا في سبيسيفيكيشن للكيبل زيت، مش اي كيبل، يعني مش هجيب سلك كهرباء اوصله في الاثنين، ولازم يكون ترمينيشن ليه جاك معين، ليه بلج معين، لازم يكون ترمينيشن في الناحيتين. الوايرنج بتاع البلج ده كمان والكونكتورز ليها، كل ده ليه ستاندرز، بس انا مش عاوزينكم تبقوا بتوع نتورك، مش ده الغرض يعني. ولكن طالما انا وصلت بالسويتش وعندي السيرفر اللي هياخد الفوتج واصل بالسويتش، وعندي الشاشات اللي موجوده واصله بالسويتش، طالما كل دول واصلين مع بعض خلاص الكوميونيكيشن اللي بينهم، طالما السويتش كونفيجرد صح، دول هيقدروا يتكلموا مع بعض بدون اي مشاكل. طب الكلام ده لو احنا بنتكلم على ان احنا في مول، طب لو انا في البيت، انا عندي الواي فاي راوتر اللي موجود عندنا في البيت، تمام؟ لو احنا كلنا في البيت بنشتغل واي فاي، يبقى كل اللي محتاجينه ان احنا هنعرف الكونفيجريشن هنا ايه، اسم الوايرلس لان اللي هي يعني لوكال اريا نتورك او وايرلس لوكال اريا نتورك. فالوايرلس لان وعايز اعرف الباسورد اللي انا حطيتها، انا اللي بعمل الكونفيجريشن ده او اللي جاي من شركه الاتصالات في الاخر بيقول لي الوايرلس لان والباسورد ادي ديتيلز، او بيكونوا موجودين ملزوقين على الراوتر من تحت. ايا كان لو عندي المعلومات دي بندخلها على التليفون، بندخلها على اللابتوب، بندخلها على اللاب، على الايباد اند سو اون، البرينتر، كل دول بيشبكوا على الوايرلس لان وبيقدروا يتكلموا مع بعض، ده واي فاي. طب انا الواي فاي بتاعي واصل بالانترنت ازاي؟ ان هو هيكون فيه بلاج تاني، سيبكم من السويتش ده دلوقتي، هيكون فيه بلاج تاني موصلني على الانترنت، يعني الراوتر دوت او الوايرلس راوتر دوت بيديني واي فاي، بيديني اللوكال اريا نتورك في ناحيه وبيوصل على الانترنت من ناحيه ثانيه. طيب الوايرلس دوت لو انا عندي بقى في البيت في وايرد، يعني في اجهزه بتوصل بكيبلز، قال لك ما فيش مشكله خالص، وصل الوايرلس راوتر على سويتش، وصل الاجهزه اللي عايزه تبقى وايرد على السويتش،
وخلاص، يبقى كده هو شغال واي فاي مع الاجهزه الواي فاي، شغال وايرد مع الاجهزه الوايرد. او لو السيرفر ده قريب، عاده بيكون في ظهر الراوتر بيكون في اكتر من بورت موجودين جنب بعض بتوع النتورك. فانت ممكن تروح شابك الكيبل هنا، ده معناه ان في مايكرو سويتش، سويتش صغير موجود في الراوتر، فممكن يو كان بلج عليه دايركت. لو البيت عندك يعني بناء جديد، بيكون غالبا في البلجز بتاعت النتورك والحاجات دي كلها، او فيلا بيكون في الوايرنج ده موجود في البيت، وبيكون غالبا في حته في الفيلا بيكون فيها اللي هو الراك اللي فيه السويتش والانترنت والكلام ده كله. فكل دي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا لوكال اريا نت. ممتاز جدا. طب لو انا في الداتا سنتر وعندي سيرفرز بقى، الابلكيشن مع الويب مع الداتا بيز بيتكلموا مع ابلكيشنز تانيين ازاي، وعندي حمايه جدار امان اللي هو الفاير وول كمان واصل والكلام ده كله، اوصلهم ازاي؟ قلنا والله لو الداتا سنتر حجمه صغير ممكن تستخدم سويتش وخلاص. طب هل ده واقع؟ لا، الواقع في الداتا سنترز ان هي ما بتكونش صغيره، بتكون كبيره. يعني ما حدش هيبني داتا سنتر عشان يحط فيها في الاخر ثلاثه سيرفر، ما حدش بيعمل الكلام ده. لكن ممكن يكون فيها 200 سيرفر، 300 سيرفر، 150 سيرفر متقسمين والكلام ده كله، فهيبقى حاجه كبيره. طب انا عندي مثلا الويب وعندي الاب وعندي الداتابيس، هل اوصلهم كلهم على سويتش وخلاص؟ قال لك لا، كده ريسك. لان السويتش عاده بيعمل ايه؟ هذا الكونفيجريشن اللي احنا عاملينه، انه كل الناس اللي واصلين في نفس السيجمنت بيتكلموا مع بعض بدون اي كنترول. ودي مشكله، ان لو الويب حصل له هاكينج معناها اللي هيكون على الويب تير او الويب فيرتشوال ماشين هيقدر يوصل للابلكيشن، وهيقدر من الابلكيشن يحاول يخش على الداتابيز، وكده بقى نهارنا ابيض. يعني بقت الداتا بتاعتي اكسبوزد، بقى الابلكيشن بتاعي والكود بتاعها اكسبوزد، والدنيا خربت خالص. فاحنا لازم نصعبها على الناس ان هي تعمل الكلام ده، ولكن الداتا سنتر لازم يكون فيه لوكال اريا نت. يعني هنصعبها على الناس ازاي؟ هنقول كمان شويه. ولازم نعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن، يعني ما تكونش عندك 500 سيرفر ومتقسمين بين ابلكيشنز كريتيكال وحاجات كلاسيفايد وحاجات فيري فيري هاي بتاع دوت يعني كونفيدنشاليتي، واحطهم كلهم على سيجمنت واحد. لازم اعمل سيجمنتيشن. ايه سبب في السيجمنتيشن؟ نبدا احط بين السيجمنت والسيجمنت، ابدا احط اجهزه حمايه زي الفاير وولز. يعني لو حد عمل هاكينج لفيرتشوال ماشين موجوده في السيجمنت بتاعت الويب، وحاول من هنا يعمل هاكينج على التاني، يبقى في حاجه توقف له في النص، يبقى في حاجه تقدر تعمل ديتكشن ان في اكتيفيتي مش مظبوطه او مش طبيعيه او مش ده النورمال، وبعدين تحاول توقفها او تحاول تمنعها او تعمل اليرتنج لحد. وفي نفس الوقت كمان تخيل ان انا لو انا عندي اتوبيس تمام حاطط فيه ال 70 او 100 راكب او 200 راكب، يعني كان عندنا في مصر بيبقى فيه 500 واحد في الاتوبيس مثلا. كده الناس لا هتعرف تتنفس ولا هي طايقه نفسها، والحراره والناس مخنوقه ومحدش عارف يتكلم، كله دوشه الكلام ده كله. مش يبقى افضل لو احنا قسمناهم، لو كان ده متاح، يعني ان بدل ما يجي في نفس الوقت اتوبيس واحد يجوا خمسه اتوبيسات، ونوزع ال 200 300 واحد دولت على خمس او ست اتوبيسات، ويبقى كل واحد قاعد والمكيف شغال وشبابيك مقفوله والدنيا نظام والكلام ده كله، الناس مش محتاجه تصرخ، محدش زعلان من التاني او متضايق من التاني او طهقان من نفسه او الكلام ده كله. نفس الكلام في النتوركس، لو حطيت اجهزه كتيره جدا جوه سيجمنت واحده، الداتا لما بتتبعت على الوايرز ممكن يحصل كونفليكت، يحصل كوليجن، اثنين يحاولوا يبعتوا في نفس الوقت ويحصل تشوه في الداتا. يعني مش لازم تعرفوا التفاصيل دلوقتي ازاي، ده يعني عمق كبير جدا في النتورك، بس بيحصل كوليجنز بنسميها. كوليجنز معناها ان الاثنين لازم يعملوا ري ترانسميت تاني، وواحد فيهم لازم يعمل باك اوف عن التاني، لان ممكن الكوليجن تتكرر وتتكرر وتتكرر. فكل ما زاد عدد الاجهزه اللي على نفس السيجمنت، كل ما زاد احتمال ان يبقى فيه كوليجنز. طب حد يقول لي طب وايه يعني؟ ما يحصل كوليجن، يعني ايه حد هيموت ولا في باكيت هتنزل دم جوه الواير؟ المشكله مش في كده، كوليجنز معناها ري ترانسميشن، يعني اعاده ارسال من الطرفين، الاثنين بيفهموا ان في كوليجن حصلت، فالاثنين يحاولوا يبعتوا تاني. طب لما يكونوا 10، طب لما يكونوا 50، طب لما يكونوا 1000، معناها ان هيحصل بطء في الكوميونيكيشن. عشان كده دايما ان هو ريكومندد ان احنا نقسم الداتا سنتر بتاعنا، سواء كان فيزيكال داتا سنتر اون بريمسز او كان في الكلاود، ان ما احطش كل حاجه. يعني حد ما عنده اي بي سي بتاع نتورك يقول لك طب خلاص انا هحط بقى
الويب مع الابلكيشن مع الداتا بيز ومع الابلكيشن بتاعت الاونلاين بانكينج ومع الابلكيشن عليها الاكونت بتاعت العملاء، كل دول حطهم في فلات نتورك، ولو واحده حصل لها هاك يبقى الباقيين كلهم في خطر، ما حدش بيعمل الكلام ده. يعني لا هي بيرفورمانس وايز ريكومندد ولا من ناحيه السكيورتي ريكومندد كمان. كويس. طب انا عايز اكبر بقى الداتا سنتر دوت واعمل السيجمنتيشن. بنعمل السيجمنتيشن ازاي؟ لازم نخش في حاجه اسمها راوتينج. تمام. قبل ما نروح للراوتينج، طب لو انا عندي جامعه، مبنى بتاع جامعه، او عندي معهد معين، او هيئه معينه، مستشفى فيها مجموعه مباني، يعني اي حاجه بيبقى فيها كامبس. كامبس يعني مجمع من المباني، مجموعه من المباني في نطاق جغرافي متقارب، ممكن يكون بين كل واحد والتاني نص كيلو كيلو، ده برضو اسمه كامبس لس، لكن ما يكونش بين مبنى ومبنى تاني على بعد 300 كيلو نقول عليه كامبس، ما ينفعش. طب انا لو عايز اعمل الكلام دوت اعمل ازاي لوكال اريا نتورك جوه كل مبنى، وازاي اربطهم في الداتا سنتر اللي موجود عندهم؟ قال لي ما فيش مشكله خالص، حط سويتش او مجموعه من السويتشات، خلاص جمع كل دورين ثلاثه على سويتش، وبعدين اربط السويتشات ببعضها، جمع كل اثنين ثلاثه على سويتش، وبعدين وصل الوايرلس اللي موجود في الكوريدورز واللي موجود في الاليفيتورز، وزع الواي فاي وحط لهم كابلات تجمعهم على سويتش او اثنين او ثلاثه حسب العدد اللي موجود. لو كل طابق في عدد كافي انك انت تحط له سويتش لوحده ماشي. طيب حلو، انا وصلت دول بقى هنا، يوصلوا ببقيه النتورك ازاي ويوصلوا بالداتا سنتر ازاي؟ قال لك بسيطه جدا، بنستخدم كابلات اسمها الياف ضوئيه، فايبر اوبتيك كيبلز. فايبر اوبتيك معروف ان هي بتستحمل سرعات كبيره جدا، قد تصل السرعه هنا الى 100 جيجا بتس بير سكند او مضاعفات الجيجا بت، ال 100 جيجا بتس بير سكند. بيوصلوا على حاجه اسمها باك بون سويتش، العمود الفقري او السويتش الكور او الديستريبيوشن بتاع المباني كلها، وعن طريق السويتش ده ممكن حد يكون قاعد هنا بيبعت حاجه لحد تاني، وبعدين الداتا سنتر يوصل على الباك بون سويتش. تمام. طبعا السويتشات دي بتبقى يعني في منهم سويتشات بيبقى عباره عن يعني نص بني ادم، يعني ممكن السويتش يوصل لغايه وسط الواحد مثلا يعني، وفي موديولز يعني السويتشات دي في ممكن يبقى منها صغير جدا اللي هو زي اللي في ظهر الواي فاي راوتر، وممكن يكون حاجه فيها اثنين ثلاثه باور سبلاي وكروت كتيره جدا وسي بي يو كارد ومش عارف ايه، يعني ممكن تبقى حاجه بيوصل سعرهم احيانا ممكن لغايه مليون دولار، نص مليون دولار لو هو فيه الكروت كلها، فدي حاجات مكلفه يعني في النت. بوصل السيرفرز بتاعتي وخلاص، يبقى دي الكامبس لان، بس هي نفس الفكره انه اجهزه واصله على سويتش بتتكلم مع بعض، دي اللوكال اريا نتورك او الكامبس اللي هي بتبقى موجوده جوه الجامعات والكلام ده. اعمل الكلام ده بقى ازاي؟ احنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل سيجمنتيشن للداتا سنتر بتاعنا، فهنرجع نرسم الداتا سنتر بتاعنا. كان الموضوع بسيط جدا، انا عندي في مجموعه من السيرفرز، خلينا نقول دوت مثلا الويب سيرفر 1 وده الويب سيرفر 2، وبعدين عندي الاب 1 والاب 2، وعندنا الداتابيز مثلا خلينا نقول ان هو الدي بي 1 او دي بي البرايمري، وخلينا نقول عندنا الدي بي اللي هو الستاند باي، على فرض ان ده برايمري ستاند باي مش الاثنين اكتف يعني. طب انا عندي الكلام دوت، ايه الريكوايرمنت عمي بتاعتك؟ قال لي اول حاجه اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي هنا الحته بتاعه السكيورتي، ما ينفعش تحط لي دول كلهم في فلات نتورك. طيب ايه الريكوايرمنت الثانيه؟ انا بقى سوليوشن اركتكت قاعد مع عميل، والعميل عمال يقول لي الكلام ده، انا لسه يعني هفصل له السوليوشن بتاعه بس لازم افهم. تاني حاجه انه المفروض ان الناس دي كلها كان كوميونيكيت. تمام. ازاي بقى كان كوميونيكيت؟ هيقول لي بسيطه جدا، انا عايز الويب يتكلم مع الاب، وعايز الاب تتكلم مع الداتابيز. طبعا السهم رايح جاي معناها باي دايركشنال كوميونيكيشن، يعني لو الويب بعت كويري او بعت ريكوست للاب، الاب يقدر يعمل كويري للداتابيز يجي له ريسبونس، وبعدين الابلكيشن تجمع الحل ايه او الرد بتاع الريكوست ايه وتروح بعته له، يبقى ده كده. لكن ما ينفعش يكون في كريس كروس، يعني ما ينفعش الويب يروح يكلم الداتابيز على طول، او ان الداتابيز تكلم الاب الويب على طول، ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون في احترام للحته بتاعه الفانكشن بتاعت كل واحد والريكوست بيمشي ازاي. طيب ايه الريكوايرمنت الثالثه لو في؟ قال لي لا لغايه دلوقتي لو انت عملت لي الكلام ده مفيش مشكله. ثالث حاجه هقول لك ان هم دول هيكونوا في السيم داتا سنتر، يعني دول مش في مباني مختلفه والكلام ده كله، في سيم داتا سنتر. ده قد يكون
فيزيكال داتا سنتر بتاع الكاستمر، او قد يكون ان هو في الكلاود. بس هو قال لي كده الكلام ده، وممكن يقول لي بقى كمان، يزود لي كمان يقول لي مثلا ان الابلكيشن ما تشوفش الانترنت، ممكن يطلب مني الكلام ده، ماشي ما فيش مشكله خالص. وبعدين يقول لي الداتابيز ما تشوفش الانترنت، تمام خلاص انا عرفت الريكويرمنتس دلوقتي. ايه المطلوب بقى باللي انا قريته كده؟ هيقول لي طب تمام، سكيورتي كانت مطلوبه، هل ينفع ان احط؟ اقول له طب خلاص الحل بتاعك يا عمي بسيط جدا، انا هجيب لك سويتش ثلاثه تعريفه، الناس اللي ما عاشتش في مصر مش عارفين ايه تعريفه، تمام، ب 3 سنت، ب 3 يورو، ب 3 اي حاجه، سويتش رخيص يعني، وهوصل لك كل الكلام دوت على هنا، وهعطهم لك كلهم جوه نفس السيجمنت وزي الفل، واشتغل وربنا يبارك لك ان شاء الله. ايه رايكم؟ هل انا حققت الريكوايرمنت؟ سيم داتا سنتر، اه، كان كوميونيكيت، مفيش مشكله. الويب يكلم الاب، اه هيكلموا بعض. الاب يكلم الداتابيز، اه تمام. هل الويب هتقدر تتكلم مع الداتابيز بالسيت اب اللي انا عامله دوت؟ هل انا حققت السكيورتي؟ يبقى هل السوليوشن بتاعي دوت ميتنج الكاستمر ريكوايرمنت؟ انت لو عندك 20 ريكوايرمنت واحده منهم السوليوشن بتاعك ما بينفذهاش، معناها السوليوشن بتاعك دوت مش مظبوط. يعني انت ما تمشيهاش، تقول طب يا عم مشيها بقى، ما انت يعني 19 من 20، ده انت جايب امتياز، يعني انت يعني عايز ايه تاني؟ انت جايب ايه بلس، مش محتاج حاجه زياده. لا مفيش الكلام دوت، يعني ما ينفعش تكون مهندس معماري يقول لك العماره هيكون فيها اسانسير، اوكي، هيكون فيها سلالم، اوكي، هيكون فيها شبابيك، اوكي، هيكون فيها ابواب، اوكي، عدد الشقق مثلا 40 في العماره وعايزين بلكونات، تيجي في الاخر تقول له والله بص هي انا نسيت البلكونات، معلش مشيها لي بقى. هيعمل ايه معاك الكلاينت يعني لما تقول له الكلام ده؟ ما اعتقدش هيبقى الرد حاجه كويسه. تمام، طب هنعمل السيجمنتيشن ازاي؟ قال لك والله السيجمنتيشن بين اتنين لازم يكون، دي الشروط بتاعت السيجمنتيشن، لازم يكونوا الاثنين في نتوركس مختلفين او في سب نتوركس مختلفين. معلش لان دي شكلها غريب شويه. يعني عشان اعمل الويب والاب يكونوا اقدر اتحكم يكلموا مع بعض او لا، واعمل سيجمنتيشن، لو انا هحط الويب في نتورك 1 ممكن احط ويب 1 وممكن احط ويب 2 في نتورك 1، مفيش مشكله. لكن لما تيجي تتكلم على اب 1 واب 2 ما ينفعش يكونوا في نتورك 1 او سب نتورك 1، ما ينفعش. انك انت لو حطيت جهازين واصلين، يعني مثلا دوت كان 10.1.1.1 مثلا، وخلينا نقول ان السبنت ماسك سلاش 24 عشان نبقى فاهمين السبنت ماسك عامل ازاي هنا، ودوت حطيت عليه اي بي ادرس 10.1.1.2، والسبنت المين اللي هما الاثنين عليها هي 10.1.1.0 سلاش 24. هل دول في نفس النتورك ولا في نتوركس مختلفه؟ وليه؟ مشتركين، انا هم في نفس النتورك بس انا حطيت في ده هنا 1 وحطيت في ده 2، مفيش مشكله خالص. انا السبنت ماسك دوت بيقول ان انا عندي هنا من 1 لغايه 254 هي نفس النتورك، صح ولا لا؟ دول هوستس في نفس النتورك، هو ده الدليل. دي اهميه بقى، احنا ليه قعدنا نعمل في الاي بي ادرس والسبنت ماسك؟ عشان لما تيجي في حاجه زي كده وحد يوري لك الموضوع دوت يقول لك انا مش قادر اعمل سكيورتي بينهم، قول له طب الموضوع واضح، انت حضرتك حطيت الاثنين على نفس النتورك وكده هم هيقدروا يتكلموا مع بعض بدون اي مشاكل. يبقى انت لازم تحط على ده فاير وول، حط على ده فاير وول لو انت عاوز تمنع واحد فيهم يكلم الثاني. يعني انت عقدت الدنيا على نفسك ان بقى كل واحد فيهم لازم يكون عليه فاير وول. طب اقول لك لا، الحل ده مش عاجبني انا، ما ينفعش. طيب انت عايز تحط ان دول اللي هم ويب 1 ويب 2، ماشي ما فيش مشكله خالص. طب اب 1 واب 2، اب 1 واب 2 قال لك ان هم موجودين، هنحطهم على نتورك ثاني 10.1.2.0 سلاش 24. هل دي نفس النتورك اللي تحت ولا مختلفه؟ اللي يحدد ان هم على نفس النتورك ولا لا، اول حاجه ابص على سبنت ماسك، اول حاجه. ليه؟ لان انا عايز اعرف فين نطاق النتورك، ده نطاق النتورك وهنا ده نطاق النتورك. لو كانوا شبه بعض يبقى نفس النتورك، لو كانوا مختلفين ان شاء الله حتى في 1 بت معناها ان هم مش في نفس النتورك. ده 10.1.1 بينما ده 10.1.2. ليه خدت الكلام ده كله؟ لان هنا ده سلاش 24، معناها الثمانيه دول كلهم معايا، والثمانيه بيتس هنا كلهم معايا، والثمانيه بيتس دول كلهم معايا. اي اختلاف حتى لو في 1 سنجل بت معناها بقى نتورك مختلف. ليه؟ لان اي اختلاف في البيتس معناها في ارقام هتختلف في الديسيمال، وطالما ارقام اختلفت في الديسيمال محدش يقدر يجادلني ويقول لي ان على فكره
10.1.1.0 هي نفسها 10.1.2.0 لو انت هتاخد الماسك يكون سلاش 24 في الاثنين. ما حدش يقدر يجيبني يقول لي الكلام ده، اقول له طب لحظه واحده، ادي النطاق بتاع النتورك وادي النطاق بتاع النتورك، اقنعني ان دول متطابقين. ما هو نفس النتورك معناها ايه؟ متطابقين. هل دول متطابقين؟ لكن انا الاكزامبل بتاعي انا اول، عشان كده احنا بنقول يا جماعه لما حد يقول لي رينج اتفضل قسمه لي، هقول له لحظه الموضوع يعني ما ينفعش تقول لي خد بوكس وقسم لي اللي جواه 28، ما لازم اشوف ايه اللي جواه البوكس الاول. لازم اعرف السبنت ماسك عامله ازاي عشان احدد انا هقسم واقول له انت عايز كام هوست والكلام ده كله. طب لما نعمل الكلام دوت معناها ان انا عندي بالنسبه لي اب 1 واب 2 بقوا على نتورك مختلفه تماما. اقول لك طب جميل قوي، انت خليت لي بقى كده فراغ بينهم، هيكلموا مع بعض ازاي؟ هيكلموا مع بعض من ناحيه الديفايسز دلوقتي، يعني ده موجود على سويتش وده موجود على سويتش، اربط السويتشين عشان يتكلموا مع بعض ازاي؟ يبقى انت عشان كده بتقول لو انا بربط اثنين نتوركس مختلفين، الجهاز اللي يربط اثنين مش لازم يكونوا نتوركس، ممكن يكونوا سب نتوركس. لو عندي بلوك كبير قسمته ل 24 بلوك وعايز الاجهزه اللي في ال 24 بلوك دول يتكلموا مع بعض ازاي؟ حط راوتر بينهم. ده هو الحل. تمام؟ يبقى الحل اللي انا كنت افترضته هنا ده ما ينفذش الكلام. طب تعال نشوف الحل الثاني اللي انا عملته فوق. هل ان هم في نفس الداتا سنتر؟ اه، ايه المشكله؟ الراوتر عباره عن ديفايس ثانيه هاجي اركبها وخلاص في نفس يعني تحط في واحد من الكابينتس او الراكس اللي موجوده. هل لو انا عملت له سيت اب للسيت اب دوت هل ممكن يحصل ان هم يتكلموا مع بعض؟ اه طبعا. انت ظبط الكونفيجريشن بتاع الراوتر، عرفه النتورك دي وعرفه النتورك دي وخلاص، هو كده هيبقى عارف لو جات له رساله من هنا رايحه ل 10.1.1.2 هيعرف 10.1.1.2 ده فين وهيبعتها له والعكس. طيب انا حطيت الراوتر، لو انا عملت له كونفيجريشن صح هل ممكن الويب والاب يتكلموا مع بعض؟ اه طبعا. طب من ناحيه السكيورتي قال لك بس انت كده زي الفل، طالما انا الجيت واي بتاعك انا مخرجك انا البوابه بتاعتك للعالم الخارجي، يبقى غصب عنك لو انت محتاج تكلم حد بره النتورك بتاعتك لازم تبعتهولي وانا هشوف حسب الكونفيجريشن بتاعي ان انت ده مسموح لك ولا مش مسموح لك. يبقى انا دخلت ان دلوقتي بديت ممكن احط فلترنج على الراوتر بيسموها اي سي ال اكسس كنترول ليست. ممكن اقول ان 10.1.2.0 ده مثلا 10.1.2.1 يتكلم مع 1 و2 بس ما يتكلمش مع حد تاني، او ممكن يقول .1.2.1 يتكلم مع .1.1 بس. ابدا بقى ايه، انا حسب البوليسي بتاعت السكيورتي بتاعتي اقدر اقول مين يكلم مين ومين ما يكلمش مين. يبقى انا كده بقى عندي طريقه في الحل الثاني ان انا اقدر اتحكم في السكيورتي كمان. دي احنا كده عملنا ايه يا جماعه؟ احنا عملنا سيجمنتيشن للداتا سنتر بتاعنا. لو انا عايز ارسم النتورك اللي انا كنت عايزها ديت بشكل سيجمنتد هنعمل ايه؟ اقول لك مفيش مشكله خالص، انت كان عندك الويب ويب 1 وويب 2. انا عندي ويب 1 وويب 2 تمام؟ ماشي. حطيتهم على نتورك اللي هي ايه؟ 10.1.1.0 سلاش 24. وبنبدا بقى بدل ما نقعد نكرر 10.1.1 دي، بدي هنا نكتب جنبها نقول ان دوت دوت 1 وان دوت دوت 2. يعني في رسومات النتوركس او في الكلاود او الكلام ده كله انا ممكن اعمل الكلام ده كده. اقول ان دوت ويب 1 ده ويب 2 واقول ان ده دوت 2 دوت دوت 1 واعرف هنا السيجمنت بتاعته وخلاص. طيب عشان ده عشان ده السيجمنت دي معناها ايه؟ دي معناها ان في سويتش او فيرتشوال سويتش هم واصلين عليه. يبقى كده ايه؟ دول كده في لوكال اريا نتورك بينهم. تمام؟ احنا بنحاول ايه؟ نربط اللي فات في الرسمه دي. طيب وبعد كده عندي في اب 1 وعندي اب 2. طبعا اب 1 واب 2 عباره عن ليه بنسميهم ويب 1 وويب 2؟ يعني نفس اللي موجود على الاولاني موجود على الثاني. طب انت ليه عامل اثنين؟ عشان لو واحد حصل فيه فيلير الثاني يبقى موجود. ده بنسميها هاي افيلابيلتي. انا عندي اب 1 واب 2، قال لك ماشي من عليا ما فيش مشكله. ايه المشكله في الكلام ده؟ في اي يعني اي قصه هنا؟ لا، انا عندي نتورك ثانيه مختلفه، انا قررت انا الديزاينر قررت انها تبقى 10.1.2.0 سلاش 24. وهنا الراجل طيب دوت دوت 1 والراجل دوت دوت 2. طب في حاجه تمنعني ان اسمي دوت 1 ودوت 2 هنا واكررهم تاني؟ مفيش حاجه تمنعك طالما النتورك مختلف.
طب لو انا كان عندي هنا، كان ممكن احط دوت 1 على ويب 2 في نفس النتورك ولا لا؟ ما ينفعش. لو انا عملت الكلام ده هيطلع لي ايرورز في الاوبريتنج سيستم بتاعي، يقول لي ان في كونفليكتنج اي بي ادرس في النتورك. فما ينفعش انك تكرر في نفس النتورك الهوست. لكن ينفع ان انا اكرر لو في نتورك ثاني، ودي نتورك ثانيه يبقى ينفع ان انا اكرر. هيتكلموا مع بعض ازاي؟ قال لي والله انت هتحط حاجه في النص. الحاجه دي احنا اتفقنا عليها مبدئيا دلوقتي ان هي تكون راوتر. ممكن يكون راوتر مع فاير وول سوفت وير موجود فيه. ممكن يكون راوتر مع انتي اكس، انتي مالوير، انتي فايروس، انتي في حاجات كتير. ممكن يبقى فاير وول فيه راوتنج فيتشر مع الكلام ده. المهم الحد الادنى ان يكون فيه راوتر هنا. طب الراوتر ده عشان يبقى موجود مش هو كده اتربط بالنتورك؟ وعشان يتواصل مع الناس الطيبين دول المفروض احط له ايه؟ احط له عنوان. يعني هعمل الكونفيجريشن بس لازم احط له عنوان، لازم يكون ليه ادرس عند الراوتر. هنقول خلاص هناخدها، هيبقى ده اخر واحد فيها في النتورك اللي هو 254 مثلا يعني. تمام، يبقى كده الراوتر ليه ادرس، ويب 1 ليه ادرس، كلهم ليه ادرس. يقدروا يتكلموا مع بعض؟ اه طبعا، كلهم عليهم نفس البروتوكول اللي هو تي سي بي اي بي، كلهم ليهم ادرسز، كلهم متعرف عليهم نفس النتورك، يتكلموا مع بعض بدون اي عوائق. طيب الراوتر ده نفسه بقى ليه رجل هنا وبقى ليه رجل هناك. اقول له طب ما احنا ما عندناش تفرقه، احنا عندنا ايكواليتي. تعمل ايه؟ قال لك هسميه الناحيه الثانيه 254. تمام؟ فانا ممكن يكون انا اصلا في الديزاين بتاعي ان دايما الراوتر في اي سيجمنت بياخد دوت 254. يبقى انا دايما لما اجي اعمل ترابل شوتنج ابقى انا عملت تيست على 254، انا عارف ان ده الراوتر. لو الراوتر ما بيردش عليا يبقى اروح اشيك على الراوتر اشوف ايه المشكله. طيب كده احنا عملنا الكوميونيكيشن وعملنا سيم داتا سنتر وعملنا السكيورتي بين التو سيجمنتس دول. هل الريكويرمنتس بتاعتي خلصت ولا لسه فيها شغل تاني؟ يبقى عندنا دي بي 1 او البرايمري ودي بي ستاند باي. تمام؟ طيب دي بي 1 ودي بي ستاند باي ينفع يكونوا على نفس النتورك ولا كده هبقى انا ما بحققش اللي هم مطلوب مني؟ لو انت حطيت الابلكيشن والداتابيز في نفس السيجمنت معناها لو حد سام هاو هاكت الابلكيشن، الداتابيز دي فيها حياتك كلها، يعني ده الداتا اللي موجود دي ممكن تكون حسابات العملاء، عناوينهم، ممكن تكون الترانزاكشنز بتاعتهم، ممكن تكون كريدت كارد نمبرز، يعني ممكن تكون حاجات كتير. ما ينفع اهم حاجه في النتورك، مش عايز اقول ان الباقيين مش مهمين، بس اهم حاجه هتكون الداتابيز دي بياناتك كلها. ممكن يكون العملاء، بيانات العملاء، الديلز اللي عملتها، الفلوس اللي ليك واللي عليك والكلام ده كله. فما تحطش ابدا الابلكيشن مع الداتابيز في بروبر ديزاين او في بروبر انفراستراكشر انت بتعمله. يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى لازم يكون على نتورك منفصله. طيب ما انا الاركيتكت خلاص هعملها 10.1.3، ممكن اخدها .30.40 زي ما انا عاوز .0/24. هل ينفع اكرر .1 و.2؟ ينفع، ما عنديش اي مشكله. طب اوصل الاثنين دول مع بعض ازاي؟ هنا الراوتر، هل لازم احط راوتر جديد ولا كان ممكن اخد لج من الراوتر ده وتبقى واصله هنا؟ ممكن هنا للسهوله هنخليه نقول ان هو مثلا R2، بس هما R1 و R2 ممكن يكون نفس الراوتر. طيب ايه اللي محتاج احطه على الراوتر عشان يبقى يعني يقدر يعمل كوميونيكيشن مع الايز ومع الدي بيز؟ هل ممكن احط عليه 254 هنا ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ال 254 اوريدي اتاخدت. يعني اعتبروا دي يا جماعه كان احنا في مطعم في ارقام موجوده على الترابيزات اللي في المطعم. هل انت عمرك دخلت مطعم لقيت ان في طاوله يعني في تيبل نمبر 1 واللي جنبها كمان تيبل نمبر 1؟ مش هينفع يتكرر. في نفس الكلام، هل عمركم رحتوا على بيلدينج ريزيدنشال بيلدينج طلعت في ال 10th فلور لقيت ان في ابارتمنت 1001 واللي جنبها 1001 واللي بعدها 1001؟ ما ينفعش. لازم يكون كل حاجه يونيكلي ادريسبل. دي نود على النتورك، ده هوست على النتورك. ما ينفعش في نفس النتورك تحط نفس الاي بي ادرس في اكثر من ديفايس. يبقى هنا عندك اختيار انك انت تاخد مثلا 1.1.12، تاخد .253، اي حاجه من اللي افيلبل اي بي ادرسز. ليه؟ لان هم على نفس النتورك. طب الناحيه الثانيه هنا هل ينفع ادي له 254؟ هي في نتورك مختلفه ومحدش يستخدمها. فانا كده effectively عملت ايه؟ عملت ان انا عملت الكوميونيكيشن ده كان all communicate مع بعض لو السكيورتي بتسمح، بس من الراوتنج perspective لو ما فيش اي حاجه بتمنع الويب يكلم الداتابيز. لكن انا بما اني حطيت
فاير وولز وحطيت انتي اكس والكلام ده كله، انتي فايروس وانتي سباي وير ومالوير والكلام ده كله، اي كان ديكتيت ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح عن طريق الرولز بتاعه السكيورتي ديفايسز او الاكسس كنترول ليستس اللي موجوده. يبقى كان اي جارنتي بالكونفيجريشن الصح ان الويب يكلم الاب والاب يكلم الداتابيز، بس الويب ما يقدرش يكلم الداتابيز؟ اه طبعا، اعمل البروبر كونفيجريشن هنا، بروبر كونفيجريشن هنا وخلاص. هل اقدر اخلي الويب والاب يكلموا مع بعض؟ ديفينتلي. ظبط الرولز، الراوتر اوريدي متظبط خلاص. هل ينفع اني اخلي الاب تكلم الداتابيز؟ برضو يقدر، تقدر، لان ظبط الراوتر وظبط الفايل. يبقى انا كده نزلت كده ان انا وصلت النتورك بتاعتي ان هي بقت بالكونفيجريشن صح، حققت اللي مطلوب. وعملت ايه؟ عملت نتورك سيجمنتيشن. يبقى انا كده عملت راوتينج وكان اوريدي عندي السويتشنج موجود في الحاله دي. دول ممكن يكونوا سيبريت سويتشز او ممكن يكون سويتش واحد اعمل له فيرتشواليزيشن. راوترز والسويتشز بنقدر نعمل عليهم فيرتشواليزيشن زي ما بنعمل على الفيرتشوال ماشينز على السيرفر. تمام؟ طيب تعالوا بقى نفردها شويه. انت كده قلت لي سيم داتا سنتر، فانت كنت مسهلها وضحكت علينا. لو عشان سيم داتا سنتر ليه؟ هم في نفس الحته، الراوتر بيقدر يوصل بالاجهزه دي ويقدر يوصل بالسويتش دوت، وشويه يعني كابلات مرميه يمين وشمال توصل كل حاجه ببعضها. طب لو كان في واحد موجود في بريتش كولومبيا والتاني موجود في دبي، انا بقى عندي دلوقتي مش لوكال اريا نتورك، مش كامبس، مش داتا سنتر، لا ده انا عندي داتا سنتر موجود في بريتش كولومبيا في كندا مثلا، وعندي في برانش موجود في دبي. ايه المطلوب؟ احنا قاعدين بنسمع ريكوايرمنت صح ولا لا؟ اوكي، مفيش مشكله خالص، ان شاء الله يكون في استراليا. لو كان في الاسكا ايه المطلوب؟ قال لي والله بص، انا هنا احنا خلاص، احنا جبنا يعني كان معانا اركيتكت وظبط كل الامور هنا، وعندنا السيجمنتس اللي موجوده، الويب والاب والداتابيز، وحط الراوترز وعمل كل الكلام الجميل دوت، وتاكدنا ان كل حاجه شغاله تيستد وكل حاجه زي الفل، ويب والاب والداتابيز خلاص ظبط الكلام ده كله. وعلى فكره الويب بتاعنا عن طريق شويه سكيورتي ديفايسز موجوده كمان عنده راوتر واصل على الانترنت. اقول له حلو جدا، يعني ربنا يوفقكم انتوا كده، والله عملتوا كلام كبير كبير جدا. هيقول لي اللي مطلوب هنا ان احنا عاوزين نوصل دبي مع كندا ولكن مش عن طريق الانترنت. اقول له ما هتوصلهم ازاي؟ قال لي لا، احنا الكوميونيكيشن ده فيري كريتيكال، الانترنت ممكن تبقى احيانا احسن كوميونيكيشن ميديوم، واحيانا بتكون اسوأ شيء ممكن تعدي عليه عشان الترافيك بتاعك يوصل من مكان لمكان. ممتاز. طيب فاحنا كده محتاجين ديديكيتد كونكشن. قال اوكي ماشي، ايه النتورك اللي موجوده هنا؟ قال لي والله احنا عندنا نتوركس كتيره او هو سب نتوركس، بس كلهم جوه الرينج 10.1.0.0/16، ده الرينج اللي احنا شغالين بيه. اوكي تمام. والبرانش اللي في دبي؟ قال لي لا، احنا هنا مش مستخدمين رينج مختلف تماما، 172.16.0.0 سلاش 16. ابص انا كده بعين الخبير اقول ده غير ده خالص، فما عنديش اي كونفليكت بينه الحمد لله. دي حاجه، دي بدايه مريحه. طيب النتورك اللي موجوده عندي هنا بيقول لي برضه انا عندي سيجمنتس وفيها راوترز ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس اللي مطلوب منك انك انت محتاج تربط السيجمنت اللي بره هنا. احنا هنا عندنا راوتر اهو، وهنا كمان هنحط لك راوتر مخصوص. لما انا بعمله كده يا جماعه هو جوه نفس المبنى، انا بس برسمه كده عشان يبقى شكله ان هو الانترفيس اللي بره، وعايزينك تربط ده مع ده عن طريق ديديكيتد كونكشن. ديديكيتد كونكشن هتكون موجوده بين، يعني كونكشن دي ممكن تكون ساتلايت، ممكن تكون ام بي ال اس، ممكن يعني في سيرفيس بروفايدرز عندهم طرق كتيره. خلاص تمام، كلمنا سيرفيس بروفايدرز، ظبطنا من ناحيتين وبقت الكونكشن دي موجوده. هل في مشكلة ان انا اقدر اوصل الاثنين مع بعض ولا ما فيش مشكلة؟ انا دلوقتي انا عندي 10.1.0 وعندي 172.16.0.0 تمام؟ ايه اللي مطلوب هنا؟ وايه اللي مطلوب هنا؟ وهل في حاجة مطلوبة هنا ولا لا؟ ده سؤالي ليكم. يعني حاولوا تطبقوا اللي احنا اتعلمناه، موضوع السيجمنتيشن وموضوع النتورك واللان والكلام ده كله، حاولوا تطبقوه. دي على فكرة بنسميها مش لان، بنسميها كده بقت وايد اريا نتورك.
توصيله اللي من هنا لهنا بنسميها وان، وان كونكشن، وان كونكتيفيتي. لكن هنا لوكال اريا نتورك، واللي هنا لوكال اريا. ليه؟ عشان دي عباره عن سويتشات وحاجات متظبطه متركبه متربطه مع بعض، وهما في مكان قريبين من بعض. لكن طالما الاريا بعدت كبرت بنسميها وايد اريا مش لوكال اريا. فحد يقول لي ايه اللي احنا، هل احنا محتاجين اي حاجه على الراوتر في الرجل اللي واصله على النتورك هنا؟ احتاج ان احط عليه اي بي ادرس. ما هو احنا قلنا اللغه بتاعت الناس دي كلها، احنا دلوقتي كلنا بنتكلم مع بعض في السيشن دي لغه عربيه. لو حطينا واحد تشاينيز او واحد فرنش وما بيتكلمش عربي، هيكون لا احنا عارفين نتفاهم معاه ولا هو عارف يتفاهم معاه. هو ما بيتكلمش اي لغه غير لغته، واحنا ما بنتكلمش فرنش مثلا يعني، ولا خلينا نقول تشاينيز عشان ممكن يكون في حد بيتكلم فرنش. تمام؟ فاحنا مش عارفين نتفاهم مع بعض. الحل ايه؟ ان احنا لازم كلنا نتكلم لغه مشتركه. اللغه المشتركه هي القاسم المشترك بين كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي، هو التي سي بي اي بي. من تي سي بي اي بي بيقول ان اي نود بتتعامل مع نتوركس مختلفه لازم يكون عندها اي بي ادرس على كل واحده من النتوركس دول، زي ما شفنا في الراوتر في السيجمنت اللي فاتت كان عنده اي بي ادرس هنا، ولما وصل على نتورك ثانيه كان عنده اي بي ادرس هنا. نطبق نفس الكلام هنا. يبقى هنا لازم يكون عندي اي بي ادرس من النتورك ده. خلينا نفترض ان هو هيكون 172 مثلا دوت 16 دوت 1 دوت 254 على فرض ان السيجمنت ديت هي 172 او النتورك ديت دوت 16 دوت 1 دوت 0 مثلا سلاش 24. انا فرضت يعني، ممكن تكون كده، ممكن تكون 25، ممكن تكون 23، ممكن تكون 20، مش مشكله. ده وهفترض اللي هنا ديت هتكون هي ال 10.1.1.0/24 اللي احنا استخدمناها من شويه بتاعه الداتا سنتر. يعني ده هو السيت اب اللي احنا عملناه من شويه. كويس جدا، ماشي. طيب يبقى هنا الاخ الجميل دوت، احنا كنا هنا كنا خدنا في الراوتر ده 254 وانا هدي له اي بي ادرس ثاني، نقول مثلا 10.1.1.120 مثلا. تمام؟ يبقى كده مفيش كونفليكت، اللي هنا مختلف عن اللي هنا، انا اوريدي السيت اب ده معمول. يبقى احنا كده ظبطنا ان الراوتر ده بيعرف يتكلم مع كل الداتا سنتر دوت لو الفاير وولز بيسمحوا، والراوتر ده بيقدر يتعامل مع كل البرانش نتورك دي لو كل السيت اب اللي موجود بيسمح بالكلام. خلاص تمام. طيب بين راوتر 1 وراوتر 2، هل تتوقعوا ان هم محتاجين يتكلموا مع بعض باللغه دي ولا مش محتاجين؟ ما فيش راوتر يا جماعه بيكون يعني عنده، يعني ما فيش راوتر هيكون عنده تو انترفيسز مختلفين، وده هيكون في نتورك 1 والتاني هيكون في نتورك 1 كمان. ما ينفعش فاندمنتالز، ما ينفعش يكون الاثنين التو ليجز بتوع الراوتر على نفس النتورك. طب الحل ايه؟ الحل ان يكون الراوتر زي ما احنا طبقنا في الداتا سنتر، لو هنا نتورك، هنا نت 1 دي هتكون نت 2، او سب نتورك، سب نتورك 1 سب نتورك 2، ما ينفعش يكون نفس النتورك. خلاص هنطبق نفس الكلام هنا. فانا هنا ما كنتش يعني، انا دول 172.16 دول 10.1 قالوا لي بص حط اي اي بي ادرس انت شايفه مناسب. هقول لهم طب خلاص والله كتر الف خيركم، انا هحط 192.168. خدوا بالكم ان كل الرينجز اللي انا بستخدمهم دول كلهم برايفت، يعني ان هم بيقدر تستخدمهم زي ما انت عاوز. تمام؟ فانا هقول مثلا دوت 1 192.168.1.1 والسبنت ماسك مش عارفين لسه نحطه ايه. الناحية التانية لازم يكون في نفس النتورك ولا في نتورك مختلف؟ لو ما فيش راوترز بينهم انا كده ده ديديكيتد كونكشن، يعني ما فيش اي حد في النص. طالما ما فيش اي حد في النص وعايزهم يتكلموا مع بعض لازم يكونوا في نفس النتورك، لازم مش اوبشن. فانا ده هنقول له انك انت يا عم الحاج انت هتكون 192.168. طيب انا كده حددت ان النتورك اللي في النص احنا داخلين في السبنت ده دوت 1 دوت 0 سلاش. حد يقول لي يقترح عليا ايه هي السبنت المناسبه هنا؟ لو حطيناها 24 هيكون عندي كام هوست؟ طب لو انا عايز ليه تديني 254؟
انت عامل بالظبط زي ما انا بقول لك، ان انا عايز اروح من البيت بتاعي للبيت اللي جنبنا، وانا شايل بس يعني حله محشي صغيره عايز اوصلها، بس هي سخنه فانا عايز احطها على حاجه وامشيها. فانت رحت جايب لي اتوبيس وقلت لي يلا هنقلك من البيت اللي جنبك كده. يعني لو الكونكشن المستخدمه هنا دي بوينت تو بوينت ما ينفعش هتخش منك. لا، لو برانش جديد في السعوديه هيكون هيبقى ليه كونكشن منفصله تماما، هتوصل على اللي في كندا، مش هيستخدم نفس الكونكشن. وما ينفعش تحط نفس النتورك، هتستعمله نتورك مختلف. يعني ده السعوديه. دي السعوديه اهي عايزه توصل مع كندا. طيب انت عندك ار 3 اهو. انت دلوقتي عندك راوتر 1 وراوتر 3، هل ينفع دول مع بعض يكونوا في نفس النتورك دي اه ولا لا؟ طب انا هعيد القاعده اللي انا كتبت عليها تاني. تمام، راوتر انترفيسز مختلفه مستحيل يكونوا في نفس النتورك، مستحيل. ومستحيل يكونوا، يعني انت عندك اربع رجلين، اربع نتوركس او اربع سب نتوركس، ما ينفعش يكونوا في نفس النتورك. قلت لك الراوتر هو الوصله بين شارعين، هو ده الراوتر. عايز توصل ده في شارع تاني؟ لا معلش، احنا اسفين جدا، انت محتاج راوتر تاني عشان تعمل الشارع ده. تمام، يبقى انا لو هشغل راوتر زي المشترك يبقى كل واحد فيهم عباره عن نتورك منفصل عن ده. فانا لو حاجه اقول R1 هيوصل على R2 يبقى انت محتاج نتورك، R1 هيوصل على R3 دي نتورك مختلف، وما ينفعش تكون متكرره في اي حته في السيت اب بتاعك. R3 مع R2 نتورك مختلف، وما ينفعش تكون متكرره في اي حاجه، لا وان ولا في اللان. تمام، لو انا عملت 192 192 168 دوت 1 دوت 0 سلاش 30، حد يقول لي ايه هم الاي بي ادرسز اللي موجودين، وايه اللي اقدر استعمله وايه اللي ما اقدرش استعمله؟ خد بالك دوت 30 يعني ايه؟ يعني انا عندي 30 هنا، واللي اقدر اغير فيهم هم الاثنين بت الاخرانيين بس. فدول انا ممكن احط لهم تبديلات ايه؟ 00 0 01 10 11. هل ينفع اي تركيبه تانية باينري تتحط في الاثنين دول اكتر من كده؟ لا تمام. طيب لما انا هقول الاثنين الاخرانيين هعمل فيهم كده، وهنا انا عندي السب نت اساسا اصفار، يعني الجزء بتاع النتورك اللي موجود في الثمانيه دول هيبقى دايما ثابت، وهيكون هنا في 6 اصفار، صح ولا لا؟ انا صح بقدر اغير بس في الاثنين الاخرانيين، بسبب ان ده بيقول لي ان الهوست بتاعك هو الاثنين الاخرانيين، الباقي ده كله نتورك مع كل اللي هنا. يعني انا هنا عندي الدوت 1، وبعدين عندي الدوت 168، وبعدين عندي الدوت 192، يبقى ده كده 8، وادي 8 وادي 8، يبقى كده 24، وادي 6، يبقى انا ما اقدرش اقرب من دول خالص، اقدر اغير هنا بس. طب انا لو ثبت دول يبقوا كلهم اصفار وحطيت جنبهم زيرو، ده يبقى اول حاجه اللي هي ايه؟ اللي هو ما اقدرش استخدمها. مش احنا قلنا اول اي بي ادرس واخر اي بي ادرس ما اقدرش استعمله؟ يبقى انا اقدر استعمل دول بس. طيب لو انا عندي 01 ده يتحول الى ديسيمال كام القيمه بتاعته؟ هنا انا عندي 00 00 00 وبعدين 01، دول بتوع النتورك ثابتين. الرقم ده كله على بعضه كده ديسيمال يبقى كام؟ يبقى انا عندي دوت 1 يستخدم، واللي بعديه هيبقى بدل 01 هيبقى 10، والباقي كله صفار. يبقى دوت 2، الله يفتح عليك. يبقى انا لما حطيت دوت 1 احط الناحيه الثانيه دوت 2، ويبقى السبنت ماسك بتاعي 30، يبقى انا كده ما هدرتش او ما ضيعتش اي بي ادريسز من اش لازمه. كويس قوي، ممتاز. طيب السبنت اللي بعد الكلام دوت، ايه السبنت اللي ممكن استخدمها بعد كده؟ بعد ديت، عشان انا عايز اوصل هنا وعايز اوصل هنا كمان. لو انا قلت 192 168 دوت 1 دوت 4 سلاش 30، هل دي تنفع تبقى سبنت الثانيه؟ يعني هل دي مختلفه عن اللي هنا ولا لا؟ بص انت خدت بالك ان انا ايه
صفر واحد اثنين ثلاثة والصابنة اتقفلت، يبقى اللي بعديها على طول هيبقى ايه؟ أربعة. طيب الأربعة، تعال نفك الأربعة دي الباينري 1 0 0، وبقية الديجيت هنا ده ايه؟ بقيه صفار، صح ولا لا؟ وبعدين عندي 192.168.1، ده الباينري بتاع الاربعه، صح ولا انا غلطان؟ دي بحكم السبنت ماسك اقدر اغير فين وما اغيرش فين؟ هل اقدر العب في الحته دي؟ لا، تغير ما الزيروين اقدرش، فقط. ما اقدرش. يبقى انا عندي و111، هل اقدر استخدم ال 111؟ الرقم ده كام؟ خمسة، واللي بعده ستة، والسبنت يبقى 192.168.1.0.1 سلاش 30. هل حد ممكن يقول لي اللي بعديها على طول هتبقى ايه من غير ما نقعد نعمل حسابات؟ السبنت اللي هنا اللي هستعملها هنا 192.168.1.0.1 كام؟ طالما الاولى والثانيه اتعرفوا خلاص، يبقى انت الثالثه هتبقى زود اربعه، اللي بعدها هتبقى 12، اللي بعدها هتبقى 16 وانت ماشي. وهنا هنقول لو دوت 8 يبقى اول واحد يبقى ايه؟ يبقى 9، والناحيه الثانيه طبعا ال 8 ما اقدرش استعملها، لان ال 8 ما اقدرش استعملها وال 11 ما اقدرش استعملها. السبنت اللي بعديها لو انا عندي فرع رابع هيبقى دوت، يبقى 12 هي السبنت، 13 و14 اللي استخدمهم و15 ما استخدموش. اللي بعديها تبدا من 16، 17 و18 هستخدمهم و19 ما استخدموش. اللي بعديها تبقى 20 وانتم ماشيين كده، تمام؟ يبقى انتوا كده عملتوا ايه يا جماعه؟ انتوا كده عملتوا ديزاين للداتا سنتر بالسيجمنتيشن بتاعه، حققتوا الريكوايرمنتس اللي كانت مطلوبه منكم، وقدرتوا انك تربطوا ثلاث فروع كل واحده فيهم جواها نتورك، واحده ما يعني بتتكلم على اكروس كونتيننتس بقى دلوقتي، وعملتوا الاي بي ادريسنج بتاعه بدون اي مشاكل، تمام؟ دايما افتكروا لو انت عندكم بوينت تو بوينت كونكشن بيكون دايما ريكومندد انك كنت تستخدموا السلاش 30، لكن لو بوينت تو مالتي بوينت، يعني لو الميديم ده بيسمح ببوينت تو مالتي بوينت، يعني ان الراوتر يبقى واصل كده وده يبقى راسل كده وده كانه لوجيكلي واصل كده، ساعتها لازم تروح اكبر من ال 30. لكن بوينت تو بوينت يعني هي من نقطه لنقطه ما ينفعش حد يخش عليهم، يبقى هي 30 عشان ده مش هيتغير مش هيزيد، وما تبقاش بتهدر او بتعمل ويست في الاي بي ادرس، تمام؟ لو قلت انا عندي في حاجات 192.168.1.0/30 وفي عندي جهازين تانيين متسطبين على 192.168.4.0.1.4 سلاش 30، هل ينفع يشوفوا بعض على طول؟ لا طب ايه اللي خليهم يشوفوا على بعض؟ ان يكون في راوتر واصل هنا وواصل هنا، اللي هو مثلا لو انت قلت ان هي دوت 4 وهي دوت 0، هل دول ينفع يتكلموا مع بعض؟ اه طبعا، يعني ينفع R2. لو فرض ان اللينك ده خرب، حصل حد كان بيحفر في الشارع فراح مطير الفايبر اوبتيك كيبل كله قطعه، ف R2 ل R3 الدايركت كونكشن راحت، هل ينفع R2 يتكلم مع R3 عن طريق R1؟ اه طبعا، لو انت سامح بالراوتينج ومفيش اي سكيورتي فاير وول فلترنج انت عامله، يشتغلوا مع بعض عادي، تمام؟ فهو القاعده يا جماعه، اجهزه في نفس النتورك او في نفس السب نت، اللي انا بقوله على النتورك يندرج على السب نتوركس، اجهزه في نفس السب نتورك يتكلموا مع بعض بدون احتياج لراوتر خالص. يبقى انا لو عندي اي فلترنج للترافيك عايز اعمله لازم احط فاير وول على الفيرتشوال ماشين دي والفيرتشوال ماشين دي، او السيرفر ده والسيرفر ده، ما اقدرش احط راوتر في النص، اللي هما نفس النتورك. يعني كانك بتقول ان حد طالع من شقه 301 راح شقه 302، هل لازم ياخد الاسانسير او السلم؟ لا، هو الاسانسير والسلم هو الراوتر، كل دور اعتبره هو السب نت او النتورك، محتاج يا سلم يا اسانسير عشان تروح بين الادوار، يبقى كده انت محتاج راوتر. نفس الكلام، يبقى النتورك هي الدور، الاسانسير او السلم هو الراوتر بتاعه، ما ينفعش حد يكون يروح واخد بقى يروح طاير ويروح داخل في الشقه اللي تحتيه، احنا بنتكلم على ناس طبيعيين ما بتمشي على سوبرمان. نتوركس مختلفه لازم يكون فيه راوتر.
والراوتر لازم يكون يعرف دول ويعرف دول. طب ازاي؟ يكون عنده رجل هنا، يعني عنده هوست اي بي ادرس هنا، يكون عنده هوست اي بي ادرس الناحيه الثانيه. انا عندي 192.168.1.0.0.1 وبعدين .4 وبعدين .8 سلاش 30 سلاش 30 وسلاش 30. تمام، دول نقدر نقول عليهم ان هم نفس النتورك، ان هو نفسه. نعم. طيب لكن هل دي نتورك ولا دي سب نتورك؟ لو احنا قلنا سلاش 24 دي النتورك الام الاصليه اللي انا استخدمتها الاصليه اللي هي 192.168.1.0 سلاش 24، دي الام، دي المذر. قررنا ان كل الوايد اريا نتوركس البرانشز هتتربط مع كندا عن طريق الرينج دوت. طب انا لما غيرت من 24 الى 30 معناها انا عملت ايه؟ انت كل اللي عملته ايه؟ انك انت عملت قلت انا هاخد من 0 الى 3 هاخدهم دي تكون سبنت، ومن 4 الى 7 هتكون سب نتورك، ومن 8 الى 11 سب نتورك، ومن 12 الى 15 سب نتورك اند سو اون. انت ماشي، يبقى انت عملت ايه؟ انت خدت البيتزا اللي هي كانت 12168.1.0 وقسمتها على، حد يقدر يقول لي قسمتها على كام هنا؟ كام سلايس بيتزا؟ انا هنا عندي كام؟ انا هنا عندي كام؟ الاصلي 256 صح؟ كل الاحتمالات من 0 ل 255 صح؟ طيب انا قسمتهم على اجزاء كل واحد فيهم 4، طب انا هيبقى عندي كام سب نت؟ بسيطه 256 اقسمها على 4 هتديني كام؟ 64. انا عندي 64 سب نتس مختلفين، يعني ممكن اكبر بالكونكشن دي الى 64 سيجمنت بين راوترز في الوايد اريا نتورك بتاعتي. يعني المثال ده عكس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، فاكرين المره اللي فاتت احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول 192 168.240.0 سلاش 24. اللي احنا عملناه المره اللي فاتت قلنا احنا عاوزين نقسمه الى 4 سلايسز، فلما قلنا 256 هنقسمهم على 4 يبقى كل سلايس او كل سبنت فيها 64 اي بي ادرس. فاكرين ان احنا عملناه المره اللي فاتت؟ ولكن عشان احنا قسمناه على 4 السبنت ماسك تحول الى 26. ليه؟ لان انا 2 بيتس اخدهم من الهوست كافيين انه يديني 00 01 10 11، معناها 4 مختلفين، يبقى دي السبنت اللي انا كنت محتاجها. هنا الريكويرمنت العكس، بيقول لي قسمهم لي على 64 سبنت كل واحده فيها 4. قلت له تمام مفيش مشكله، هنمشي بالديسيمال، معناها 0 1 2 3 ادي 4، يبقى 0 1 2 3 ادي 4، 4 5 6 7 ادي 4، 8 9 10 11 ادي 4، 12 13 14 15 ادي 4 and so on. طب انا عشان اعمل الكلام دوت، عشان يديني اربع حاجات مختلفه، اربع رموز مختلفه او اربع تركيبات مختلفه، انا محتاج كام بت؟ محتاج للهوست اثنين بس. عشان كده انا رحت من الكلام ده الى 30. سبب تاني ليه رحت لل 30؟ لانك انت لو فكيت الزيرو دوت لباينري هيكون 8 اصفار صح ولا لا؟ طب الاربعه هتكون 0000 وبعدين 0100 تمام؟ طب اللي بعدها 8 0000 وبعدين 0000. طب اللي بعديها ال 12 00 ها بعدين 40 صح؟ دي 1 2 4 8 او اسف لا 1100 معلش انا اسف تمام. يبقى 1100 دي 8 ودي 4 يبقى 12. فانت لو لاحظت كده فين اللي بيتغير؟ يبقى لغايه البت ديت ممكن يتغير، وده اثبت انه دايما التغيرات بتحصل فين؟ بتحصل في الجزء اللي هنا.
لكن دايما عندي اللي في الاول 00، معناها ان انا لازم اخد الستة دولت معايا من النتورك الاصليه وتبقى سبنت ماسك سلاش 30. طب ليه خدت في 6 بتس؟ حد يقول لي سبب تاني غير اللي احنا شرحناه دلوقتي. ليه خدت 6 بتس؟ تفتكروا كان مطلوب كام؟ كان مطلوب كام سبنت؟ 64 تيجي من ايه؟ ان انا اضرب 2 في نفسها 6 مرات، يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2، ادي ال 64 مره، يعني 2 to the point to the power 6. 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، في 2 ب 16، في 2 ب 32، في 2 ب 64. يبقى انا لازم اخد من الثمانيه اللي كانوا هنا في الاصلي، لازم ده مش اوبشن، لازم اخد 6 بتس عشان اقدر ادي لك 64. يبقى برضه فاضل عندك سلاش 30. تمام؟ النتورك الاصليه ان الجزء ده مشترك، يعني it never means انه لو ده ثابت في كل الاي بي ادرسز يبقى هم نفس النتورك. لازم تبص على سبنت ماسك، لازم تبص على سبنت ماسك اللينث بتاعه كام، واول ما انت تشوف كده تقول اه ده المفروض اوريجينالي ده كان 24، بس طالما بيقول لي سلاش 30 معناها اوريدي اتقسمت، يبقى انا بتكلم على السبنت. ولكن نفس الرولز اللي تنطبق على في الراوترز، لو هو هنا سبنت 1 ما ينفعش دي تكون سبنت 1، يعني ما ينفعش، لازم تكون سبنت 2. ما ينفعش دي تكون سبنت ولا 1 ولا 2، يبقى دي سبنت 3. ما ينفعش ده يكون سبنت ولا 1 ولا 2 ولا 3، يبقى دي تكون سبنت 4 and so on. يعني سواء نتوركس او سب نتوركس، يعني كأن احنا بنقول ايه، ما ينفعش يكون الرجل موجوده في سيجمنت احتمال يكون فيها اي بي ادرس يتكرر في الثانيه او في الثالثه او في الرابعه. يبقى الراوتر بيقول لك انا، ما حدش يقول لي انه خد بالك انت ادي شارع اهو، فانت هتوصل كده على الشارع. ما ينفعش. ما انا لو حطيت التو ليجز في نفس النتورك كاني بقول له انت على فكره من هنا بتفوت على الشارع ده ومن هنا بتفوت على الشارع ده. بيقول لي طب يا فالح فين الشارعين اللي انا وصلت بينهم؟ قلنا الراوتر كان احنا بنقول شارعين وبيربط بينهم. لازم يكون موجود شارعين. ايه هم الشارعين؟ يا اما تو ديفرنت نتوركس، يا اما تو ديفرنت سب نتوركس، او نتورك وسب نتورك مختلفين. يعني ما فيش حاجه تمنع الراوتر ان يكون هنا 10.1.1.0/24، ويكون الناحيه الثانيه ديت 192.168.1.0/24. يعني هو هياخد مثلا هنا الاي بي ادرس اللي هو دوت 1، وهياخد هنا الاي بي ادرس اللي هو دوت 1 مثلا. يعني هل ده بيحقق الشرط اللي احنا قلنا عليه ان دي نتورك ودي نتورك مختلفه، او دي سب نتورك ودي سب نتورك مختلفه؟ اه، طالما تحقق الشرط ما عندكش مشكله خالص. طب هل ينفع الليج الثالثه تكون على 172 دوت 1 دوت 16 دوت 1 دوت 1 سلاش 26 سبنت ناس مختلفه؟ اه. هل في اوفرلاب؟ هل في اي تكرار؟ لا. طب تعالوا نشوف بقى شكل انضف شويه، اشيك شويه للموضوع ده. تمام؟ يعني رسمه برضو يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس هنطبق فيه الجزء بتاع الراوتر. فاحنا قلنا الراوتر هو الجهاز اللي بيعمل ترمينيشن لسيجمنت في النتورك او للنتورك كلها في الداتا سنتر او البرانش عشان يوصلها بالداتا سنتر الاساسي. فاحنا هنا في الرسمه عندنا داتا سنتر فيه سيرفرز ويب واب وتير وحاجات جميله. عندنا اوفيس او برانش زي ما احنا كنا بنقول، وعاوزين نوصله على مع بعض. فقال لك خلاص عشان توصل اثنين نتوركس او اثنين انفراستراكشرز بعاد عن بعض، يبقى انت محتاج لوايد اريا نتورك، ما ينفعش يكون لوكال اريا نتورك. احنا بنكون بعاد عن بعض، هي مش 50 متر، انا بتكلم ان واحده في قاره واحده في قاره ثانيه، واحده في بلد واحده في بلد ثانيه، واحده في مدينه واحده في مكان ثاني على بعد 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 50 كيلو، او يعني مسافه محترمه ما ينفعش امد كابلات اللوكال اريا نتورك بينهم. يبقى لازم تحط راوتر وتحط راوتر الناحيه الثانيه. الراوتر لازم ياخد اي بي ادرس يبقى هوست على النتورك او السيجمنت اللي هو واصل عليه. والراوتر الثاني لازم يكون برضه واخد هوست على النتورك الثانيه. طب نبص اول حاجه، انا كراجل خبير ابص اول حاجه اشوف الرينج ده والرينج ده، هل في اوفرلاب بينهم ولا لا؟ ما فيش اوفرلاب، خلاص يبقى تشيك تشيك، الدنيا الدنيا جميله. طيب تعالوا نحط بقى تفاصيل اكتر، تعالوا بقى نشوف كل حاجه والراوتر ده هيتظبط ازاي، وايه الراوتنج تيبل، يعني ايه راوتنج تيبل، الراوتر ازاي بيشتغل، هنعمل الكلام ده. هي نفس اللي كانت موجوده هناك، بس احنا غيرنا السايدر الناحيه دي، خلناه 192.168.1.0/24، هنا 10.0.1.0/24، يعني مستحيل يكون في اوفرلاب بينهم. كويس، عندي سيرفر
واخد من النيتورك ديت اللي هو دوت 5، وانا مش عامل سب نيتنج. خد بالك ان هنا وهنا نفس السب نت ماسك، يبقى انا مش عامل سب نيتنج، انا واخدها زي ما هي كده السلاش 24 المستخدم. كويس، جينا عند الراوتر ادينا له الدوت 15، هل في اي حاجه غلط في الحته ديت ولا كل حاجه ماشيه تمام؟ نروح على الناحيه الثانيه، يبقى ده الداتا سنتر. الناحيه الثانيه ادي سيرفر او الكلاينت موجود هنا، هيكون 168.1.13 ونفس السب نت ماسك، ما عنديش سب نتنج. 192.168.1.1/24، يبقى الراوتر خد دوت 1، ده خد دوت 13، مفيش اي ريبيتيشن، مفيش اي تكرار، يبقى من ناحيه الراوتنج برسبكتيف كل حاجه تمام. هل خلصنا؟ لا، لسه الراوتر هنا والراوتر هنا لازم ياخدوا اي بي ادريسز، ولازم طالما هم واصلين مع بعض بوينت تو بوينت كونكشن لازم يكونوا في نفس السبنت او في نفس النتورك، لازم. يعني ما ينفعش احط هنا نتورك اي بي ادرس منها واحط هنا واحد مختلف واقول لهم كلموا مع بعض، مش هيتكلموا مع بعض. كأن انا بالظبط لو انا جيت هنا وقلت ان دوت هيبقى 11 وده هيبقى 10.0، طب ما ده نتورك ده نتورك مختلفه. طب لو نتوركس مختلفين لازم يكون راوتر بينهم، ما ينفعش يبقى سويتش بس. تمام؟ فاحنا مش هنعمل الكلام ده ومش هنغير، وبالتالي هنا انا كده ماشي صح؟ هنا انا ماشي صح؟ كويس. الراوترز بقى قال لك خلاص هندي للراوتر 172.18.0.0/30، هحط هنا دوت 1 وهحط هنا دوت 2. تمام؟ يبقى انا ما عنديش مشكله، هعمل الكلام دوت وهو سلاش 30، معناها ان انا فاهم ان دي بوينت تو بوينت ومش هحتاج اي بي ادرس زياده، عشان كده انا استخدمت سب نت ما يبقاش فيها ويست للاي بي ادرس. ممتاز. يبقى كده اتشبكت وخلاص. هل كده خلاص؟ يعني هل كده لما اعمل النتورك كده الدنيا هتقوم وكل حاجه تشتغل؟ الاجابه هي لا. الراوتر هيعرف منين فين ال 10.0.1.0؟ ازاي هيعرف راوتر ايه؟ طب هو ليه محتاج يعرفها؟ هو محتاج لما اي حد يقول له انا عايز اروح ل 10.0.1.5 ويبعت له الكلام دوت، يقول اه انا عارف دي فين، انا لازم ابعتها لراوتر بي، عشان راوتر بي هو اكتر واحد يعرف عن النتورك ديت. نفس الكلام راوتر بي منين هيعرف ان 192.168.1.0 موجوده ورا راوتر ايه؟ ما هو لازم يكون يا اما بيتكلموا مع بعض بيشاركوا المعلومه، يا اما انا بعمل لها كونفيجريشن مانيوال على كل واحد فيهم. وده فعلا اللي بيحصل في الانترنت، وده اللي بيحصل في الراوتينج كله، يا اما ستاتيك كونفيجريشن يا اما دايناميك كونفيجريشن او دايناميك تشاتنج بين الراوترز. طب كونفيجريشن لايه؟ ايه هي الحاجه اللي احنا هنعملها كونفيجريشن؟ بنسميها الراوتينج تيبل او الراوتينج داتابيز بتاع راوتر ايه والراوتينج داتابيز بتاعت راوتر بي. ده اللي احنا بنعمله بين الاثنين. تمام؟ طيب هنعملها ازاي؟ نفترض ان انا هعملها مانيوال، اكتب فيها ايه؟ يعني اخش جوه الراوتنج تيبل الداتابيز احط كام انتري؟ اقول لك والله هنا تعال نبص على النتورك دي. في انتري الراوتر هيكون عارفها لوحده. حد يقدر يقول لي ايه هي؟ في اثنين اللي هي انتري الراوتر هيكون عارفهم لوحده. اثنين مش واحد. هو سفر عارف دي لانه اوريدي عنده رجل فيها، عنده انترفيس فيها، فهو عارف النتورك دي، مش محتاج حد يعرفها له. دي بنسميها دايركتلي كونكتد، الدايركت يعني المعروف لا يعرف. انا عارف، فما تغلبش نفسك، هتلاقي ان في الراوتنج تيبل لوحدي انا حاطط فيه انتري موجود، ان انا عارف النتورك ديت موجوده. عن طريق ايه؟ عن طريق الانترفيس بتاعي اللي هو دوت 1 بقدر اوصل لها. طب اللان اللوكال اريا نتورك نفس الكلام، هيقول انا عارف النتورك اللي اسمها 192.168.1.0/24، توصل لها منين يا سيدي؟ اوصل لها عن طريق دوت 1.1، ده الاي بي ادرس اللي موجود عندي في النتورك دي. ايه اللي هو ما يعرفهاش؟ النتورك البعيده، صح؟ يبقى انا محتاج ان انا اقول له لو عايز توصل للديستنيشن اللي هي 10.0.1.0/24، خدوا بالكم هنا انا ما بعرفلوش الهوست، بعرف له النتورك نفسها. كل عشان لو جه بكره وزودنا هوست تاني ما اروحش بقى ازود رول تانيه هنا، وجيت زودنا هوست تالت يبقى بقى الموضوع بقى قلب ان هو مانوال ادمنستريشن 24 اورز a day. يبقى انا خلاص بعرف النتورك كلها، واي حاجه جوه النتورك دي يبقى انا اروح لها عن طريق مين؟ عن طريق راوتر بي اللي انت بتوصل له، عن طريق الاي بي ادرس بتاعه اللي هو دوت 2. اوصل له منين؟ ما انا عارف النتورك ديت، انا اوريدي عندي رجل فيه، فانا لو عايز ابعت له اي حاجه بعرف ان انا اطلعها على الانترفيس ده توصل له عن طريق اللينك اللي موجود. الناحيه الثانيه يعرف عن
الوان بتاعته اللي هي دوت 2 عن طريق الوان انترفيس، ويعرف عن اللان بتاعته عن طريق اللان انترفيس. اللي ما يعرفوش البعيد عنه اللي هي عن طريق راوتر تاني. يبقى انا لو قلت له ان هعرف لك النيتورك دي كلها اللي هي 192.168.1.0/24، واقول له ان طريقك عشان توصل لها او ايه اللي النكست هاب بيسموه تارجت في الاي دبليو اس، ابعتها لمين عشان يوصلها؟ هيقول له ابعتها لراوتر ايه، والاي بي ادرس بتاعه هو دوت 1 اللي هو هنا. لو انا عملت الكلام ده مانيوال خلاص كل الدنيا هتشتغل. يعني يقدر الراجل الطيب اللي الكلاينت اللي هنا يوصل للويب سيرفر اللي هنا بدون اي مشاكل، او كلاينت او الاتش ار امبلوي اللي موجود في دبي يقدر يوصل على الاتش ار داتابيز خلاص. وطالما دي متعرفه الراوتنج في الاتجاه العكسي، معناها الريسبونس هيطلع هيمر بالسويتش هيروح على الراوتر، الراوتر هيعرف ان هو رايح على الكلاينت الراجل الطيب اللي هنا ده، وبيعرف ان هو يقدر يوصل له عن طريق راوتر ايه هيبعتها له، راوتر ايه هيوصله عن طريق سويتش للراجل الطيب ده. دي يا جماعه عباره عن حاجه صغيره لو ضربناها في مليارات التكرار هيطلع حاجه اسمها الانترنت اللي احنا بنستخدمه النهارده. طيب لو انا الكلام دوت مش عايز اعمله مانيوال، اعمله ازاي؟ قال لي تقدر تعمله عن طريق حاجه اسمها دايناميك راوتنج بروتوكولز. مثال ليها بوردر جيت واي بروتوكول، ده البروتوكول اللي بيشتغل على الانترنت النهارده، يعني كل الانترنت بتاعتنا شغاله بالبي جي بي. طب ايه الفرق بين دايناميك راوتنج بروتوكول والستاتيك كونفيجريشن؟ الستاتيك كونفيجريشن لازم تروح تعمله مانيوال، واي تعديل او تغيير في النتورك لازم تروح تعدل، لو في تاثير على الراوتنج لازم تروح تعدله مانيوال. الدايناميك لا، الدايناميك انت بتقول له الراجل انت راجل طيب، انت هتتكلم بلغه البي جي بي وتعمل له الكونفيجريشن بتاعه، وهتقول له ان عندك بير الناحيه الثانيه اسمه 172.18.2، وتعرف للراجل الطيب دوت بي جي بي برضه. يعملوا ايه بقى الاثنين مع بعض؟ يروحوا فاتحين كونكشن بينهم، وكل واحد يبعت للتاني كل المعلومات اللي يعرفها. كده بيقدروا يبنوا الداتابيز بتاعتهم دولت مانيوال من غير ما حد يتدخل فيها. طيب مثلا نفترض ان النتورك دي انقطعت هنا لسبب ما، يروح البي جي عن طريق البي جي بي راوتر بي هيقول له على فكره انا قلت لك من شويه انك انت 10.0.1.0/24 ابعتها لي، على فكره النتورك دي اختفت من عندي فانا مش هقدر اساعدك، فما تبعتليش حاجه دلوقتي. الناس اكتشفت المشكله كانت ايه ورجعوا النتورك مره تانية والدنيا بقت فل. فالراوتر ده شاف ان هنا went up، الانترفيس بقى up again، معناها حاسس بالنتورك، يروح باعت له يقول له على فكره انا من ساعتين قلت لك ان انا مش عارف النتورك دي، لا انا بقيت عارف، فلو محتاج مني اي خدمه انا عناية لي. هو ده اللي بيحصل في الدايناميك راوتنج بروتوكول. البي جي بي كل الراوترز اللي في الانترنت بيتكلموا بي جي بي. الانترنت ما هي الا ان راوترز كتيره جدا من اول البروفايدر اللي حضراتكم واصلين عليه، يعني حد واصل على اي تي ان تي، واحد واصل على دويتش تيليكوم، واحد واصل على بيل كندا، واحد واصل على فيرايزن وايرلس في امريكا. انت السيرفيس بروفايدر بتاعك واصل ببيرنج مع واحد او اكتر من السيرفيس بروفايدرز اللي اكبر، اللي هو هما تيرز. فانا واصل هنا لوكالي في حد انترناشونال، يبقى انا اوصل على الانترناشونال، ويبقى في فرنسا متوصل بي جي بي، ويبقى اللي موجود في المانيا واللي موجود في كندا واللي موجود في امريكا كلهم متوصلين وبيقدروا يعملوا اكستشينج للانفورميشن اللي عندهم. كل واحد في، يعني انا لما كنت في 2005 اشتغل مع اي بي ام في كندا، كان الراوتر الواحد الداتابيز بتاعته الحجم بتاعها 38 ميجا بايت. الكلام ده في 2005 لما كانت الانترنت واحد على 1000 ولا واحد على مليون من اللي احنا بنستخدمه النهارده. كان لا في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا في اي حاجه من السوشيال ميديا دي كلها. دلوقتي قد يكون كل واحد شايل داتابيز ما لا تقل عن 40 50 جيجا مثلا، يعني من اللي هو الداتابيز بتاعته. فمستحيل ان ده يتعمل مانيوال. وبالتالي خلاص بي جي بي قايم بالموضوع، البوردر جيت واي بروتوكول قايم بالموضوع. انت بس اول ما الراوتر شبكه مع الاب ستريم سيرفيس بروفايدر، اعمل الكونفيجريشن بتاعت البي جي بي، وتلاقي جه عليه على الراوتر بتاعك المصيبه، التيبل الكبير دوت كله اتنقل عندك وقت قليل. ودي هي الطريقه ان ممكن يكون حد قاعد في امريكا يخش على سيرفر في الهند بدون اي مشاكل. ليه؟ لان في اي بي راوتنج. الراجل ده يعرف ان هو لو انا عايز ارجع للاي بي ادرس بتاع اليوزر ده ارجع له ازاي؟ هيروح السيرفيس بروفايدر بتاعه، نفترض ان هو انديا تيليكوم مثلا او تاتا تيليكوم، هتقول له انا عارف الراجل ده موجود فين، الاي بي ادرس ده معروف، لان في الانترنت ما ينفعش اي بي ادرس يتكرر.
فهيقول له ده انا عندي سكتين ليه، ممكن ابعته عن طريق الامارات، الامارات هتطلعه على دويتش تيليكوم، من هناك هيطلع على اي تي ان تي في نيويورك وهم هيوصلوه جوه امريكا. او لا ده انا واصل دايركت، انا عندي كونكشن دايركت واصله على اي تي ان تي في امريكا، فخلاص انا هبعتك عن طريق الكونكشن ديت، عشان دلوقتي الانترنت حالتها افضل من على اللينك دي، ومن هناك في نيويورك يظبطوك بقى انت بقى موجود في ماساتشوستس ولا موجود فين، هيشوفوا اقرب حد او اقرب بروفايدر ليك هيبعتوا لك تمام. فهي الانترنت عباره عن ايه؟ عباره عن الديزاين اللي احنا عملناه دوت، اضربوه بقى في ملايين المرات، ملايين التكرار، بدل ما هما تو راوترز، لا ده راوتر عن راوتر عن راوتر عن راوتر، فهو تشين لكن كلهم بيتكلموا نفس اللغه بي جي بي، فكل ما حد يستقبل معلومه يبعتها للتانيين اللي هم واصلين عليه، التانيين يستقبلوا معلومه يبعتوها اللي هم واصلين عليهم and so on. تمام، فدي قصه الانترنت بمنتهى البساطه. في موديل يا جماعه اسمه الـ OSI، Open System Interconnect Reference Model، بيستخدموه كل المنتجين بتاعه الاجهزه اللي ليها علاقه بالنتورك، نتورك كاردز، الواي فاي، الراوترز، الفاير وولز، الكلام ده كله. عشان ايه؟ بيقول انك انت ممكن في النتورك بتاعتك تجيب البي سي بتاعك يكون مثلا توشيبا، الوايرلس راوتر اللي عندك هيكون من دي لينك، شركه كوريه ولا تايوانيه مش فاكر جنسيتها ايه، وقد يكون ان الراوتر اللي هيكون عند السيرفيس بروفايدر اللي هو الراوتر اللي هو الوايرلس راوتر بتاعك واصل عليه دوت، ممكن يكون من شركه اسمها سيسكو او جونيبر، حد من الشركات المعروفه في النت. طيب دول بيصنعوا بمعزل تماما عن دول، بمعزل تماما عن دول. اضمن منين ان انا مشغل الواي فاي هنا هيشبك على الواي فاي اللي موجود عندي؟ اضمن منين ان لما اركب الكيبل هنا واوصله على الراوتر الناحيه الثانيه انه هيكلم، هيبقوا يعني الستاندرد بتاع هنا والفولتج اللي هيبقى على الوايرز او الضوء لو كان اوبتيكال فايبر هيكون هو نفسه الناحيه الثانيه بيفهمه. فاضمن منين الكلام دوت؟ بحتاج ايه عشان اضمن الكلام دوت؟ لازم يكون عندي ستاندرد. يعني السيجنال اللي هنا اللي هتمشي بين الاثنين، التي سي بي اي بي اللي هيشتغل لو كانت السيجنال ضوئيه هيكون فيها كام ديسيبل؟ القوه بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ او الويف لينث هي الموجه الضوئيه اللي هتشتغل عليها انهي واحده؟ ازاي هيتفقوا مع بعض؟ ازاي السيجنال اللي هتطلع من هنا هتتفهم من الناحيه الثانيه؟ واللي هترجع من هناك هتتفهم هنا؟ ازاي الواي فاي دوت يكون نفس الحاجه؟ ال 82 بقى دوت 11 ولا غيره؟ الستاندرد موجود. فالاو اس اي موديل اللي بيعمله انه بيعرف لي ستاندرد من اول الكابلات وتفاصيلها لغايه كروت السويتشز. يعني لو انا بوصل بقى لابتوب او سيرفر بوصله على سويتش، طيب الكابل ده مواصفاته ايه؟ البورت اللي هنا او الانترفيس اللي على سويتش مواصفاته ايه؟ السيجنالز بتاعت الفولت اللي موجوده عليه امتى يعرف ان في 0 وفي 1؟ الفولت هل ال 1 هي بوزيتيف 12 فولت ولا بوزيتيف 5 فولت ولا هي ماينس 5 فولت؟ 5 فولت، ما ده كله مواصفات. فازاي نتفق على الكلام ده كله؟ فقالوا خلاص لكل حاجه، كارت النتورك اللي هنركبه في السيرفر اللي هوصل بيه الكيبل بتاع السويتش ده، كارت النتورك دوت مواصفاته ايه؟ فقالوا خلاص هنعمل 7 لاير موديل، الاو اس اي موديل بيسميه كمان 7 لاير موديل. هنبدا من عند الفيزيكال دي بنسميها لاير 1، الداتا لينك لاير 2، النتورك اللي هو الحته بقى بتاعت الاي بي ادرس لاير 3، في حاجه اسمها البورت تي سي بي واليو دي بي هنتكلم عليها دلوقتي لاير 4، وبعدين لغايه لما نوصل للاير 7. يبقى انا لما اسمع ان في ديفايس عندي او فاير وول عندي او راوتر عندي بيفهم لاير 7، معناها بيفهم كل التفاصيل ديت. يعني ممكن يبص على الداتا اللي مبعوته من مكان لمكان ويبص لك، يحط مناخيره جوه الداتا ويعرف ايه اللي فيها، يقرا الداتا نفسها، يقرا الرساله كانه بيفتح الظرف ويبص على اللي مكتوب جوه. لو بيفهم لغايه لاير 3 بس، معناها يقدر يفهم من على وش الظرف من المرسل ومن المرسل اليه، يبقى يشتغل راوتينج، يقدر يعمل فوروردنج للراوتينج. لو لاير 4 بيفهم راوتينج زائد شويه كمان، نقول هنعرف ايش ايه هي الشويه كمان. تمام، فلما اسمع أو حد بيقول لي لاير 4 او لاير 7، ودي كتير يعني لما بنسالها الناس الانترفيوز ومخلصين من الاي تي اي واماكن تانية، في ناس ما بيكونوش عارفين احنا بنتكلم عليها ايه هو اللاير 4 واللاير 7.
فدي بيزكس بتاعت اننا ازاي نعمل ستاندرد بروتوكولز، ستاندرد كيبلز، ستاندرد انترفيسز، ستاندرد ميثود، ان لو جالي فيندور ايه وفيندور بي يكونوا انتر اوبرابل، اجهزتهم تشتغل مع بعضها. لو جبت الكابل من تايوان وجبت اللابتوب من الصين او السيرفر من الصين اللي فيه النتورك كارد وجبت السويتش من ماكاو، كلهم يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لان كل واحد فيهم ماسك الستاندرد وماشي على الستاندرد، تمام؟ يبقى كله بيشتغل مع بعض. ده اللي اسمه السيفن لاير موديل او اللي هو الاو اس اي ريفرنس موديل، تمام؟ مقابله في حاجه اسمها التي سي بي اي بي موديل. فايه التي سي بي اي بي موديل؟ قال لك لا، في التي سي بي اي بي ما بيبصوش على الكلام ده كده ك7 لايرز، قال لك هم بيبصوا عليه ك5 لايرز بس. هم عملوا ايه؟ لو تلاحظ ان دول متكررين وكل اللي هنا ده جمعوه في لاير واحده سموها الابلكيشن، تمام؟ فانا عندي الاتش تي تي بي، الاتش تي تي بي اس، الكلام ده كله هيبقى موجود في اللاير بتاعت الابلكيشن. الناس بتمشي على ايه؟ الناس بتمشي اكتر على دوت لما بنتكلم على لاير 4 ولاير 7 كويس. الحاجة المهمة اللي من هنا عاوزين نعرفها، غير ان احنا عرفنا ايه هو الاو اس اي لاير موديل ويعني ايه لاير 4 ويعني ايه لاير 7، الترانسبورت لاير دي بيكون في حاجة اسمها البورت، فعايزين نعرف ايه هو البورت ده اللي احنا بنتكلم عنه. فاكرين احنا قلنا قبل كده ان موضوع الادرس، يعني لو انا عايز ابعت رسالة من مكان لمكان، دايما احنا لو بنستخدم الرسائل العادية او حتى لو في الايميلز بيبقى فيه فروم، اللي هو مين اللي باعت؟ اللي باعت هو جون سميث في الابارتمنت ديت في العنوان ده اللي موجود في ماساتشوستس في امريكا. فده الابارتمنت اللي فيها جون سميث جوه بيلدينج، العنوان بتاع البيلدينج هو ايه؟ 32 يونيفرسيتي ستريت بوسطن ماساتشوستس، وده الزيب كود. الفرق بين ده وده ايه؟ ان ده البيلدينج ادرس بينما ده فيه الابارتمنت نمبر. طب لو ما حطش هو الابارتمنت نمبر، لما يجي الرد هيوصل لغايه البيلدينج، لكن في 500 شقه في البيلدينج دوت، فنعرفها ازاي؟ هقول لي والله اه، ممكن بقى بساعي البريد يروح للراجل بتاع السكيورتي بتاع المبنى ويقعدوا يبصوا على الداتابيز بتاعت الناس لغايه لما يعرفوا مين هو جون سميث. طيب تمام، طب لو انا ما كانش عندي بقى كمان جون سميث، مش كانت الابارتمنت نمبر تكفي؟ طب انا عندي جون سميث بس ما عنديش الابارتمنت نمبر. تخيل بقى لو كل الناس بتبعت كده، معنى كده ان اللي هو اللي بيعمل ديليفري للبوستال سيرفيس او الانفلوبس ديت هيروح بقى في كل بيلدينج يقعد مع الراجل يومين عشان يفرزوا الليترز ديت رايحه لمين بالظبط. فده مش صح. فالحل ايه؟ قال ان لازم نحط الابارتمنت نمبر. يبقى كده في الريزيدنشال لو كانت دي هاوس او فيلا كان مش مشكله. ليه؟ ما فيش الا هو الستريت ادرس اند ذاتس ات، ما فيش الا سنجل هوم، سنجل فاميلي هوم. لكن في المالتي فاميلي بيلدينجز ما ينفعش الكلام ده، فانا لازم اضيف حاجه زياده اللي هي الابارتمنت نمبر. طب اللي مرسل اليه اللي هو الديستنيشن، ساره حليم ساكنه في ابارتمنت 308 في الميدان ستريت في الدقي في القاهره والبي او بوكس والبلد. لو ما حطيناش الابارتمنت نمبر ما كناش برضو هنعرف نوصل الناحيه الثانيه في البيلدينج لمين هي ساره حليم. فاحنا عشان نخلي الموضوع سموث لازم نضيف حاجه زياده هنا. يبقى كده وصل الرسالة راحت لسارة بدون أي مشاكل. خلينا ناخد بقى اللي احنا قلناه ده ونيجي نطبقه، نقول إن ده البيلدينج اللي كان فيه جون اللي هو الماشين بتاعت الكلاينت. ده ممكن يكون التليفون بتاع حضرتك، ممكن يكون الآيباد، ممكن يكون اللابتوب، ممكن يكون أي حاجة أنت بتستخدمها عشان تعمل كوميونيكيشن مع السيرفر. والبيلدينج الثاني اللي كانت فيه سارة هو عبارة عن سيرفر في الداتا سنتر بتاع الشركة بتاعتكم. دي ستارت اب صغيره، فهم حاطين الايميل سيرفر مع الويب سيرفر مع الاف تي بي سيرفر عشان يعملوا ابلود وداونلود لفايلات مع الدي ان اس سيرفر بتاعكم، كله كرامت على نفس السيرفر. الاي بي ادرس بتاع الكلاينت نفترض انه هيعدي عن طريق الانترنت، فخلينا نقول الراجل الطيب دوت 111.1.13.120 مثلا، يعني اي حاجه تبقى بابليك ينفع تبقى على الانترنت. والسيرفر هيكون 200 دوت 1 دوت 3 دوت 5، تمام؟ فالانترنت من ناحيه الراوتينج الدنيا كده لوز، كل حاجه شغاله تمام، الانترنت بتعرف ازاي توصلك هنا، ولو الريسبونس جه هتعرف ازاي ترجع. ده من ناحيه الراوتينج اللي هي ايه؟ اللي هي لاير 3.
اي بي ادرس فين، اي بي ادرس فين، الراوتر شغالين زي الفل، انترنت شغاله 100 100، ما فيش مشكله. المشكله فين؟ ان انا هنا لو انا محتاج حاجه من الدي ان اس، هيكون في عندي دي ان اس كلاينت هو اللي بيتكلم مع الدي ان اس سيرفر. لو انا عايز ابعت ايميل، فانا فاتح الاوتلوك عندي، والاوتلوك ده هو اللي هيكومنيكيت مع الايميل سيرفر عشان الايميل يتبعت. لو انا فاتح الكروم عندي او السفاري، هو دوت اللي هيروح ايفينشولي على الويب سيرفر بتاع الشركه عشان عايز اخش على الاتش ار اشوف انا البونص بتاعي هينزل امتى. لو انا عايز اعمل ابلود لفايلات او داونلود من اف تي بي سيرفر، يبقى انا عندي اف تي بي كلاينت هو اللي عاوز يتكلم. ممتاز جدا، كل ده كويس قوي. لو ده كان ابارتمنت، لو انا بنقول على ابارتمنت، ده ابارتمنت 101، ده ابارتمنت 201، ده ابارتمنت 305، ده ابارتمنت 607. بينما الناحيه الثانيه السيرفرز اللي موجودين، هقول ان هم ابارتمنت مثلا 503، ابارتمنت 220، ابارتمنت 100 110، وابارتمنت 33. لو انا بعت الظرف اللي احنا كنا قلنا عليه دوت، كل اللي هكتبه ان هو رايح جاي من جون رايح لساره بدون الابارتمنت. هل هنا، طب انا هنا دلوقتي على نفس السيرفر، على اللي هو الراجل الطيب دوت، اللي هو العماره ديت، رقم العماره ورقم الشارع، كل دول عباره عن ابارتمنتس موجودين، ابعته لاني واحد؟ يعني انا لما استقبل الرساله من الراوتر، اوديها للدي ان اس، ولا اوديها للايميل، ولا اوديها للويب، ولا اوديها للاف تي بي، اعرف منين؟ إيه؟ يعني هي وصلت للسيرفر خلاص. السيرفر بقى عاوز يحدد اني ابلكيشن اللي تاخدها. طب ما كلهم على نفس الاي بي ادرس، ما ينفعش بالاي بي ادرس. فايه اللي انا محتاجه هنا؟ ابلكيشن منفصله تماما عن دي عن دي. انا مش بتكلم على ويب سيرفر وانا عايز باث جوه الويب سيرفر او الويب سايت. انا بتكلم على ابلكيشن في 4 أو 5 سيرفرز شغالين على نفس السيرفر. فيعرف منين يوصلها لاني واحد فيهم. يعني يعرف منين دي جت من دي ان اس كلاينت فيبعتها للدي ان اس. هل الاي بي ادرس لوحده كافي ولا لا؟ ولا اللي محتاجين الابارتمنت معاهم؟ فعشان كده احنا محتاجين في الاي بي، في التي سي بي اي بي، محتاج الاي بي ادرس لوحده ما ينفعش. لو كان كل سيرفر في الدنيا فيزيكال سيرفر معلوش الا ابلكيشن واحده، كان يبقى سهل. تي سي بي هياخدها اول ما يجي له رساله، يروح بعت الابلكيشن دي وخلاص. انا هو سنجل فاميلي هوم، ما مش محتاج ابارتمنت نمبر. لكن هنا ما ينفعش راندملي ابعت لاي حد وخلاص. يبقى انا من غير المعلومه الزياده اللي هي الابارتمنت نمبر اللي هو في التي سي بي اي بي اسمها البورت، ما ينفعش يحصل الكوميونيكيشن ده بدون مشاكل. يبقى احنا عشان نظبط الكلام ده محتاجين حاجه زياده اسمها البورت. لو جينا بصينا هنا على الفيلدز اللي بتبقى موجوده في اي رساله في التي سي بي اي بي، هنلاقي ان في حاجه بتقول مين هو السورس اي بي ادرس. يعني لو الكلاينت بيبعت دلوقتي حاجه للسيرفر، هيكون قايل مين هو السورس اي بي ادرس، ده اللي هو اي بي 1 بتاع الكلاينت. طب مين الديستنيشن اي بي ادرس، ده هيكون اي بي 2 اللي هو بتاع السيرفر. هل ده كافي؟ لا مش كافي. فين الابارتمنت يا باشا؟ فالسورس بورت يبقى مين من الكلاينتس دول؟ السورس بورت بقى لازم يكون يونيك زي الابارتمنت نمبرز جوه البيلدنج، لازم تكون يونيك. نفس الشيء لو ده كان السورس بورت 5000، ما ينفعش حد تاني ياخد 5000، ده يبقى مثلا 6100، ده يبقى 4950 مثلا، يعني ده يبقى 50000. يبقى الابارتمنت لازم تكون مختلفه. طب واللي هنا قال لك لا، في السيرفر سهله جدا، احنا الويب سيرفر الديفولت في بقى ديفولت بورتس اسايند لابلكيشنز. الايميل الديفولت بتاعه مثلا 25، الدي ان اس سيرفر الديفولت بتاعه 53، الاف تي بي سيرفر برضه ليه قيمه مش فاكر الرقم بتاعه كام. تمام، يبقى انا هبعت من هنا اقول مين الابارتمنت، وكمان الناحيه الثانيه اقول وصله لاني واحد هناك. يبقى انا لو بعت وقلت ان السورس كان اي بي 1 تمام، والديستنيشن اي بي ادرس كان اي بي 2، والسورس بورت كان 5000، والديستنيشن بورت كان 53، هل دي هتوصل صح ولا لا؟ لما توصل هنا هل هيعرف يوصلها للابلكيشن صح ولا لا؟ هيعرف يوصلها ازاي؟ من البورت. مين اللي 53؟ اتفضل يا سيد دي ان اس، جات لك رساله من واحد السورس بورت بتاعه 5000 والاي بي ادرس بتاعه اي بي 1. يبقى هنا لما يحضر الرد ويبعته هيكون بقى اتعكست الدنيا. السورس مين هو؟ السورس هيكون يعني ده في الفورورد، خلينا نقول دوت اتجاه الفورورد. لما يتعكس، خلينا نعملها بلون تاني.
لما يتعكس هيكون هنا المرسل هو اي بي 2، ده الريسبونس. يبقى هنا الريكوست، هنا اللي انا بكتبه هو الريسبونس. السورس هو الاي بي 2، الديستنيشن مين؟ السورس بورت مين هو؟ الديستنيشن بورت. شفت بقى ده اللي بيحصل واحنا فاتحين اللابتوب بتاعنا، مشغلين الاوتلوك ومشغلين الكروم، يمكن تكون مشغل السفاري، وفاتح ابلكيشن مثلا ويبكس، وفاتح زوم، وفاتح مش عارف ايه، وعمال الابلكيشنز دي كلهم ككلاينتس يتكلموا مع السيرفرز المقابلين ليهم، ويجي لك الريسبونس وانت ولا دريان اساسا ايه اللي بيحصل. تي سي بي اي بي ستاك بيبص جاي منين، رايح فين، ايه البورت، ديستنيشن، يلا اتفضل، انا عارف البورت ده فين. طيب دول احنا قلنا ان هم ستاندرد حسب الابلكيشنز، بيبقوا دول ستاندرد بورتس. طب دول ده دول كلاينتس، ما ينفعش يبقوا ستاندرد. فقالوا دول بيتاخدوا من رينج راندوم، الرينج بيبدا حسب الاوبريتنج سيستم من 1024 لغايه 65535. تمام؟ يعني في ده بيسميه ephemeral range او unallocated range، يعني ما فيش applications واخدين البورتس دول assigned ليهم بغض النظر عن مين اللي عامل الابلكيشن. فدول بيبقوا من random range. يبقى ال TCP IP stack اللي موجود هنا مسؤوليته انه يكون عنده جدول، فلما يكون ال 5000 اتاخدت ما يديهاش لحد تاني، لما يكون ال 6100 اتاخدت يحجزها ويقول دي مين، دي الاوتلوك. طب ال 5000 مين؟ ده الدي ان اس كلاينت الفلاني. لما يكون عنده ال 4950 اتخذت يقول ان ديت الويب براوزر السفاري. لو حد فتح الكروم يقول ان دي مثلا ال 5500. يبقى هو بيعمل الالوكيشن دوت. لما تكون السيشن دي مفتوحه بيحافظ على الكلام دوت. طب حد انت جيت ورحت قافل الاوتلوك، خلاص قال لك يبقى بتاعت الاوتلوك دي ما بقتش متاخده، خلاص ممكن حد يستخدمها. ايه الدنيا ماشيه كده؟ يبقى هنا دايناميك الوكيشن حسب السيشنز اللي موجوده، هنا ستاندرد حسب السيرفرز اللي انت رايح عليه. ماشي الحال؟ طبعا في فيلدز تانية ولكن دول اهم حاجه. وطبعا في الاخر خالص كل ده هو عباره عن الظرف، الانفلوب. فين الداتا الحقيقيه؟ هي البيلود. فدي الداتا الحقيقيه اللي هي اساسا كانت مبعوثه من هنا لهنا. مفهوم يا جماعه؟ الحته دي مهمه جدا جدا جدا، واللي اهم منها الموضوع بتاع العكس، ان لما يكون عيسى بيكلم محمود في الرد هيكون from محمود لعيسى. ما ينفعش ان يكون عيسى بيكلم محمود وفي الرد يكون عيسى بيكلم محمود، لان في ناس كتير جدا بتلخبط في الموضوع ده. واضحه الامور يا جماعه؟ فاللي احنا بناخده دوت ان احنا نقعد مثلا اتكلمنا 4 ساعات في النتورك ولا 3 ساعات في النتورك، ده يعني لو عرفتوه كتر الف خير، مش محتاجين تعرفوا زياده عن كده. فلو رجعنا للمثال بتاعنا بتاع العكس، ان دي بتروح من هنا، الرد هيكون العكس، ان من ساره لجون، مش هينفع يكون الرد من جون لساره تاني. فهي يعني كلها حاجات احنا بنستخدمها في حياتنا ولوجيك وميك سنس، ولكن ان احنا نطبقها، لان الناس اللي اخترعوا الحاجات ديت او الفوا الحاجات دي ما هماش عباقره، هم ناس بشر زينا لقوا ان في حاجه فبداوا ياخدوا من اللي هم يعرفوه في الحياه ويعملوا الكلام ده. تمام؟ نفس الكلام الحته بتاعت السورس بورت والكلام ده كله، ادي هنا في مثال اهو، وقلنا الافيمرال رينج. طبعا الدوكيومنتيشن مثلا مايكروسوفت يقول لك لا ده بيبدا من 49152 لغايه 65535، بغض النظر نفس الكونسيبت، حسب الاوبريتنج سيستم، حسب اللي انت بتستخدمه هيكون في دايناميك رينج. الكلاينت ابلكيشنز بتاخد كل واحد سيشن بتاخد حاجه منه، يعني انا لو فتحت اكتر من ويندو من الكروم يبقى لازم كل واحده هتاخد سيشن انفورميشن تانية او سوكت مختلفه، عشان ما كنتش انا من الويندو دي رايح على سي ان ان الاقي ان الرد جالي في الكروم في الويندو الاولانيه اللي انا فاتحها، او في اللي هي الانكوجنيتو اللي انا فاتحها. نعرفه ازاي؟ عن طريق الافيمرال رينج. وزي ما انتم شايفين الرقم كبير جدا، مين فينا هيكون فاتح في نفس الوقت 65000 تطبيق على اللابتوب بتاعه؟ ده احنا الواحد بيفتح الكروم بيفتح فيه 15 20 تاب وبيسيبهم يومين ثلاثه بتلاقي اللابتوب بيموت من الميموري والكلام ده. فهنا مديين مثال ان في حد عايز يبعت ايميل، فهيكون السورس بورت هيكون 50000 راندم اتاخد، والديستنيشن هي مين؟ الاس ام تي بي اللي هو ايه؟ اللي هو بورت 25. فلما توصل هنا
هيقدر السيرفر او تي سي بي اي بي ستاك يبعتها للايميل سيرفر بدون اي لخبطه. الرد كونفرميشن ان خلاص الايميل سنت والكلام ده كله هيكون السورس هو 25، والسورس هيكون الاي بي، السورس اي بي، الاي بي ادرس بتاع السيرفر، والديستنيشن هيكون البورت اللي كان هو السورس. فاللي دي بس بتوضح الحته بتاعت العكس. نفس الكلاينت عاوز يتكلم يخش اس اس اتش يعني سكيور شيل على اللينكس اللي موجود في السيرفر دوت. السورس هيكون راندوم رايح على الاس اس اتش. الكونكشن اتقبلت او حتى لو فيها ايرور وعايز يتبعت للرد هيبقى السورس هو الاس اس اتش والديستنيشن هو اللي كان السورس. فبس بنركز على حته العكس للناس لما بنخش في الاي دبليو اس ونبدا نعمل شويه حاجات في الفاير وولز بيتلخبطوا كتير. اخر حاجه موضوع الدي ان اس. اي حد فينا الموبايل بتاعه، كم واحد فيكم حافظ ربع ارقام التليفونات عنده على التليفون؟ الارقام مش الاسامي. محدش. في فون هتكون حافظ رقمك، وغالبا لو انت متجوز هيكون رقم مراتك. فهو زي الفون بوك، هو عباره عن داتابيس فيها الاسامي. سهل جدا لما اخش على الفون بوك بتاعي اقول سيرش وعايز اتكلم مع قاسم، هقول حرف الكي اي اس هيفتح لي كل هيطلع لي الثمانيه او العشره اللي عندي اللي فيهم كي اي اس دول، هشوفهم اختار اه هو ده قاسم، تعمل رايت سوايب خلاص او كليك عليه هيتصل لك بيه. لكن الرقم بتاع قاسم كام الله اعلم، لسه في كانتري كود واريا كود ورقم، بطلنا الكلام ده من زمان. في الانترنت انا عايز اخش على حاجه تكون ريدبل، بقدر افتكر ان انا عايز اخش على دولفين ان، اقدر افتكر سي ان ان، اقدر افتكر سي بي سي في كندا، اقدر افتكر بريتش تيليكوم ولا دويتشا تيليكوم ولا اي تي ان تي ولا فيرايزن وايرلس، لان دي كلمات لغه انا بتعامل معاها وانا عارف انا عايز اروح فين، فبروح كاتب سي ان بي سي واروح داخل على الموقع وخلاص. بينما لو كانت الاي بي ادرس، تخيل لو احنا كان مطلوب مننا نحفظ ارقام التليفونات بتاعتنا وكل عناوين الناس وكل الاي بي ادرسز بتاعت كل حاجه موجوده على الانترنت، ما اعتقدش كان هيفضل حاجه في المخ، كان هيحصل اوفر فلو في المخ وغالبا يعني دماغنا هتنفجر يعني. دي ناس هو بيبقى عباره عن داتابيز فيها الاسامي بتاعت الدومينز او السب دومينز وايه هو الاي بي ادرس المقابل لكل واحد فيهم، كانها بالظبط الكونتاكت نيم والفون نمبر بتاعه. دي الدي ان اس. طب هل انا مخزن الدي ان اس دي كلها؟ انا مخزن الكونتاكت بتاعتي على التليفون، هل انا احط الدي ان اس بتاع العالم كله على اللابتوب بتاعي؟ هيقول لك طب وليه الكلام دوت؟ الواي فاي راوتر بتاعك هو الدي ان اس بتاع اي حد فينا لما بيوصل عليه. ده ديفولت بيتباع الدايناميك لما تشبك على الوايرلس لان. طيب خدنا الكلام دوت تمام، طب الراوتر نفسه هيعرف منين؟ ده لسه فاتحه دلوقتي ومركبينه يا دوب اشتغل، ما يعرفش. قال لك تمام، هو لو ما يعرفش هيكويري السيرفيس بروفايدر دي ان اس، هيسال الدي ان اس سيرفر بتاع البروفايدر. طب البروفايدر ما يعرفش، يا اما هيقول لك انت مين الاب ستريم فانت تكلمه دايركت، او ان هو هيبعت ريكوست للدي ان اس الاعلى منه بتاع التير 1 مثلا بروفايدر اللي موجود في البلد. ما هواش عارفين دولفين اد، دولفين اد دوت كوم لسه موقع جديد ما حدش سال عنه فما يعرفوش، هيفضل يمشي الريكوست تمشي 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 لغايه لما ايفنشولي توصل لاي دبليو اس. دولفين اند متسجله على سيرفيس دي ان اس اسمها روت 53 في اي دبليو اس. فاي ريكوست هيروح لروت 53، روت 53 يقول لهم انا عارف طبعا ادي الاي بي ادرس بتاعه اهو اتفضل ادي الرد، يرجع الرد لغايه لما يوصل للكلاينت، يوم البراوزر بتاعك مكون الباكيت ويروح باعتها لدولفين اند. كل ده بيحصل في خلال ما فيش وقت، اللي هو انت بتكتب دولفين اند دوت كوم وتدوس انتر تلاقيه فتح. لو هو كاشت عندك قبل كده هيتحمل، لكن لو مش كاشت عندك قبل كده بياخد غمضة عين ثانية ثانيتين تلاقي البيج حصل لها لود. فالدومين نيم سيرفر وظيفته زي ما قلنا ان هو عبارة عن داتابيز مابينج ما بين اسامي للدومينز او السب دومينز والكورسبوندينج اي بي ادريسز بتاعتهم. تمام، فاذا اخذنا المثال هنا اهو راح للدي ان اس قال له مين هي دولفين اي دوت كوم، خلينا نمسح اللينك اللي موجود. تمام، فده مش عارف، لو هو عارف هيبعت الرد وتاخد الريكوست على طول وتروح، لو هو مش عارف يبقى ساعتها كان هيروح للروت 53 بتاع اي دبليو اس يجيب الرد يرجع لك. المشن هتكون نجحت لما يوصل للجهاز بتاعك الاي بي ادرس اللي هو كان عاوزه. كل ده عشان ايه؟ لانه في باكيت لازم يكون فيها سورس اي بي ادرس صح؟ وسورس بورت، ويكون رايحه على ديستنيشن اي بي ادرس وديستنيشن بورت. لو انا عرفت الديستنيشن اي بي ادرس خلاص البورت انا عارفه ليه؟ لان انا فاتح الاوتلوك
والاوتلوك هيبعت على البورت بتاعت او فاتح الكروم، والكروم هيروح على الويب سايت بتاع دولفين اد. يبقى كل اللي كان ميسنج هو الديستنيشن اي بي ادرس. عرفه منين؟ من الدي ان اس كويري، الرد يجي لي خلاص انا عندي كل المعلومات، اقدر ابعت الباكيت ويبقى لما توصل هنا يعرف ان هو يرد عليا وخلاص. في حاجه يا جماعه مهمه جدا جدا، لازم نفرق بين اللي احنا اتعلمناه في الراوتينج والدي ان اس. لما احنا كنا بنقول ان عندي راوترز على الانترنت، يعني انا في راوترز على الانترنت صح؟ الترافيك دوت لو دي مثلا موجوده في كندا واليوزر موجود في دبي، يبقى دي هتمشي اكروس ا لوت اوف راوترز، الاكشوال باكيت الرساله اللي مبعوثه لغايه لما توصل للراوتر بتاع اي دبليو اس عشان يوصلها لي، صح ولا لا؟ يبقى الاكشوال ترافيك بتاعي كروسز اللينكس دي كلها عشان يوصل من مكان لمكان. لكن هل انا ببعت الرساله بتاعتي نفسها للدي ان اس والدي ان اس هو اللي بيوصلها لي، ولا انا بس بساله على الاي بي ادرس فقط بدون ما اقول له انا هبعت ايه؟ ما يعرفش اي حاجه عن الداتا بتاعتي. ولما يبعت لي الاي بي ادرس بقدر اكون الرساله وابعتها للناحيه الثانيه. انا دلوقتي محتاج من الدي ان اس ايه؟ هل محتاج منه ان هو يبص على الرساله بتاعتي؟ ولا لا محتاج منه المعلومه بس الوحيده اللي هي الاي بي ادرس بتاع انا رايح فين؟ نفترض انك انت الرساله بتاعتك كانت طويله، ما نفترض مثلا كانت 50 كيلو بايت مثلا او 100 كيلو بايت. طب انت ليه يعني انت في الاخر هتبعت له الرساله كامله؟ اولا سكيورتي وايز غلط، انت ما تعرفش السكيورتي بتاع الدي ان اس عامله ازاي اول حاجه. ثاني حاجه انت هتبعت له تقول له انا عايز الاي بي ادرس، وعلى فكره لما تديني الاي بي ادرس هو ده اللي انا هبعته له. طب هو هيعمل ايه بالمعلومه دي؟ هقول لك انا مالي. فهو الدي ان اس هي عباره عن داتا بيس فيها ايه؟ تقول له يا عمي اكس واي زي دوت كوم اوصله ازاي؟ يقول لك الاي بي ادرس بتاعه كذا بس. يبقى انت اساسا في الكوميونيكيشن حتى لو انت بعت له الرساله، هل هو هيستفيد حاجه؟ هتفرق معاه هتفرق الاجابه بتاعته؟ مش هتفرق. فهو الدي ان اس از نوت ا راوتر، اتس نوت ا راوتر هيعمل فورورد للترافيك بتاعك. الترافيك بتاعك عمره ما هيعدي على الدي ان اس، عمره. ترافيك زاد، الترافيك زاد هنا ماشي نتكلم على الموضوع دوت. لكن الدي ان اس انت بتبعت له الريكوست، هو هيرد عليك بالاجابه دي بس كمان هيقول لك احتفظ بيه لمده 300 دقيقه، 300 ثانيه قصدي. ده بنسميه تي تي ال. يعني ايه؟ يعني لما يجي لك الاجابه دي انت هتحتفظ هنا لمده 5 دقائق او 300 ثانيه بالاجابه اللي هو قال لك عليها دي. فانت لو عاوز تتجاوب مع الموقع ده في خلال 5 دقائق ما توجعش دماغي، ما تجيش تبعت لي ريكوست تاني 5 دقائق ما اسمعش منك. ليه بيعمل الكلام ده؟ عشان ما يحصلش ان انا مع كل باكيت مضطر ان انا ابعت اسال نفس السؤال ويديني نفس الاجابه، وانا طول ما انا شغال كوميونيكيشن هنا لمده ساعتين ثلاثه كل مايكرو سكند اساله، كل ما يجي بعت باكيت اساله. اول حاجه بتبطئ الكوميونيكيشن، تاني حاجه هيبقى بروسيسنج بيروح على الفاضي من السي بي يو سواء هنا او هنا، والمعلومه ما بتتغيرش. يبقى انا ليه اعمل الكلام ده؟ يبقى انا في كاشنج بيريود، يبقى عندي المعلومه ديت استخدمها. والله انا رحت بقى اتغديت وقعدت ساعتين وشربت قهوه مع المدير بتاعي والكلام ده كله، رجعت بعد ساعتين وهفتح على دولفين ايد تاني، اه ات ميك سنس. انت بعد يعني ممكن يكون الويب سيرفر ده يكون بقى داون، اه ات ميك سنس انك انت توجع دماغ الدي ان اس تقول له لو سمحت ايه الاي بي ادرس بتاع دولفين ايد دوت. تمام؟ فانت الاكتشوال ترافيك بتاعك عمره ما هيعدي على الدي ان اس. والتي تي ال او اللي هي التايم تو ليف او الوقت بتاع الكاشنج لما يجي لك اجابه تحتفظ بيها قد ايه، التي تي ال دي معموله عشان تحمي الدي ان اس من يكون في فيري هيفي ريكويست ريت، فالدي ان اس ما يقدرش يجاوب عليها. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا. دي كانت نهايه رحلتنا مع الجزئيه بتاعه التي سي بي اي بي والاي بي راوتينج او النتوركينج فاندامنتالز. سواء كان الباك جراوند بتاعكم فريشر او كنت ديفلوبر او اي حاجه، المعلومات ديت اكتر من كافيه ان هي تكون المايلستون الاولى او الخطوه الاولى قبل ما تبداوا رحلتكم مع الكلاود ومع الديف اوبس والكلام ده كله. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان التنبيهات، و دعمونا بشير ولايك عشان نقدر نوصل لناس أكتر وعشان نقدر ننفع ناس أكتر عن طريقكم إن شاء الله. فتشاركونا في الأجر بإذن الله. شكرا، السلام عليكم.